الخلل؟ أين الخلل؟ يعالج الكثير من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. أين الخلل؟ انتظروه كل سبت على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بالخير والخيرات، وأهلا وسهلا بكم معنا على المباشر في ندوة مفتوحة حول المصالح في الجزائر والتغيير. بدون إطالة وبدون مقدمات، مع الأخ نوري من إسبانيا. الأخ نوري مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ نوري، إذن كما قلت الموضوع تاعنا اليوم هو حول المصالح في الجزائر والتغيير. الخاص والعام يعلم التأثير نتاع هذه المصالح في المجتمع الجزائري وفي مجتمعات أخرى. حبينا اليوم نناقش هذا الموضوع لما يكتسيه من أهمية، خاصة هو أنه مرات تكون المصالح نتاع الوطن مهددة، المصالح العامة مهددة. حبينا نناقشوا هذا الموضوع لأنه فيه ناس يؤثرون المصالح الخاصة، مرات تلقى ناس يؤثرون المصالح نتاع الحزب نتاعهم، مرات المصالح نتاع الفريق نتاعهم إلى غير ذلك. حبينا نناقشوا هذا الموضوع اللي هو موضوع الساعة، ونحاولوا نخرجوا بنتيجة من خلال هذا النقاش الأخوي. الأخ نوري، إذن ما هي المصالح وما هي الأنواع نتاعها؟ تفضل. نعم، شكرا الأخ نوري. فيما يخص موضوع اليوم المصالح وما أكثرها في عصرنا الحالي، نجدها قد تنوعت وتعلبت في أشكال وألوان مختلفة، وبدأت تقدم على أطباق مزخرفة تفتح الشهية أمام الجميع. هذا لولا فيهم البعض ممن ما زال يعتقد أنه لا بد من تقديم المبادئ والقيم والاعتناء بها. فطبعا المصالح هو في الحقيقة موضوع جد متشعب، يعني لكثرة تنوعها هي في الحقيقة من الصعب أن تلم بكل جوانبها، ولكن نحن سنسعى بإذن الله إلى تقديم ما استطعنا أن نقدمه. فالمصالح، عندما الإنسان يسمع هذه الكلمة المصالح، أولاً ما شكل هذا المضمون، هذه الكلمة؟ أي عندما الإنسان يقول سيارة يقصد بشكل معين مرسوم فيه له عجلات، محرك، وتمشي وتسير وتقدم مهمة، يعني الصورة المادية موجودة. ولكن عندما نقول المصالح، هل هذه المصطلح يعني ينطبق على نفس المثال الذي ضربناه وتظهر لنا الصورة المادية؟ ربما يصعب على الإنسان أن يرسم في شكل أو في صورة المصالح، ولذلك المصالح تبقى هي مجرد صورة لشكل من الأشكال في المجرد، أي أنها لا يمكن لمسها. ومثلها مثلا مثل مصطلح المهزلة أو المفخرة، تأتي على وزن المصلحة، ولذلك هي صورة نجدها في العالم التجريدي يسعى من ورائها الإنسان لتحقيقها.
والآن إذا بدأنا بالمفهوم اللغوي، ماذا يقصد بالمصالح في المفهوم اللغوي؟ المصالح هي جمع مصلحة، والمصلحة كما هو معلوم في اللغة هي المنفعة أو الخير أو النفع، والمضاد لهذه الكلمة هو الأذى أو السوء أو الضرر أو أنه هناك مفردات أخرى. مفسدة. المفسدة، نعم طبعا، يعني هناك مفردات عديدة ربما لا أقدر حتى نحصرها. الآن مثلا هذه الكلمة اللي هي المصلحة، لأن كما قلنا المصالح هي جمع كلمة مصلحة، نجدها في كثير من الكلام. قد تسمع البعض يقول زواج المصلحة أو زواج مصلحة، يعني زواج يتم بين الطرفين قصد كسب غرض معين أو طمع في أمر ما. هناك كذلك مثلا إنسان قد يسمع مصلحة الأرصاد الجوية، وهذا معروف، هو كل الطاقم الذي يسعى ويقوم على ملاحظة التغيرات في حالة الطقس. هناك كذلك الإنسان يسمع يقول لفلان، يقول فلان، يقول له ليس من مصلحتك أن تعاند فلان، أو أن يقول له هذا الأمر ليس من مصلحتك. كذلك قد تسمع يقول لك فلان قام بعمل لمصالح المسجد. وكذلك هناك مثلا حتى في كثير من الميادين يقول لك مصلحة الشؤون الاجتماعية، وهذا فرع إداري معروف موجود في العديد من المؤسسات. وربما قد يعني يشوف بعض الإخوة يقول هذا المفردة أو هذا المصطلح اللي هو المصالح لم نجده، لا نستطيع أن نجده في القرآن، أنا ربما لدي رأي آخر نجده. بما أننا قلنا أن من مفردات المصلحة هي المنفعة، فالمنافع مذكورة في آيات عديدة من القرآن، وعلى سبيل ذلك مثلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم فيها منافع ومنها تأكلون، وفي آية أخرى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وفي آية أخرى مثلا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. والآيات هي كثيرة ومتعددة لا يتسع المجال لذكرها. الآن مثلا المفهوم أو التعريف الاصطلاحي للمصالح، وهذا هو يعني الصعب تحديده، سنحاول بقدر المستطاع لأنه ليس من السهل أنك تجد تعريف جد يعني مختصر ودقيق لهذه الكلمة. فالتعريف الاصطلاحي للمصالح هي بعبارة، هي جملة من النقاط التي تتشكل في مزيج بين المنافع والمفاسد أو بين المنافع والمضار. قد يقول البعض نعم المنافع والمصالح نتفق معه، ولكن لماذا المضار أو المفاسد؟ هي تدخل يعني في المضمون لماذا؟ لتجنبها، وبالتالي هي جملة من النقاط التي تتشكل في مزيج بين المنافع والمفاسد المنتشرة، يعني المنتشرة حاليا أو قد تكون منتشرة في عصور قد سبقت، في جميع جوانب الحياة، يعني في الحياة الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، المالية أو غير ذلك، حيث تسمح يعني هذه المنافع اللي رأينا نتكلم عنها مضرات، هذا المزيج تسمح للمجموعات أو الأفراد أو المؤسسات أو المسؤولين أو غير ذلك الارتباط بهذه النقاط المذكورة التي يرسمونها، وهذه النقاط هي التي تشكل القالب المعين الذي بطبيعة الحال يحتوي هذا المزيج من المنافع والمضرات، وتجعلهم كلهم يتأثرون ويتأثرون بالأفعال والقرارات
والسلوكيات التي يستخدمونها بطريقة أخرى، حتى نحاول أن يعني نعطي أو نوضح هذا المفهوم بطريقة أخرى. هو هذا المفهوم أصلاً تاع المصالح هو مفهوم غير ثابت، مثله كمفهوم الحرية مثلاً، هو مفهوم متطور، أي يتطور حسب الزمان وحسب المكان، وهو كذلك مفهوم متغير، متغير أي كيف ذلك، أي يختلف من فئة إلى أخرى، ومن أمة إلى أخرى، أو من سلطة إلى أخرى أو غير ذلك. فالمصالح لهذا هي مجموعة، تبقى دائما هي مجموعة من المنافع والمضرات التي تتمثل في شكل خيوط. هذه الخيوط شكون اللي يرسمها؟ يرسمها أولي الأمر، أولي الأمر الذي يقومون في الميادين المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما شابه ذلك، ثم بهذه الخيوط تربطهم يعني كالشبكة العنكبوتية، يعني هذه المصالح تبقى في إطار بيئة المنظمة المحددة، هذه اللي نحكي عليها الشبكة العنكبوتية، تربطهم جميعا علاقة يكون فيها التعامل قائما بالدرجة الأولى على تضارب تلك المنافع، أو كما يقول البعض على تعارض المصالح. إذن مانيش عارف إلى بغينا فأعطينا شوية المفهوم الاستهلاكي، قلنا هو من الصعب أنك لازم له دراسة ولازم الإنسان يعاود في الكلام ويعاود يعاود حتى باش يوصل أن يفهم المفهوم الاستراحي للمصالح نظرا لتعددها وتنوعها وتطور مفهومها وتغيرها ويعني أشكال أخرى كثيرة. والخوارزمي مثلا يقول المصالح هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق مثلا، هذا تعريف الاستراحي. إذن يعني حسب رأيي هذا هو التعريف اللي قدرت يعني نعطيه بصورة مختصرة، ما عرفتش إلا تزيد بغيت نعم. إضافات الأخ. نعم شكرا للأخ نوري، في انتظار ربما يزيدوا يلتحقوا بنا إخوة آخرين. المهم نذكر الإخوة والأخوات اللي راهم يتابعوا فينا الآن أو الذين التحقوا بنا الآن، هو أن الموضوع تاعنا اليوم هو حول المصالح في الجزائر والتغيير. لازلنا في بداية هذا البرنامج اللي هو حول المصالح، كما تفضلت الأخ نوري، المصالح يعني بشكل مبسط هي المنافع والمكاسب اللي راه يحققها الإنسان، واللي هي ضد المضار والله المفاسد اللي راه رايح ربما الإنسان يتعرض لها. ولكن فيما بعد دوك لما نعرفوا الأنواع نتاع هذه المصالح فيما بعد يستطيع الإنسان وين يصنف المصالح اللي راه يحوز عليها، يا هل ترى هي راها مصالح خاصة، يا هل ترى هي مصلحة عامة، يا هل ترى يا هل ترى يا هل ترى. المهم نحاولوا هو أنه نذكروا بعض الأنواع اللي تتعلق بالموضوع تاعنا حتى باش الإخوة والأخوات اللي ربما ما عندهمش إلمام ولا ما عندهمش ثقافة عامة هكذا ياخذوا نظرة هكذا ربما تمكنهم من أجل التعرف على هذا الموضوع. الأخ نور إذن مادام الآن دوك تحدثنا عن المصالح، هل ترى فيه أنواع نتاع هذه المصالح وش هي؟ نعم شكرا للأخ نور. هي في الحقيقة الأنواع كثيرة جدا في هذا الميدان، لأنه يعني تجدها في كل في كل في كل مكان في كل مجال، ولكن هي قد تنقسم إلى قسمين رئيسيين، منها مثلا المصالح العامة والمصالح الخاصة. المصالح العامة يعني هي معروفة، هي ما كانت مصلحته مشتركة بين الناس أو بين أفراد الشعب، والمصالح الخاصة هي التي تخص فئة معينة أو إنسان معين أو يعني حزب معين أو ما شابه ذلك. وكذلك نجد مثلا أنواع كثيرة، منها مثلا المصالح التجارية، المصالح المشتركة، المصالح الاقتصادية،
المصالح الرأسمالية، المصالح المالية، هناك كذلك المصالح الخارجية أو الأجنبية، هناك كذلك المصالح المتعارضة، هناك كذلك مصالح قومية أو مصالح كذلك إقليمية، هناك كذلك المصالح المافياوية، المصالح التي تربط الجماعات المافياوية أو المصالح التي تربط العصابات الإجرامية كذلك. هناك مصلحة البريء مثلا والمواصلات، هناك مصلحة التحري، هناك مصلحة العقارات، مصلحة الضرائب العامة، وكذلك هناك أمر آخر يختلف خاص بالناس الذين هم لهم يعني ارتباط ولهم يعني فهم كثير في علوم في علم أصول الفقه، اللي هي المصالح المسألة، وهي التي تنقسم كذلك إلى 3 أقسام، وأصحاب الناس الذين هم لهم علم في هذا المجال يعرفون هذا جيدا، وهي مثلا المصلحة الضرورية، المصلحة الحاجية، أو والمصلحة التحسنية أو التحسنية. إذن هي لو كذلك هناك المصالح العسكرية. إذن هذه الأنواع نجدها في كل مكان وفي كل مجال، يعني حتى في الأسرة تجد مصالح بين الأصدقاء، بين الأطراف، بين الجارين، بين الأحياء، بين الولايات، بين العواصم، بين الدول، بين في كل مكان هناك مصالح. هذا يعني ما أردت أن أقوله فيما يخص الأنواع. ما عرفتش إذا عندك إضافة. نعم نعم، شكرا الأخ نوري. إذن كاين هناك أنواع كثيرة تتعلق بالمصالح، نزيد ربما نذكر بعض منها. كاين هناك مصالح شرعية، كاين هناك مصالح سياسية، مصالح حزبية، مصالح عائلية، مصالح ذاتية، مصالح خاصة، كاين هناك المصالح العامة، كاين هناك نقولوا مصلحة وطنية ولا مصالح وطنية، نقدروا نقولوا مصلحة إقليمية ولا مصالح إقليمية، كاين نقدروا نقولوا مصالح محددة، نقدروا نقولوا أيضا مصالح مثلا فيما يتعلق بالرياضة، نقدروا مرات نقولوا مصلحة نتاع الفريق، من مصلحة الفريق هو أنه يحكموا اللعب هذاك والله يطلقوه. وبطبيعة الحال لما نقول المصلحة نقول المنفعة، نقول الاكتساب نتاع هذيك المنفعة اللي راه يحققها الإنسان والله المجموعة، قادرة تكون مصلحة في العائلة، قادرة تكون مصلحة في المجتمع، مصالح نتاع المجتمع، مصلحة نتاع خاصة، مصلحة نتاع أسرة، مصلحة نتاع مجموعة، مصلحة نتاع منطقة، مصلحة نتاع دولة، مصلحة نتاع حزب، مصلحة نتاع حكومة، مصلحة نتاع وزارة، مصلحة نتاع مديرية، إلى غير ذلك، مصالح دولية إلى غير ذلك. المهم هناك أنواع كثيرة تتعلق بهذا الموضوع نتاع المصالح، والحديث الآن اللي راهو عام راه موجود على لسان الكثيرين، لما تحدث معاه يقول لك الدنيا مصالح، وحتى فيه ربما ناس راهم ما يجيوش الإذاعة الوطنية لأنه ما عندهمش مصلحة فيها، ربما هو يلقى مصلحة في قناة فضائية، أو يلقى مصلحة في جهة واحدة أخرى، أو ربما كاين اللي راهو يفكر من أنه لما تجي الإذاعة نتاع وطني راه رايحة تروح المصلحة نتاعه. ربما هو يلقى مصلحة إذاعة الأخ عيسى عيسى الإذاعة، طفي الإذاعة وسمعنا من سكايب برك. إذن فيه ناس اللي راهم ربما هو أنه لما يجي للإذاعة نتاع وطني راه رايحة تروح المصلحة نتاعه، وبالتالي هو يفكر في المصلحة نتاعه، لا يفكر من أنه هو راهو جاي على جل باش هو يقدم خدمة من خلال هذا الحوار، ولا يقدم معلومات للإخوة اللي ربما راهم محتاجين على جل باش ناس يزودوهم بمعلومات أو يزودوهم بتوجيه صحيح، بعيدا عن الأحكام المسبقة وبعيدا عن الخلفيات، لأنه كاين فيه ناس يتحدثون بخلفيات، إذا كان راهو إسلامي راه يشوف الآخرين باللي راهو على ضلال مبين، وبالتالي كل شيء يجي منهم وكل شيء يصدر منهم راهو
راهو باطل وراهو كذا، يحاولوا انه يفرض هذيك الخلفيات نتاعو، وفي المقابل تلقى انسان قال مثلا علماني راهو يشوف باللي هذوك الاسلاميين هما راهم متخلفين وراهم عايشين في عصر واحد اخر، يحاول هو ايضا يفرض هذيك العلمانيه نتاعو ولا يفرض هذاك الفكره. نحن في هذا الاذاعه نتاع وطني نحاولوا ان نكونوا موضوعيين، هو انه نبتعد على هذيك الخلفيات وعلى هذيك الاحكام المسبقه، ونتناقشوا. الاذاعه نتاع وطني راه مفتوحه للجميع دون اقصاء ودون استثناء بطبيعه الحال، وفق الاحترام المتبادل، وفق هو انه الانسان لما يجي يركز على الموضوع، ما يركزش على شخصه، وما يركزش على حزبه، وما يركزش على توجهه نتاعه، يركز على الموضوع. نحن اليوم نتحدث عن المصالح في المجتمع الجزائري، يجي يفيدنا، ما يهمناش فيه احنا الخلفيه نتاعه واش تكون، اذا راه اسلامي والله علماني شيوعي ملحد يعبد في البقر يعبد في الشجر، ما يهمناش فيه واش يكون، المهم يجي ينفع خاوته من خلال المعلومات اللي يمتلكها، من خلال المراجع، من خلال المطالعه نتاعو، من خلال الابحاث نتاعو، من خلال الدراسات نتاعو، ونستفادوا من خلال هذا الحوار. الاخ عيسى من كندا، مرحبا بك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاخ عيسى، الموضوع تاعنا اليوم هو حول المصالح في الجزائر. الحديث العام اللي راه موجود في الجزائر هو حول المصالح، الناس تتبع في المصالح، وحتى انه الناس يقول لك الدوله مصالح والدنيا مصالح، والشعب البسيط يقول لك تشتي صلاحك. ايه المهم، السلام عليكم الاخوه الحاضرين، الاخوه المستمعين داخل الجزائر، خاصه الشرفاء منهم والذين يبكون على الجزائر ويخافون عليها. اهلا وسهلا بكم على راديو وطني، واهلا بك اخ نور الدين. الله يبارك فيك. المهم انا راح نلخص واش قلتوا، باش كما دي فوا انتما تشرحوا يسمى ما بقناش يعني كلمات بزاف نقولوا، بسم الشيء اللي راح نقولوه قلتوه يعني في الحقيقه، وش راح نزيد اضافه صغيره في التعريف تاع قبيل اللي قالوا الاخ نوري بارك الله فيه. قال المصال المصلحه هي كالحريه، يسمى واحد لازم يفكر الحريه ثاني عندها مفهوم كبير، حتى نفس الشيء المصلحه. المصلحه كاينه، يقول لك كاين واحد المثل اللي يقول واحد الحكمه تقول حريتك تنتهي عند حريه الاخر، حتى المصلحه مصلحتك تنتهي عند مصلحة الآخر، يعني نشوف فيها أنا هكا بهذا التعبير هذا. كما قلتوا ثاني، المصالح كاينة، المصالح هذه أنا نشوفها كاين ثلاث أنواع، كاين مصالح ذاتية تاع واحد كما يقول لك نشتي صلاحي، يشتي غير وش يخرج عليه هو، ما يحوش على حتى أخوه يركب عليه يفوت، المهم مصلحته هو تفوت هي الأولى، رغبته هو في هذا الشيء. وكاينة المصلحة الفئوية بين مجموعة كما كنت قلت بين فريق وطني، ولا نقولوا احنا أطباء يشوفوا مصلحتهم هما في المستشفى تاعهم، لازم يعدلوا وضعيتهم، يسوي وضعيتهم، المهم يدافعوا على مصالحهم هما كفئة. وكاين هذه تدخل ثاني في المصلحة المجتمعية، ومن بعد كاين المصلحة العليا للوطن. المصلحة العليا للوطن غدوة مثلا لا قدر ربي احتلال ولا كشي مكان، كل واحد لازم يشارك بالشي اللي يقدر عليه واللي عنده، ما يقولش انا البلاد هذه تاعي وحدي، تاعنا كله مصلحتنا مشتركة فيها، وهذه تعتبر من المصلحة العليا لكل جزائري. بالنسبة للمصالح الاخرى، احنا عندنا كل شيء هي خدمات يعني لي سيرفيس، مصلحة الدرك، مصلحة جسيبا، مصلحة الري، مصلحة كهرباء، هذه كل يعني تعتبر خدمات للمجتمع، وهذه كلها مصالح ثانية نعتبرها مصالح مشتركة، لأن كلنا نروحوا باه نخلصوا التريسيتي، كلنا نروحوا نخلصوا التليفون، كلنا نروحوا نخلصوا الغاز، كلنا نروحوا نخلصوا الإيجار، يعني هذه مصالح كلها تروح لبعضها. هذه بالنسبة للأنواع اللي نشوفها أنا، كاين ثلاث أنواع: ذاتية، مجتمعية، وعليا. بالنسبة لوين وصل هذه الأنواع اللي قصدك السؤال اللي راكم وصلتوا لي، ما هي الأنواع؟ نعم، الأنواع إذا كان ممكن هو أنه يضيف لنا بعض الأنواع، حتى باش إن شاء الله نمشيوا للنقطة اللي بعدها اللي تتعلق دائما بالموضوع اللي هي حول المصالح، وش هي المصالح اللي راها طاغية في المجتمع الجزائري. أنا نشوف فيها أنا في المصلحة كي نقول نعرفوا بالأنواع،
كثرش الحديث بزاف، انه كل واحد، كل انسان، والله كل جزائري، هي كل انسان يعني كي نشوفوا على النطاق العالمي، بصح حنا كي رانا نهضروا على بلادنا على الجزائر نقولوا كل جزائري، كل جزائري من اصغرنا والله من 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 افقارنا والله حتى اعلى سلطه في الدوله، كل واحد يشتي صلاحه. ما كانش اللي يقول لك انا ما يشوفش مصلحته هي الاولى، اسكو هذه راح تخرج ولا ما تخرجوش. اي واحد طرا عليه اي شيء يشوف السعر واش راح يخرج عليه هو، ومن بعد يخمم فيما حواليه. كاين اللي يطبقها ويبقى غير هو اسمه مصلحته هو برك، وكاين الناس يعني بما فيها هانا راضي وطني ما يشوفش مصلحته الخاصه، يشوف مصلحه الجزائريين ككل. يعني كنعطي مثال، حنا كرانا هنا باه نشاركوا ونساهموا في نهضه الجزائر بابسط الامور، يعني مصلحتنا مصلحه جزائريه كل، مصلحه عليا، وكاين المصلحه الضيقه، المصلحه الشخصيه، هذه كل فينا يعني كل واحد يشوف اللي يروح له. هذه نوعين موجودين كثير، يعني مصلحه يخمم في روحه هو الاول، وبعد يشوف واش حواليه، عائلته، وليداته، بعد بني عمه، بعد الاقارب تاعو، بعد اصحابه، هذه كل يشوفوها من بعد. بصح اول شيء انه يشوف مصلحته الذاتيه تاعو هو، واش تخرجوا اسكلو كان يدير هذا الشيء هذا، يخرج ولا ما يخرجوش، والله يدفع الثمن ولا ما يدفعش الثمن. درك نجيو لهذيك التفاصيل الاخ عيسى. احنا الان درك نحوسوا على المصالح اللي راها طاغيه في المجتمع الجزائري. يعني واش هي المصالح؟ يا هل ترى درك لما نقولوا ذكرنا درك احنا مثلا بعض الانواع نتاع هذه المصالح، مثلا المصلحه نتاع الوطن، يا هل ترى المصلحه نتاع الوطن هي اللي راها طاغيه في المجتمع الجزائري، والا المصالح الخاصه، مصالح الضيقه، مصالح الحزبيه، مصالح الفئويه هي اللي راها طاغيه في المجتمع؟ وش هي المصالح اللي راها المجتمع درك يعني معروف بها، يعني درك في الواقع الجزائري بعيدا على هذاك التنظير؟ المصلحه درك اللي راهي في الجزائر اكل اكله راهي مصلحه ماديه، لا مصلحه اي واحد يلهث ورا الباي باغي المشكل تاعو انه يعيش مليح ويكون عنده دراهم. مصلحه ماديه تعم الجميع، سواء كان رئيس حزب ولا رئيس دوله ولا، المهم مصالح ماديه اللي راهي تطغى على الجزائر. كل واحد يحوس على كيفاه يعيش مليح باي طريقه كان، لا يهم الوسيله، يهم الهدف هو الباي. هذا هذه طاغيه في الجزائريين، ورانا نشوفوا فيها ورانا عايشينها وعشناها وزادت دوك تفقمت الامور. المصالح الوطنيه عاد في بعض المصلحه الوطنيه انا يظهر لي عاد حبر على الورق يتشبكوا بها الناس، كل مصلحه الوطنيه والمصلحه الوطنيه والمصلحه الوطنيه، ومن جهه اخرى تشوف البلاد رايحه للهاويه مش رايحه لمنفعه الجميع، رايحة المنفعة بعض أشخاص، مصالح لأشخاص ضيقة باينين، هما يحوسوا يبقوا في هذيك المصلحة منهم يبقوا، النفوذ عندهم، الباقي كيف راح يصرالو ما يهمش الأمر. المصلحة الوطنية مابقاش اللي يخمم فيها شيء كبير، يعني كيما راني نشوف أنا يعني على التعليقات، على تشوف هكا لي فيديو اللي راهم يصراو، ما زال طاغية المصلحة الشخصية على كل الجزائري إلا من رحم ربي. تفضلوا بعد ما نزيدك شو نزيد. نعم شكرا. الميكروفون الأخ عيسى، تفضل الأخ نوري، ربما كش ما تزيد تضيف في هذه النقطة هذه. نعم، هو يعني كما ذكر الأخ عيسى من قبل، يعني من المصالح الطاغية في الجزائر هي بطبيعة الحال موجودة كلها إلا المصلحة الوطنية اللي غايبة فقط في فريق كرة القدم الوطني. أما المصالح الأخرى يعني الطاغية، يعني نقدر نذكر مثلا في الجانب أو في المصالح الاستثماراتية مثلا، فهذا الجانب الاستثماراتي هناك مصالح تتمثل في المشاريع الكبرى أو المتوسطة كالبناء والعمران وكالبنايات التحتية المختلفة الضخمة الموجودة في جميع الجوانب وفي جميع الميادين، وكذلك في مجال الاستيراد والتحكم في الأسواق.
هناك يعني فيه مصالح استثماراتية طاغية بكثرة في الجزائر في هذا النوع بالضبط. كذلك نقدر نزيد نذكر مثلا من المصالح الطاغية في الجزائر المصالح المالية كما ذكر الأخ عيسى من قبل، التي أصبحت هي الأخرى يعني متفشية بكثرة، ليست فقط على المستويات أو المناصب العليا فحسب، بل يعني تجاوزت ذلك وهي الآن موجودة في الفرد، في الأسرة، فيما بين الزوجين، في المؤسسات، في يعني في كل مكان، في الصحافة، في التلفزيون، في كل مكان. يعني أصبحت وكأنه مرض يمشي، وأصبح يعني سلوكيات الإنسان تقوم على المصالح المالية المحضة. وأنا حتى لا أسميها مصالح مالية، لأن المصالح المالية بمفهومها الحقيقي لها مفهوم يعني إيجابي. أما هذه المصالح القائمة المالية في الجزائر هي مصالح مالية مغرية، وكل هذا طبعا له علاقة مباشرة بالجانب الأخلاقي. طبعا ربما سوف نذكر ذلك لما نتطرق إلى الخلل. كذلك هناك نوع آخر طاغي في الجزائر، هو نقدر نسميه بالمصالح السياسية الرديئة، حتى نقول المصالح السياسية. وأنا فضلت أن أعطيها يعني مصالح السياسية الرديئة نسبة لقول المرحوم عبد الحميد مهري رحمه الله، الذي قال: نحن في زمن الرداءة وللرداءة أهلها. فهناك مصالح سياسية قائمة على استغلال المناصب، وهي تشجع على المحاباة وتفشي القرابة والنزعة المحلية والعشيرة والعصابات، وكذلك هي تعمل على ترسيخ الرؤوس الموالية والمسؤوليات الفاسدة والمتعفنة. هذا النوع من المصالح السياسية الرديئة الذي نتكلم عليه. فهذا النوع الرديء هو الغالب الموجود في جميع الممارسات السياسية القائمة، سواء كان ذلك من الطرف الحاكم أو من الطرف المعارض أو غيره. وهذه المصالح أو مصالح السياسة، هذه السياسة الرديئة، هي ماذا الآن كيف قائمة؟ هي التي تشجع على انتشار التصرفات اللامهنية، أي تقوم بتهجير أساليب فن السياسة، وبالتالي يحل محلها تصرفات تقوم على انتهاج أساليب التملق والسخرية والاستصغار والاحتقار والاستهزاء والتلفيق والاتهام وكل ما شابه ذلك، كل ما نراه على الساحة في كل يوم. إذن أنا حسب رأيي هذه، وكذلك نقدر نزيد نضيف مثلا نقطة أخرى اللي هي تدخل في المصالح العسكرية الداخلية أو التي تتجاوز أو تحاول أن تتجاوز حدودها، ويتمثل ذلك في هيمنة أو الهيمنة على المناصب العسكرية العليا. كثير من الناس، كثير من المسؤولين الذين يوالون السلطات ويعملون معهم من أجل يعني اتخاذ القرارات السياسية، وبالتالي يعني تقسيم المصالح والسعي وراء المصالح الخاصة. يعني هذا هو حسب ما رضي أن أقوله في المصالح الطاغية في الجزائر، والله أعلم. نعم. شكرا الأخ نوري. في اعتقادي ومن خلال التجربة ومن خلال الخبرة وكون هو أنني ابن الجزائر، المصالح اللي راها طاغية في المجتمع الجزائري للأسف شديد نقولها بمرارة هي المصالح الخاصة، المصالح الآنية، هذه هي المصالح اللي راها طاغية في المجتمع الجزائري. يعني الإنسان يفكر في المصلحة نتاعو، نتحدث يعني بشكل عام، راهم ناس يعملوا سواء كانوا في النظام ولا خارج النظام، ما عندناش عقدة احنا من انه راهم كاينين ناس راهم في النظام وما يؤثرون المصالح العليا، كاين ناس اللي راهم يخدموا للمصلحة العامة، هو راهو مقتنع باللي راهو يخدم في الشأن العام
راهو يخدم في مصلحة، ولا راهو يخدم في مديرية، ولا حتى في وزارة، ولا حتى في الرئاسة. هكاين اللي راهو يخدم هو وراهو مقتنع من أنه راهو يخدم في المصالح العليا نتاع البلاد، وراهو مقتنع حتى إذا كان راهم مغلطين، وناس هما راهم لا يمثلون هذا المجتمع ولا لا يمثلون هذه الإرادة الشعبية، ولكن هو في نفسه هو راهو مقتنع باللي هذ الناس راهم هما يمثلوا في الإرادة نتاع الشعب، وراهم يخدموا هما من أجل البلاد، ولكن المصالح اللي راها طاغية في المجتمع راها هذه هي المصالح الآنية والمصالح الخاصة. قادر تلقى واحد راهو في النظام وراهو يفكر في المصلحة العامة، كما قادر تلقى واحد راهو يتشدق من أنه راهو معارض، ولكن راهو هو يخدم في المصالح الخاصة نتاعو في المصالح الآنية. يعني إذا كان يجي قال مثلا هنا الإذاعة وطني، إذا كان جا فيك مصلحة يجي، إذا قضى المصلحة نتاعو خلاص ما تعرفه ما يعرفك. الناس تفكر وش راهو رايح يربح، تتحدث معاه في موضوع يبدا هو يفكر وش راهو رايح يحقق في هذاك الموضوع، وش راهو رايح يدخل منه، ولا وش راهو رايح يخرج. اذا كان فيه المدخول اللهم بارك تلقاه يحمر عينيه ويحمر خدوده، وتلقاه هو يتحدث في هذاك الحديث العسلي وكذا. اذا كان شاف روحه باللي ربما الموضوع هذاك راهو راح يتعارض مع المصالح نتاعو الخاصة، ما تعرفو ما يعرفك، ما تزيش تسمع بيه، ما تزيش تشوفو. إذن الناس راها تفكر يعني بشكل عام، تفكر في هذا المسألة نتاع وش يدخل وش يخرج. إذا كان شاف روحه باللي راهو يخرج من جيبه ما تعرفو ما يعرفك، إذا كان شاف روحه باللي راهو راح يدخل يجي. لذلك تلقى هو لا يؤثر هذه المصلحة العامة، ولا يؤثر المبدأ، ولا يؤثر الحقيقة، وإنما يؤثر هذه المصالح الخاصة نتاعه وش راهو رايح يدخل يعني من مال، ولا وش راهو رايح يحقق هو. الناس تمشي هك، تمشي على المصلحة. شاف معا شافه معاك معاك مصلحة يمشي معاك، شاف روحه باللي راهو رايح هو ينظر، حتى إذا كان راك على الحق ما يمشيش معاك، يمشي مع صاحب الباطل. وحتى راك تشوف دوك مثلا في بعض القنوات الفضائية راهم هما راهم مقتنعين بواحد باللي راه فاسد، مقتنعين به باللي راه مجرم، مقتنعين به باللي ما راهوش على الحق، ويجيبوه يجيبوه لأنه يفكروا باللي عندهم مصلحة معاه. راهو إنسان قال مثلا مشهور، والله إنسان كذا، يفكر بينما لما واحد يكون يقول كلمة الحق هم راهم يشوفوا يروحهم باللي هذيك المصلحة انت عمرها راح تروح، بالتالي ما يعرفوش جدو. وقس على ذلك، تروح مثلا في فريق، تروح المديرية، تروح الوزارة، تروح البلدية، تروح اللجنة انت حي، تروح في أي مجال تروح، وين أنه مع الأسف شديد نقولها بمرارة، هو أن الناس أصبحت تؤثر المصالح الخاصة، وأصبحت تؤثر في المصالح الآنية بحاجة هكذاك سريعة وعاجلة، وما عندوش بعد نظر، ما يفكرش هو قال تفكير نتاع على 15-20 سنة، قال نشوف هو يفكر باللي راهو مثلاً على 15-20 سنة، قال له ربما أنا قادر ننظر درك ما نجيبش فلان هذاك، ولكن لما تكون عندي مصداقية ممكن بعد 15-20 سنة راني رايح نوصل للهدف هذاك اللي راني نحوش عليه. هو لا يفكر بهذاك التفكير، هو يفكر في ذيك المصلحة الآنية، راهو الآن وش راه راح يحقق، ما يهموش هو في غدوة، ما يهموش هو على 10 سنين ولا على 20 سنة. وهذا المصالح هذه لما هي تولي تطغى، تولي تفسد، تولي تتحقق المفاسد مشي المنافع. يعني إذا كان ذوك رئيس بلدية هو يفكر في المصلحة الآنية، عنده هو مصلحة كيفاش هو مثلا يفري مشكلة، راه رايح يحل المشكلة، هو عنده مصلحة يفريها، ولكن ما يفكرش بهذاك التفكير الاستراتيجي، هذاك التفكير اللي مبني على بعد النظر،
قال ربما قادر دوك انت تلقى ذائقه ولكن تتعامل معها بواقعيه وتتعامل معها بحكمه، ولكن بعد 15 20 سنه راك رايح تقضي مثلا نهائيا على المشكله نتاع السكن. مثال والله البطاله، هو لا يفكر بهذاك التفكير الاستراتيجي، لا يفكر بهذاك التفكير نتاع بعد النظر، يفكر قدام رجليه، فكر قدام رجليه، ما يفكرش هذاك التفكير اللي راهو مبني على بعد النظر واللي راهو رايح يحقق هو مصلحة العامة. يفكر حتى انه كاين الناس اللي هو لما يجيه مشروع يفكر في واش راه رايح يكسب هو، مش يفكر في هذاك المشروع راهو رايح ينفع المجتمع. ولما تطغى المصالح الآنية ولما تطغى المصالح الخاصة فيما بعد راهو الخراب راه رايح يحل على المجتمع، يحل على العائلة ويحل حتى على الفرد نفسه. كاين إنسان اللي راه هو يؤثر المصالح الخاصة نتاعو، ولكن فيما بعد مع مرور الوقت يعرفوه إن الناس باللي هذا الإنسان راه ما عنده لا مبدأ ولا عنده ضمير ولا عنده يعني راس. تلقاه إنسان هو يفكر في البطن نتاعو، يفكر في الفرج نتاعو، ولا يفكر في المصلحة نتاع البلاد ولا يفكر في المصالح العامة. هذه باختصار المداخلة نتاعي. نعاود نرجع لك الأخ عيسى، لأن بعد ما تحدثنا على هذه النقطة هذه اللي تعلق بالمصالح الطاغية في المجتمع الجزائري، الآن حابين نعرفوا علاش في الجزائر يعني بشكل عام، احنا ماناش نتحدثوا على الخاصة ولا على خاصة الخاصة، نتحدثوا بشكل عام، لماذا أصبح الناس في الجزائر يفضلون المصالح الخاصة على المبدأ؟ علاش؟ أولا غياب واحد ما يخاف ربي، عادوا ما الناس كي شغل ما تخافش ربي. ما إذا ما تخافش ربي يعمل ما شئت. هذه وحده. الناس كي انت كي يوقف في الصف الاول ومن بعد يروحكش مكان اخر ومدرش، يعني هذا يخاف ربي ما يخافش ربي. انا عندي هكا، يعني واحد يوقف في الصف الاول ويصلي ويركع ويسمع الامام وحتى ويحكي له على الرشوه ومن بعد يخرج يديرها، يسمى مشكل، يعني كانه هكا صلي برك، المهم ركع وسجد وخلاص وتبح. وتك الغياب الناس ما عاد شغل ما تخافش ربي، ما عاد كي شغل غدوة نتحاسب وخلاص. ثاني فقدان الثقة بين الناس، عاد واحد مثلا ما يثقش بالآخر، سواء في المسائل المادية ولا المسائل الأخرى. يمكن على الريسك يروح، يعني على إنسان ما هاي الناس وش صرالها، ها وش صرال الأخر، ها سمعت الناس كي شغل عايشة واحد، كل واحد يحوس يقول لك أنا أخويا ما عنده مدخل هكا بالله، هذا خويا واش دخلني انا. تي الناس عاد تشوف واحد جا جيرانه وتبركه قدامه ولا كشما يصرى ما يجي يدخلش يفك، يتقازو جا يتقابضو ما يلقاوش ناس، ناس نعلو الشيطان واش كانوا ناس تقابض بالسيوفة وتتقاتل بالماس. من جهة الاخرى يخاف خويا واش دخلني، ومن جهة اخرى يسيدي قبل ما يصرى اي شيء، يعني عاد الخوف من الاخر حتى ما تدخلش وخلاص. واحد ما دخل، واحد ما يقول انا خاطئ، يسمع اول شيء قلت ما يخافوش ربي. ثانيه عاد الناس كل واحد عايش يقول خويا ما عنده ما داني. ثالثه يسمع كل واحد يقول اخويا انا ماني بيان راني لاباس، ها خلاص الاخر الله يسهل عليه. هو اللي دارها بيدو يسلك، انا خاطئ اخويا انا خاطئ، كاين ربي كاين الله يسهل عليه، انا راني بيان، راني خدام عندي دار لبس بيا نروح نخدم ونروح، كما يقولوا المصريين يمشي تحت الحيط، ولا كما نقولوا حنا حشيشه طالبه معيشه وخلاص ما يحوش يفهم. انت يا عجبا يا ربي، انت كاينه هذه مصلحه مشتركه، ربعه يسكنوا مع بعضهم في مبنى في بلوك، ربعه لوجمان ما ينطويوهش ما يسبغوهش ما يديروا يخليوه وعندهم الاولاد، والاولاد لازم يديروا الحوايج كيما حاجه. واحد ما يقول يا ناس رانا ساكنين مع بعضنا، هذه كي شغل دارنا مع بعضنا، على الاقل ننظفوا كيف يسميهم الدروج. ما كانش هذيك
كيما يقولوا بين الناس ساكنه جيران صاحبي جيران اخي، يقول لك الجار قبل الدار قبل الخو، الجار قبل الدار، والجيران صاحبي ما يتفاهموش انهم ينظفوا البلوك تاعهم ماهوش ينطويو الحي البلوك، كي تنطوي انت الحي وراك ساكن الاخر من بعد تروح للحي ومن بعد تروح للقريه ومن بعد تروح للبلديه وسيدي سويت. قلت لك غياب هذا كما قلت في السؤال على المبدا، مبدا التراحم، مبدا الثقه، مبدا الاخوه، مبدا رانا جيران، مبدا رانا جزائريين، رانا نعرفوا بعضنا. المهم هذا المبدا راح من الجزائر، عاد كي شغل كل واحد عايش اونديري الاخر في البريمير الاخر في الدوزيام، بصح بيناتهم قد سمول ما يتلاقاوش، وفي بعض الاحيان يكون صباح الخير ما يقولوهاش لبعضهم. يعني هذا الوازع هذا راح من الجزائر. سما صاحبي بكري انا نشفى كنت صغير صاحبي نفطروا بالشربه تاع جيراننا، وانت جيراننا يفطروا بالشربه تاعنا، سما كان الناس تتبادل حتى الماكله يبعثوا لبعضها. كانوا يا عيسى كانوا في جهتكم يسلفوا الشحمه ولا ما يسلموش؟ يسلفوا الشحمه شحمه والزيت و... كاين في واحد التضامن بين الجزائريين، كانه كسروه ولا كسر بيناتهم ولا ما فهمتش الصراعات، ما كانش الا من رحم ربي. وكانت كيما نروحوا للمصلحه المشتركه، سما جماعه مع بعضهم اصحاب ونعرفوا بعضهم هم غير التي بعضهم، كيما كان قبل خويا نور الزواج، الاخر يحوس يزوج بنو بعائله غنيه باه يضمن له المستقبل، والاخرى باغا تزوج بنتها بالعائله لاباس بها تقول لك ما تضيعش بنتي، كانه الغني هو اللي راه يرزق في الدنيا هذه. يسمى الفقير هذا ما عندوش، ما يخموش باللي غدوه يفرج عليه ربي واللي لاباس به الفقير هذا. كان واحد المثل يقولوا عليه نزيد نفكرك فيه، يعني الجزائر يقول لك نصص ولا قصص ولا شيء من الذريه. تعبير المثل هذا ما ممكن بالك مش موجود عندنا هنا، ممكن نراه يعني بتعبير واحد اخر. اسمع نصص يعني يقول لك بالك واحد يربح كي يجيب المراه هذه تدخل عنده الدار يفرج عليها ربي. ها وكاينه العتبه، كاين واحد مثلا يبني دار ولا يشري دار ولا يكري في دار، ومن الدار هذيك اللي كراها ولا يفرج عليها ربي ويشري دار. نعم صحيح صحيح. وكاين يقول لك شيء من الذريه، كاين واحد لما يجري نهار يزيد عنده هذاك الطفل يجي معاه رزق مليح صحيح يعودوا لاباس بها. هذيك يقول لك نصص ولا قصص ولا شيء من الذريه، هذه يقولوها في باريكا، هذه يقولوها في اصحاب الباروت. سمعت نصص ولا قصص ولا شيء من الذريه، قلت لك الناس عاد تخدم مصالح، انا بنتي نزوجها لهذوك لاباس بهم، فاميلا لاباس بهم، الدار مضمونه، الطوموبيل مضمونه، بنتي ما خسرتش. يعني لو كان يجيهم واحد انسان صاحب مبدا وصاحب دين وصاحب كيما نقولوا تربية وأخلاق ما يزوجوش، بينما لو كان يجي هذاك الإنسان صاحب المادة حتى إذا كان راه مفلس يعطيوه لهم، لأنه راهم هما يفكروا في المصالح نتاعه. هي قلت لك هذه شوف من هذا، يعني أنت تزوج بنتك وتتمنى لها يا ربي يبارك لهم في الزواج هذا ويديروا الأولاد ويعيشوا قد ما قدروا. نعم. أنا نعرف بكري ناس كيزوج بنته يقول له اسمع حافظ على زواجك برك، ماني باغي منك والو، ماني باغي منك والو، واسما ما تطالقوش تفاهموا. نعم. دير الاولاد قد ما قدرت، تمنى له الخير، موش اواه لازم تكون عندك، وغدوه فقر هذا واش دير له، وغدوه دخل الحبس هذا واش دير له؟ واش دير له؟ تقول بنتي انا على وهمتي، واحد قريت واحد الخطره على واحد قال لهم ناس يحوسوا على لابنهم على المراه الصالحه وابنهم فاسد. بنو فاسد وحوس له على المرأة الصالحة. إيه هو راه يخمم بالك ربما يقول لك مادام راهو بنو فاسد ربما يجيب له مرأة صالحة تعدله. إيه والله الصالحات والصالحين الخبيثون للخبيثات. إيه الخبيثات والخبيثات. إيه هذه ما كاش كل واحد يلقى الفردة تاع صباطه. بروات تلقى لا غوش متهني. هذه صحيح. قلت لك هذه شوف الناس وين وصلت، هذا وصلت انه الماده هي كلش. نعم. انه الناس عاد ماديه بزاف. نتمنوا الخير يا صاحبي، رانا جزائر ربي يولي لاباس بيه ونكونوا كل لاباس بينا.
بصح الناس عاد تخدم بطريقه ضيقه جدا، ضيقه جدا جدا جدا. وصاحبي جارك ما عندوش الخبز والحليب، انت تشري الخبز يشري له باقيطه معك، هاك اديها له، هاك على بالك باللي ما عندوش راهو جارك كانه ما كانش. نعم شكرا، شكرا الاخ عيسى. دوك نعاود نرجع لك، تفضل الاخ نوري ومن بعد نجي لك الاخ سعيد من دحمان من اسبانيا. تفضل الاخ نوري. نعم شكرا. نعم، هو فيما يخص السؤال المطروح، لماذا اصبح الناس يفضلون مصالحهم الخاصه على المبادئ وعلى المبدا؟ هو اولا هنا عندنا مصطلح ضيف في هذا السؤال اللي هو المبدا. نعم. نعم، هو الكثير ربما قد لا يعرف المفهوم المبدأ، ما معنى المبدأ؟ فالمبدأ كما يقول الكثير هو القناعة، هو الرؤية، هو الاعتقاد، هو الموقف، هو المنطلق، وأقوال في ذلك كثيرة. إذن المبادئ هي في الأساس هي التي تتحكم عادة في الأشخاص، وهي التي تبث ذلك البعد القيمي للتفكير الداخلي في الإنسان قبل أن يقوم بتصرف ما. بالتالي الآن السؤال المطروح، هل فعلا أن الناس في الجزائر تخلوا عن مبادئهم أو انسلخوا منها، أم نستطيع أن نقول أو نطرح السؤال بصيغة أخرى، هل أنهم يعني جزأوا هذه المبادئ وبالتالي شتتوها وضيعوها؟ لأنه في المفهوم نتاع المبدأ، يعني في المفهوم الجوهري، هو يعني لا يتجزأ، إما أن يكون أو لا يكون. ربما هذا الوعي الخطأ اللي يقدر يعني يقع في الجميع. بالتالي نعم، في الجزائر الكثير من المبادئ ضاعت، ضاعت بهذا الشكل أو ذاك، يعني سواء تهاونا أو كذلك قد يعتقد البعض أن عند تجزيئها، يعني ربما يقول لك معليش هذا المبدأ هذا نقدروا ما نخليوش هكا يعني في الجوهر نتاعو في كتلة واحدة، نجزئوا منه نقلعوا منه شوية ونفوتوا كما نقول، ولكن ما ننساش باللي المبدأ لا يتجزأ، إذا جزأت سي ضاع منك راح. وبالتالي كذلك هناك أناس آخرين ربما يصيبهم غرور، ينغروا بالمال، ينغروا بالجاه، ينغروا بالمسؤوليات، وينسلخون تماما اعترافا على المبادئ. يعني هناك انواع كثيره كيفاش الناس، ولكن عندما يحدث هذا سواء بهذا الشكل او بذاك او بالاخر، ماذا يقع؟ هنا يقع تنحل العقيده الفكريه. لما تنحل العقيده الفكريه الاساسيه التي تتحكم وتسيطر على الإنسان والتي يقوم عليها ذلك البعد القيمي للتفكير الداخلي قبل أن يقوم بالتصرف، فلما تنحل هذه العقيدة الفكرية ماذا يحدث؟ يحدث هذا الأمر، يعني تأخذ التصرفات السلوكية منعطف آخر، يعني تأخذ اتجاه آخر وتغير مجاري الأفكار والتصورات. ولما يحدث هذا يعني يغلب عليها دائماً طابع المصالح المنتشرة بشتى أنواعها وأشكالها. أي أن بمعنى آخر، عندما تتفكك المبادئ يخلق بصفة مباشرة ضعف وفراغ في القواعد أو القوائم التي يمكن أن يرتكز عليها التفكير الداخلي في الإنسان، والتي هي في حد ذاتها تعتبر المنطلق أو القناعة التي يقوم عليها. وعندما تتفك هذه المبادئ تصبح هناك قابلية لتغلغل قواعد أخرى تغرس في نفسية الإنسان ويعتمد عليها كمنطلق لترسم له التصرفات والسلوكات بطابع مغاير وبطابع الحال، ما دام تكون هناك المصالحية الطاغية فهي التي تصبح ترسم، وهي التي تصبح تصور وتقلب الموازين وتقلب المفاهيم وتعطينا شكل من السلوكيات والتصرفات وحياة معاشية بشكل مختلف. إذن
قد يحدث هذا كل هذا في اعتقاد الكثير كذلك، قد ربما عند الكثير مع الناس يقول لك ايوا معليش انا هذا المبدا نكون نبقى نمسك فيه دائما دائما، ما غاديش نوصل للمصلحه نتاعي، ما غاديش نجيب الحق نتاعي، ما غاديش نوصل للحاجه نتاعي اللي راني باغيها. يقول لك معليش انا غادي نتخلى على هذا المبدا ظرفي، يعني التخلي الظرفي في المبدا. هو يعتقد الاعتقاد ولكن يوقع في خطا، لان لما يتخلى عليه ظرفيا يقول لك من بعد نعاود نرد ونعاود نولي كما كنت، مستحيل، يتطبع على ذلك الطبع. فلما يتطبع سوف يضيع مبادئ اخرى، يعني تفتح له الشهيه لتحطيم المبادئ اخرى، وهكذا تضيع المبادئ وتحل المصالح. يعني هناك هذا الامر ليس لا يحدث يعني من عشيه الى ضحاها، لا يحدث يعني بطريقة، يعني جا واحد دار لك المسدس في الرأس وقال لك تخلى عن المبدأ نتاعك. هناك طرق، هناك معاملات، هذه المعاملات وهذه الطرق فيها علامات استفهام. هل هناك ناس ورائها هم اللي باغيين باش يحطموا هذه المبادئ؟ ونحن نعلم أن الاستعمار أو الاستثمار الفرنسي دام حوالي أكثر من حوالي 130 سنة ولم يستطع تدمير المبادئ، وبهذه الطرق الذكية في ظرف قصير استطاع أن يعني يزلزل هذه الجدران ويتلف هذه المبادئ. هنا تبقى السؤال مطروح وتبقى القضية للنقاش مفتوحة. إذن كان تسمع يقول لك مثلا إيه فلان 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 دارها وشوفوا وين راه، يقولوا هذا ابن البلاد، يقول لك أنا علاش نبقى نمسك المبادئ ندير كيفو كلاه، ما على باليش كيفاش دار، إلى طيح المبادئ نتاعو، إلى مسح وجهه بالمرقة، إلى تلون كالحرباء، يقول لك أنا المهم ندير كما فلان. ليش أنا يقول لك أنا نبقى نستنى ونستنى ونستنى ونضيع حياتي؟ هذه الأمور هذه كذلك تدخل في الظروف المعيشية للمواطن. يعني الوضعية المزرية إلى درجة أنه فقد الأمل في المؤسسات العمومية وفي الخدمات الاجتماعية، نظرا اللي كيف كنت تشوفوا عدم الوفاء والوعود الكاذبه، كل مره يقولوا لهم غادي ندير لكم وغير الكذوب في الكذوب. ديال المواطن صايم، ما ولاش يستنى باش تكون هناك خدمات اجتماعيه على الاجتماعيه توفر له الحقوق نتاعو، ولا يلجا الى طرق اخرى هي تفرضها نفس هذا الرؤوس، هذه هي اللي تفرضها باش داك الناس لازم يتخلوا على المبادئ نتاعهم. هذا ما أردني أن أقول في هذا الميدان. نعم، شكرا الأخ نوري. الأخ دحمن من إسبانيا، مرحبا بك. مازال في الأول، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. الأخ دحمن، الموضوع تاعنا اليوم هو حول المصالح العامة في الجزائر. تفضلوا الإخوة داروا تعريف للمصالح والأنواع نتاعها. تحدثنا أيضا عن المصالح الطاغية في المجتمع. الآن رانا في النقطة اللي تتعلق دائما بالموضوع حول المصالح، علاش في الجزائر يعني بشكل عام الناس يفضلوا المصالح الخاصة على المبدأ، يعني واش راجع هذا؟ دونك باسكو سمعت الإخوات كانوا من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية، الناس اليوم نتكلم باغ اكزومبل من الناحية السياسية، برسك الإنسان أولا قبل الطرق السياسية من ناحية التاريخية، برسك الإنسان يقول لك بلي الشعب الجزائري اليوم تخلعن بالبادئ. دونك شاك إطاب وشاك بريود يدي برنسي، برسك شاكان كيفاش يشوف هذا المبدأ. قلت لك توجو نقول هاك، نقول بلي رانا في مجتمع طبقي، واحد يقول لك بلي راك اشتراكي، واحد يقول لك راك شيوعي. دونك الانسان عندما يكون باغ اكزومبل ابن فقير في قريه ولا يشوف بلي هذا يسموه الفلان، هذا يسموه البشاغه، هذا يسموه كيف الجنرال ولا. دونك المجتمع خاصه لدى الشباب تكون عنده عقده، دونك لازم يدير الفا توسي بور شارشي سي زانتيري. دونك الترسبات لدى الشباب، دونك سي سا كي بولفيرس. نقول لك على سنور الدين روح التضحيه، باسكو شفنا بلي
كي نروح للوالدين ولا في الجدود يقول لا في أثناء الثورات درنا ثورة من أجل الاستقلال، والآخرين كانوا في الحدود وكانوا في فرنسا يسيروا. دونك ومن بعد تجي في باغ اكزومبل الاستقلال يقول لك جات الثوره الزراعيه خدمنا كاع ونا دوني دي ساكريفيس قدمنا تضحيات، ولكن واش يقول اليوم واش ربحت؟ دونك الاولاد دونك تبقى لهم عقده. دونك سافو دير بلي كيفاش يكون يروح للناس. ايه كاين حتى اللي في الثوره يقول لك باللي ما دينا والو، كاين ناس راه دات تراب ودات فيلات وداروا مشاريع وحنا ما دينا والو، بصح حنا والو. دونك ميم سنورتين خاطر الوالدين ولا لي بارون كيتكلموا على لي شوز لا حول هذه، ما على بالهمش بلي لهم تاثير على فكر الاولاد. Parce qu'ils ne vont pas prendre en considération ces choses-là. Par exemple, le service militaire, دونك ليسبيريت دو ساكريفيس راح التضحيه راح في المجتمع. ولا واش تكون اليوم الافه التي نعيشها اليوم هي افه الانتهازيه لوبورتونيزم، خاصه كيفاش الانسان باسكو واحد الاخ تكلم عن المبادئ، باسكو تكلم عن المبادئ اليوم المبادئ خاصه في الميدان باغيغرام السياسي اصبحت شعارات. باسكو الانسان لازم يقول اليوم واش المبدا. واحد باغ اكزومبل يقول يتكلم على باغ اكزومبل المشكل مع فرنسا، نتكلم مع الرواسب التاريخيه اللي ما عندهم الدوله الفرنسيه، يقول لك لازم فرنسا تعترف بالجرائم اللي دارتها في الجزائر اثناء الثوره. ومن بعد نشوفوه عنده يسكن في فرنسا والاولاد عندهم الجنسيه الفرنسيه. دونك سا باسكو اليوم الشعب الجزائري لم يعد يؤمن بالخطاب هذا، باسكو المبدا لازم يكون له تجسيد في الميدان، دو اتر كونكري. سي با واحد الانسان يقول لك المبدا بلي الروح الوطنيه، الروح الوطنيه اخي لازم نشوفوا هذا فيك دابو افون دو دوني اون لوسون سو ناسيوناليزم، لازم نشوفوه فيك. واحد يقول باغ اكزومبل يتكلم على النزاهه، ماشي في با بارلي دو النزاهه، لازم غير نشوف فيه. دونك اليوم الشعب الجزائري سوني با باسكو لا با بير دو فريمون، باسكو الروح الوطنيه جو بونس لي اونكور مي واش الناس اللي يشوفوهم اللي يتكلموا باسم الوطنيه هو باغ اكزومبل الوطن. باغ اكزومبل يتكلم على الثوره، باغ اكزومبل الاسره الثوريه اليوم اللي ركبت بار البوفوار اليوم باغ اكزومبل كيشوفوا ابن فلان ولا ابن شاهد ولا ابن مجاهد شراوه. تلقى باغ اكزومبل الشهداء باغ اكزومبل المجاهدين اللي بقوا بعد الثوره اللي حاروا البلاد باش يسكتوهم، واحد بعثوا امباساد في كونسول، واحد عطالو ليسونس تاع بار، واحد عدو ليسونس تاع لا سنتيا باش يسكتوه. دونك كيفاش اليوم باريزوم هذا المجاهد يقول لي بلي خرجت فرنسا انا ضحيت بحياتي. مي جو بونس كلكا واحد اللي قاوم فرنسا بعد الاستقلال. حبيت الاخ دحمن تقول بلي فيه بعض المجاهدين اثروا المصالح الشخصيه نتاعهم على المصلحه نتاع البلاد وحتى على هذه الثوره اللي كانوا هما يخوضوا فيها، يعني بمعنى انه كاين منهم اللي كان يقول بلي احنا خرجنا فرنسا على جال باش نعيشوا في حريه ونعيشوا في كذا وفي كذا، لما وصل هو الاستقلال اثر المصالح الخاصه نتاعو على القضيه. بيان سير واحد كي تشوفو باغ اكزومبل جو سي با يقول لك باغ اكزومبل كان بارمي لي بروميي دي ديكلونشور في برومي نوفمبر
54 بعد الاستقلال، شوف سكت على الديكتاتوريا، سكت على حقوق الانسان، ما باغ اكزومبل ما قالش باغ اكزومبل البنبله ولا الشاذلي ولا الزروال ولا بوتفليقه بلا هنا راك غلط، باسكو على بالك. نعطيك مثال، جميل بوحير الى فين ديكلاراسيون، اون سامبل ديكلاراسيون، باسكو على بلا بلا المجاهدين باغ اكزومبل الجو ان رول امبورتون كو ميم الشعب يحترمو. لا كيفاش كي وصل باغ اكزومبل عبد العزيز بوتفليقه، على بالك الشعب اللي دايم ايزو ان انفلونس دايم تاثير، كيفاش دار الى تروفي ناستوس. هذاك المجاهد يهضر نعينو في الثلث الرئاسي دون تيير بريزيدونسيال في السينا، اكسك تو ترو باغ اكزومبل واحد باغ اكزومبل نقول ياسف سعدي إلى تسكي لا في بوندو لا ريفوليسيون، يروح يروح عينو في مجلس الأمة. المشكل ديالو شاك مجاهد ينتقد بوتفليقة يبعث له ياسف سعدي باش يهجم عليه. دونك سا سي اون سورت دو ريكيبيراسيون، واحد ما يقوليش باسكو المجاهدين. وحتى باغ اكزومبل الانتهازيين كيشوف باغ اكزومبل حمد يحيى لو ولا عمر سعيد، هادو اللي يمثلوا الوجهه السياسيه في الجزائر. كاين مثال شفته في فيسبوك، قالوا بلي باش الانسان يفهم، باسكو واحد كيتكلم على المبادئ، شفت واحد الفيسبوك قال بلي مصطفى بن بلعيد dans les préparations de la révolution algérienne باع لي بوس ديالو الحافلات باش يسري السلاح، ويحيى باع البلاد باش يسري الحافلات. الو نعم، راني نسمع فيك، راني نسمع فيك الاخ رحمان، تفضل. دونك قلت لك بلي بن بلعيد باع الحافلات باش يدعم الثوره، هذا الانسان باع البلاد باش يشري الحافلات. نعم، دونك الشعب الجزائري هنا كد يشوف بلي يبال باسكو الانسان اللي يجري وراء الماده سي البلون بسيكولوجيك سي لوردي، سي الانسان اللي ما عندوش ضمان للمستقبل، هذاك الخوف. دونك كيفاش يكسبو يحوس على الماده باش يضمن، باسكو في الجزائر اون بير دو جوا دو فيف. هذه المقوله هذه درك يعني تقول باللي الانسان كاين اللي هو يؤثر المصالح العامة، المصلحة الخاصة نتاعو يتنازل عليها من أجل المصلحة العامة، بينما العكس كاين اللي هو يبيع البلاد من أجل المصلحة الخاصة نتاعو. بيان سور. نعم. لا نعطيك باغ اكزومبل، نعطيك اكزومبل، هذا الإنسان اللي شاكيب خالي، نقول باغ اكزومبل شاكيب خالي، أون 2005 كي دار أو في 2001 كي جا حب يدير حب يل فو بريفاتيزي لي زيدروكاربور في الصحراء، يبيعو للشركات الاجنبيه. دونك بعد دونك دابور الى عاش كاع حياته في امريكا، وواحد كيتكلم على المبدا هذا البترول باسكو بوتفليقه ستان بومدياليست، رغم انا لا اتفق في بعض الاشياء مع بومدين، لكن واش قال بومدين باغ اكزومبل؟ قال البترول الجزائر اللي ميلونجي بار سون دي مارتير. فهمتني الاخ دحمان؟ المهم على جال باش ما نخرجوش من الموضوع، بوتفليقه ما عنده حتى علاقه بومدين. لا قلت لك الانسان بار اكزومبل اليوم لا علاه تروح تبيع بار اكزومبل الصحه الامريكان باسكو وهذه المصالح نو. نعم، تروح باغ اكزومبل الصحراء، قلت لك باسكو الجزائر، واحد كيقول الصحراء، نقول بلي الجزائر الثوره الجزائريه خلصت في 59، في 59 اون في 3 زون دو كير دو بلوس بور اراشي الصحراء، دونك 3 سنين من 59 حتى 62 كاع المجاهدين اللي ماتوا على الصحراء، دونك اليوم تمدها على طبق بور دي ريزون سوني با باسكو سي بور دي زانتيري بيرسونيل. دونك قلت لك الانتهاز اليوم، دونك الشعب الجزائري مغيب باش باسكو اليوم ما ندوش نقولوا بلي هناك انتهاز. والسؤال الاخ بحمان، لماذا؟ علاش الناس تفضل المصالح الخاصه على المبدا؟ لماذا؟ بس انا قلت لك السؤال اليوم، الشعب المواطن البسيط كيقول لك باغ اكزومبل واحد
شوفوه نعطيك مثال، كان هناك وزير، كان هناك وزير كي مرتو تكون اونسيت كي تقول 6 شهور 7 شهور يبعث دار فرنسا باش تولد. واحد قالوا علاش الوزير يبعث دار الانسان هو مرت؟ قال باسكو يا دي زاكور دي فيون، الجزائري ولد فرنسا يكون عنده اوتوماتيكمون لا ناسيوناليتي فرونسيز. قالوا باسكو ربما هذه البلاد ما رانيش نضمنها، اون با غارونتي لو طار فيسي. دونك هذا المسؤول، المسؤولين كاع ولادهم في البلدان، والاوبورتونيزم ريزون كراي اون سيك باسكو نتكلموا على الطبقيه في الجزائر، باسكو لا ريشيس طاروا في الجزائر في بين 15%. دونك الشعب واش يستنى؟ يا يدير ثوره لا يحوس على مصلحته. باسكو الانسان كي يقول لك باغ اكزومبل تقول لك انت مع النظام، يقول لك نو، مي لازم ندخل في الصف باسكو دخل بو اراشي دي زانتيري باسكو قلت لك زون بيردو لا جو. واحد تا دوك الان الاخ دحمان، دوك لما تشوف انت دوك مثلا المصالح نتاع البلاد مهدده، البلاد راها تتباع، وتلقى انسان هو راه يخمم على جال باش هو يجيب مشروع نفسه، كاين مشكله على جال باش فيما بعد حنا نبحثوا على الخلل. لماذا الانسان هو يفضل المصلحه الخاصه نتاعو على المصلحه العامه؟ علاش؟ لماذا؟ دونك سا سي برو قلت لك تكلمنا عن المواطن البسيط، المواطن باسكو رانا دون زابير يوم سي نورد، باسكو تكلمت كاع على مشروع اجتماعي، تكلمنا على السياسه. الامن العسكري باغ اكزومبل كي كان يقتل في الناس، دونك الكحل، دونك واحد كي تقتلو ترجعو رمز يكون سيمبول، واش دابا راح كيف يسمى بالعربية شراء الذمم، دونك يشرك باش تسكت. دونك اليوم كي تشوف باغ اكزومبل واحد بين الناس يكون رمز نضال، الناس تسمع بيه، الناس من الخطابات يقول، ومن بعد تلقى بلي جوست لي اونتران يستغل الخطابات لاجل المشاريع الخاصة. نعطيك باغ اكزومبل الاشتراكيين في الجزائر من قبل، باغ اكزومبل نتكلم على ويزا حنون. ويزا حنون سون ديسكور جوني لوي سي بور لي ترافايور، مي كان دار عليها اونكيت لقات بلي اللي عندها ثروه كحداد. دونك كيفاش الانسان البسيط كيكون مناضل بسيط في الحسبه هذا ما يوليش انتهازي؟ سوا يصرع ديس يحب السياسه ولا يحب ما يمش، سوا يدخل في الصف كيما هادي. دونك الخلل في هذا النظام، باسكو ميم النظام التربوي اليوم. نعم، دوك نعاود نرجع لك الاخ دحمان. نعم، شكرا الاخ دحمان. اذا نحاولوا ان نوضح هذه المساله حتى باش ربما الاخوه اللي راهم يتبعوا فينا ياخذوا فكره، يعني لماذا درك هاد الناس راهم يفضلون المصالح الخاصه على المبدا؟ يعني ببساطه لانه الانسان هذا ما عندوش مبدا، هذا ما كان انسان ما عندوش مبدا. لو كان جا عنده مبدا ما يؤثرش هو المصلحه الخاصه على المصلحه العامه. يعني ببساطه انسان انتهازي، انسان ما عندوش ضمير، انسان ما عندوش اخلاق، انسان ما عندوش مروءه، انسان لما يروح له المبدا نتاعو يولي هو ما يدير اي شيء. الانسان هذا اللي دون ضمير يقدر يعمل اي شيء، انسان لما يروح له المبدا نتاعو. المبدا واش هو؟ انسان دوك مثلا عنده اخلاق، انسان ابن عائله، انسان عنده شخصيه، لما انت تجي تعرض عليه حاجة، اذا كان هذيك الحاجة تسوى الملايير وراه رايح هو ربما في حاجة واحدة اخرى ما يحقق حتى مصلحة، ولكن ما دام هذيك الحاجة هذيك وراه يشوف باللي راها الحق يروح هو مع هذيك الحاجة هذيك. بينما الانسان هذاك اللي ما عندوش مبدأ يقدر تشريه باربعة دورو. وخلينا فيما بعد من التضليل، كان الناس اللي راهو درك هو راهو مجرم وكريمينال، ومن بعد ما يصوروه لك باللي راهو من طينة نتاع العربي بن مهيدي ولا من طينة نتاع مصطفى بن بولعيد، ولكن هو في حقيقة الأمر مجرم. هذه مسألة واحدة أخرى، هذه تحتاج البحث واحد آخر. لكن المسألة هذه اللي تتعلق بالمصالح والمبادئ،
الإنسان اللي يفضل المصالح الخاصة والمصالح الآنية على المبدأ، هذا إنسان لا مبدأ له ولا ضمير، إنسان انتهازي، إنسان دون مروءة، وإنسان ما عنده حتى شخصية. نعود نرجع لك الأخ عيسى الآن في النقطة اللي بعدها. درك الآن نتحدث على هذه المسألة نتاع أصحاب المال وأصحاب الجاه وأصحاب الحق. علاش عموم الناس يفضلون صاحب المال وصاحب الجاه واللي عنده الكتاف على الإنسان صاحب الحق إذا كان زوالي؟ هذه لحفراش تعطيه المعرفة، هذه دلو الطريق. كيعود هو يزقل ولا يا سي فلان، احنا على باك سي فلان واحد الوقت عرضناها قالك سي حرف تزقال وفلان المسقول عليه مثلا سي نور الدين. سمعت السي هذيك السي هذيك اللي يقولوها له هذيك يا سي فلان، هو هذاك هو القراب نتاعو. والناس اللي راهي تخدم في هذه ولا كيما نقولوا احنا دوكا اللي صرات عندنا تعبير شعبي الشيتا يشيتوا له كل، حتى ويقول كلام موش مقنع بصح يتبعوه. قال السيد عنده الحق وش بيه لا خطراش يعبين، وذاك كش ما يقدر ربي يقول لك كش ما صرا له مشكل يروح لسي فلان، سي فلان يحلوا المشكل، يحلوا المشكل مع القاضي في المحكمة ويحلوا المشكل في خدمة ويحلوا المشكل بالك إذا يجري على دار ثاني يجي يقدر يعاون ويجيبها له ويمشي له الدوسي تاعه. يقدر بنو ما يروحش للعسكر ثاني بتليفون رفورميو لنا فلان والله خرجوه ولا ما تقبلوش. يسمى كاينه مصالح، نرجع ونعاود ونكرروا إلى مصالح شخصية نتاع بيه ولادته نتاع ليه. على هذاك السيد هذاك اللي يكون لاباس بيه وعنده الجاه هذاك في برايم هو اللي يحل الطريق، وهذا السيستم هذا هو اللي يدخلوه في الجزائر. يسمى تمشي غير بالمعرفة، ما عندكش المعرفة غير قاري ريح كارش. يسمى في البلدية لازم تدير لاشين في ربع سوايع بصح عندك معرفة يجيبوها لك للدار بالتليفون. احنا المشكل الفرق بيننا احنا هنا والهي في الجزائر، هنا تقضي مهما كانت فقيرا تقضي مشاكلك بالتليفون. حتى وكنت فقير تشوف ربي التليفون لأي واحد في الإدارة يريبونديك ويشوف كإنسان. حنا ما كانش عيطلو سي فلان يريبونديه ويقوم له، ما هوش سي فلان ولا ما يعرفوش ولا ما كانش يقول له ما كانش ولا شوف شهر جاي وعاود عيطلنا ونشوفه نقول لك. حنا على هذيك الناس دوكا مشاهم بو واه يا عجبة يا ربي كلهم. أشوف هذي أتحدى واحد يقول لي لا، كل أغنياء الجزائر أغنياء بكل أو كل لموا ليكار البوتفليقة جبدوا له هذيك تاع 75 ألف صوت ولا تاع توقيعات تاع التوقيعات. والله العظيم غير جبدوا لموها له أكل، واني نهضر من باب تجربة كما تقولتها. قلت أعطيني الكارتة تاعك شو حدير بها أخويا كارتة راح ديروا بها توقيعات لمن علاه توقع لي باسمي. يلموا فاميلاتهم الكبيره هذيك ولا شياتهم ولا هذاك العرش جيبوا لي ليكارت تاعك مدهم له كل فلانه وقال جيبوا لي كارت ايدونتيتي. والله ما ساعات كاين اللي ما يعرفش على واه يمدها باه يلموا التوقيعات. وهذه تبدا بجماعه الباي وخلي العشاوات وخلي الخرفان وخلي الوزير الفلاني نديروا له الشوا ونجيبوا له الخروف بزوج كرونو تقول راح يدي يصور به وخلي هذوك جماعة الشيتا هذه كل عندها مصالح، لأنه غدو عنده مشكل في الوزارة يحلو. بالنسبة للمشاريع كما كان يقول الأخ دحمان، المشاريع لو كان ما تكونش داخل في كيف يسموها داخل في المنظمة تاعهم هذه، يا والله ما يخليوك.
روح جيب بروجي انت جيبه من كندا ولا من الاسبان ودخله الجزائر، لو كان ما تكونش عندك معرفه ولا راضيين عليك ولا غير يكولي في البور يقعد الثم. وهذه صارت في التسعينات ماهيش درك، دوك يخلات في التسعينات كاين ناس جابت بروجيات وراح نبت عليهم الحشيش في المطار في الايروبور في البور في الميناء نبت الحشيش على ماتريال. جابوا لنا حنا واحد الوقت ماتريال هداته الصين، هذه شهادة نتاعي انا عشتها شفتها بعيني. جابوا لنا بعثوا لهم الصين كي بدات الجزائر الاستقلال، قال لك عطاتنا دي ماشين استدير دي ماشين اندستريال صناعيه، والله نهار جابوهم لنا في التسعين جابوهم لنا اللوزين هذا نتاع سريانه، والله غير نبت فيهم الحشيش جدد نور الدين جدد جدد. وهذا جايين للدولة مو جايين بريفي. كاين الناس راهي تدمر في الاقتصاد، تدمر فيه تطميرا، يعني ماناش باغيين نطلعوا خلاص نقعدوا هك ونموتوا هك، وزيدوا كي يتحركوا يزيدوا يموتوا بالنار، زيدوا قتلوا. راهي ناس تدمر في الاستقلال لمصالح في الاقتصاد لمصالح شخصية، وهو واحد يحكم طول عمره 15 سنة هو مسؤولية كبيرة في الدولة، على فان كونت يخرج للخارج ويعيش في الخارج. علاه خدمت في هذه البلاد هذه؟ يروح للخارج قعد فيها قاعد فيه، هنا احنا كتبنا ربي انا قاعدين في الخارج، ما عندنا لا مليارات لا شريارات، المهم رانا عايشين. كي عدت انت تروح تخدم 15 سنة وزير ولا إطار، هذا احنا الوزراء برك اللي عندنا الخبر، خلي إطارات الدولة الأخرين اللي يخدموا في الرئاسة واللي يخدموا في الوزارات والمهام العليا والدبلوماسية وهذوك الناس اللي راهي ما تعرف عليهم والو. وزيد نرجع برك قبل ما نختم لهذا الموضوع هذا برك تاع قبل كنت تحكيو على الوطنية. الوطنية بقات في زوج حوايج، 1 2 3 فيف لالجيري، الرجلين بقات في الرجلين بعض اللاعبين هذه الوطنية عند الجزائريين، وبقات بعض الناس في الجيش. كاين في الجيش كاين ناس، انا نزيد نقول لك ما نهضرش على القيادات العليا ما على باليش هذوك، المهم التوجهات ما يبين هذوك اكثريتهم. بصح الناس اللي تحت نقولوا من كابيتان وحدار ولا من بلا ما نعمم الناس كل ما زالت فيهم بعض الوطنيه، وباسم الوطنيه وباسم الوطن ها ما زالوا في العسكر، والله اعلم. وتفضل اخر ودي. نعم شكرا الأخ عيسى. تفضل الأخ نوري نفس السؤال. نعم، هو فيما يخص السؤال الآن، لماذا أصبح الناس يفضلون المال والجاه على أصحاب الحق؟ أولا هناك عندنا كلمة هنا اللي هي الحق، شكون هم هذا أصحاب الحق وما هو الحق؟ فالحق هو عند البعض هو من القيم الإنسانية العليا، حتى نكون يعني باش نوضح التحليل ونضبط الأمور جيدا. والحق هو ضد الباطل، وجمع الحق هي الحقوق. إذن هناك تعريف لمفكر ألماني يقول أن الحق هو مصلحة يحميها القانون، أي بشكل آخر يعني يمثل أن الحق هو المصالح، كل المصالح العامة الموجودة في المجتمع التي يحميها القانون، قد تكون مصالح مادية أو قد تكون مصالح معنوية. والحماية القانونية التي تحمي هذه المصالح العامة تعتبر ضرورية وركن مهم لحماية هذه المصالح، والتي تتمثل في الدعوة القضائية التي يدافع بها صاحب الحق عن حقه. يعني أنا جبت هذا المفهوم لهذا المفكر حتى أربط التحليل بما يعني سوف نقوله، أن إذا اعتبرنا أو إذا انطلقنا بهذا المفهوم وبنينا عليه، نجد أن من خلال هذا التصور يتضح لنا أن المصالح العامة خاصة لا تستطيع أن تتجسد وتتحقق إلا تحت إطار الحماية القانونية، أي بمعنى آخر إلا إذا كان هناك
جهاز قضائي متكامل ومنسق يقوم بوظائفه الحقيقية بمعنى الكلمة، حيث أنه يثبت صاحب كل حق على حقه ويقف بجنبه. هذا هو يعني كيفاش المصالح تولي تسير في نطاقها الصحيح. الآن في حالة إذا ما غابت الحماية القانونية بطبيعة الحال، هذا هو الأمر المهم، ماذا يحدث؟ تفتح الأبواب لكل التصرفات البلطجية أو التصرفات التحايلية أو البيروقراطية أو ما شبه ذلك، وتهضم الحقوق أمام مرأة العيون. أنا كل الجميع يشوف فيها ويشوف، واحد ما يقدر يهضر، وبتواطؤ من الأطر المعينة وبسكوت تام من طرف أعضاء وممثلي الحماية القانونية. وإذا بهذا الشكل واش غادي يحدث؟ يعني ما كانش هناك حماية قانونية للمصالح العامة، واش غادي يحدث؟ وتنتج البلطجية والبيروقراطية والتحايلات والرشوة المحسوبية والقرابة، واش غادي يشكل؟ غادي تنشأ منظومة جديدة يولي يسير عليها الناس، هي التي تحل محل الحماية القانونية الغايبة، هي اللي تدي لها بلاصتها واللي هي تولي تنشط في المكان تاعها، وتسعى هي هذه المنظومة الجديدة القائمة بهذه الصفة هي اللي راح تسعى لتوزيع الثروات وأعطاء الحقوق لأصحابها. ولكن كيف ذلك؟ واش راح توزعها وتعطي الحقوق والمصالح بالشكل اللي تعطيه الحماية القانونية؟ من المستحيل. إنها منظومة بلا شيك يتميز أعضاؤها بحبهم للمال والجاه، يجروا وراء الدراهم الرشوة والجاه والحوس ويوصلوا ويديروا، لكن كيف يحققون ذلك؟ وتصبح هذه الأعضاء هي نفسها هي التي تقسم الثروات وتفعل بالحقوق كما تشاء. منهم طبعا يعني قد نجد أن منهم من هذه الأعضاء نفسها، منهم من يقصى، ومنهم من يفرض عليه التملق، ومنهم من قد بعض المواطنين يفرض عليه أن يستعين بالقرابة والمحسوبية من أجل الحصول على حق من حقوقه، ومنهم كذلك من يصل بها الأمر إلى دفع الرشوة. فهذه الصيغة، هذه الحالة المذكورة الآن يصبح يرى فيها الكثير من الناس على أن الحياة تسير بشكل عادي، يعني تقلب الموازين، يقولوا شو الأمور صايم باش نحققوا هذه المصالح، لازم نشوف هذا الشكل وانتهى الأمر، صايم وانتهى الأمر. ولكن ما ننساش باللي كان هناك أمور، مبادئ، قيم، أخلاق راح تنهار في المقابل. بل أصبح من الضروري على كل فرد أن يسير هذه الأساليب المتبعة والشائعة للحصول على حق من حقوقه. ولو كان يمشيش على هذه الطريقة بقي لسنين طويلة في قاعة الانتظار. إذن بهذا الشكل زرعت نزعة جديدة في نفسية المواطن، تصور له بأن الحياة تسير على هذا المنهاج الذي يرى الناس فيه كثير، كما قال عبد الرحمن الكواكبي، أصبح طالب الحق فاجر وتارك حقه مطيع، والمشتكي مفسد، والنبيه ملحد، والنفاق سياسة، والتحايل كياسة. يرى الناس في مثل هذه الأوضاع أن ظروف الحياة الاجتماعية تأزمت فيها المشاكل إلى درجة أنه يتطلب على كل فرد البحث عن وساطة أو قرابة أو صاحب مال أو صاحب جاه أو ما شبه ذلك لقضاء حوائجه الضرورية. ولكن في أغلبية الأحيان نجد أن هؤلاء الناس المستعان بهم، هذو أصحاب الجاه وأصحاب يعني المال، وهذو الناس اللي يستعانوا بهم باش يقضوا الحوائج نتاعهم، هم في الأصل شكون هم هذو الناس؟ هم ناس ما يبغوش الحق، يخافوا من الحق، لأنهم ناس قائمين على الضلال، على الاستبداد. وبالتالي هاد الناس هادو اللي هم أصحاب الجاه وأصحاب المال اللي قائمين على هذه المنظومة الجديدة، هم لم يتخذوا أصحاب الحق إماما ولا
ولا مرشدا، وإنما هم سائرون في سكة معاكسة تتناقض مع أفكار وتصورات أصحاب الحق. وهنا يحدث الانشقاق. هذا الانشقاق الذي يحدث الآن بينما في أصحاب المال والجاه اللي هم في أغلبيتهم هم الذي يهيمنون على الميادين في كل الميادين، وهم يوهمون المواطن، أي لا يعطونه، يوهمونه فقط على أنهم يفعلون فيه خير. يعني يقول له إذا بغيت نعطيك الحق نتاعك لازم تتملق لي ولازم تشوف المعرفة اللي وصل لي ولازم باش يعطي حقه، ويقول له رانا نزيد ندير فيك خير. إذا هذه الاستعباد، هذه الدرجة من الاستعباد اللي وصل لهذا الصنف من المواطنين يسمى يعني قمة الانحطاط الإنساني. بالتالي لولا هم يعني كلهم يعني لولا يشوفوا الناس، هذو الناس يشوفوا لو كان ما كانش هاد الناس هذو أصحاب الجاه والمال ما تحصلوا على تلك الحقوق اللي راه مثلا واحد عطاوه دار، واحد عطاوه منصب، واحد عطاوه سكنه، واحد عطاوه مش عارف، كل واحد على حسب الطلب اللي يطلبوه. وبالتالي هؤلاء المواطنين اللي عطاوهم الحقوق نتاعهم بالتملق وبالاستعباد وما شابه ذلك هم نفسهم يصبحون يتباهون بتلك الجماعه اللي عطاهم الحقوق نتاعهم، يقول لك فلان وفلان وفلان، هو نساب اللي هذاك حقه المفروض يعطيه له. اذا هنا نشوفوا ان المواطن لا يعلم ان تلك الحقوق هي حق من حقوق عليه، لازم انه تقدم له ولازم ان ياخذها، يعني لولا تماطؤ الحمايه القانونيه وتخليها عنه. يعني الحمايه القانونيه لهملك المواطن ما عطاتوش قيمه، سمحت فيه وما تاخذش بجانبه، هي اللي خلت المواطن يسعى بطرق اخرى للاستعباد والتعبد لهذه الناس اصحاب المال اصحاب الجاه. فعندما يرى المواطن في المقابل الان، عندما يشوف هذا المواطن في المقابل اصحاب الحق، واش يشوف؟ يقول لك يشوف شغل غرباء، يشوفهم شغل الناس يتكلمون في امور بعيده المنال. ان لم يقل لك اودي هذاك الشيء راه مستحيل الشيء اللي راه يتكلم عليه. لماذا؟ لانه هو راه يشوف باللي هذا اصحاب المال او اصحاب الجاه راه يقول له باللي يعني هذاك الشيء اللي راه يقول لك اصحاب الحق هذاك باش توصل له شيء كبير لازم لك سنين، اروح انا ليا نعطيه لك في ظرف قصير وراك معايا ونعطيك واش تحب. هو فقط راه يطمعه فقط، يعني يقدر أربعة من الناس 500,000 يعطيهم فعلا حتى أنه يبرهن على الواقع باللي راه يمد ويجبد الناس ليه، ولكن الأغلبية يطمع يديهم ويضيعوا ويقولوا لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. لو أنهم مثلا مشوا مع أصحاب الحق من الأول ووقفوا معهم وما تخلوش عن المبادئ نتاعهم لأنهم فازوا بالحقوق نتاعهم كما هي وكما كانت. فهذا ما لدي أن أقول في نعم. رمضان، وأترك الإخوة الكرام يعني. نعم، شكرا الأخ نوري. تفضل الأخ دحمان نفس السؤال. لماذا لا أصبح الناس يفضل أصحاب المال؟ نعم. لا دونك لا دونك المشكلة لا سنوردي باسك في المجتمع. المجتمع الناس ما تديرش فرق بين الحقوق والامتيازات، بس كاين ديفيرونس انت لي دروا لي زافونتاج. نعم، اليوم بار اكزومبل تحب سكن، تحب عمل، تعليم، هذه من الحقوق. لكن النظام لا باسكو نتكلم على اصحاب المال، على بالك بلي لا سفير او الطبقه البرجوازيه منذ القدم تحب لي بروليتير ولا كيفاش يسموهم الطبقه الكادحه، باش ما عندهم وسيله استراتيجيه باش فون ريستي توجور دي اسكلاف. كيفاش كي واحد يهدر ولا يكون عنده لافليونس في الطبقه في هنا يشروه الفون تو فير بور لي ريكوبيري. Donc c'est une stratégie pour garder toujours leur influence. Quelqu'un par exemple, par exemple, nous voulons finir à Madagascar, qui chauffe par exemple, واحد يهدد الوجود تاعهم، واحد يكون عنده تأثير، يكون خطاب له تأثير، كيفاش يديروا؟ يا يكسروا من داخل، ils vont récupérer les gens ولا يشروا.
دونك الطبقه البرجوازيه سي دوبي طون من يوم الانتهازيه المتفشيه اليوم في ربما في بعض الجزائريين قلت لك ايزون بيردو ليسبوار باسكو واحد يقول نروح باسكو انا بيردو روح المقاومه ولا روح التضحيه على نورمالمون سا كي كنا باريزوم في المدرسة تعبنا كي نقراو على الشهداء ونقراو على المجاهدين ونقراو على وناس سيت ريفولت مي افيك دو طون كي تشوف بلي الناس وصلوا لدرجات ليس بارابور لو كومبيتونس ليس على حسب الكفاءة لكن على حسب النيبوتيزم كيف المحاباة دونك كيفاش الشعب الجزائري دونك لازم يدير سوا باسكو اليوم الجزائر ميم في 54 كي خرجوا لفرنسا سو لي با تو لي زانجيريان كي سون بور مي طب صحاب الجاه عندهم دي موايان بور ريكوبيري تو لو موند عندهم دي والمجتمع والطبقه هذا يقول لك الناس البساطه ما توحدوش على كلمه واحده باسكو اليوم يقول ستو فاتاليتي يقول لك راه لي بورجوا ولا لي بريزيدون ولا لي مير ستو فاتاليتي حتميه دونك ما نقدرش نغير ما نقدرش نغير دونك تو سا الى كونتريبيي ا لوبورتونيزم سيت الانتهازيه واليوم على بالك حتى في اليوم يشوفوهم كي تشوف واحد باغ اكزومبل رئيس سياسي ولا رئيس جمعيه يقول لك انا شيت وافتخر سي سا البروبليم دونك اليوم هذه القيم قلت لك كي نهضروها دونك هضروا على الوطنيه واحد ما سمع بهم باسكو زون ساف كو سي دي ديسكور كي تشوف باغ اكزومبل واحد يقول لك راني شيت وافتخر وكان في يوم من الايام رئيس منظمه ابناء الشهداء دونك سا بوز دي كيستيون كل هذه العوامل تؤثر في المجتمع وكل واحد ابري كومون دي كل واحد يعوم بحرو باسكو اليوم يقول لك بلي الجزائر هذه ماشي ليا وحدي على الناس ولادكم راهم في فرنسا اليوم باغ اكزومبل تقول جو سي با يا دي شوز نقول لك اعطيك مثال في الاقتصاد ربما الاخوان اللي كانوا يعيشوا في اوروبا يعرفوا الصينيين الصينيه سنوردي كي يروح باريس يشري كاش حاجه ولا ما يروحش يشريها اللي عندك الجزائري ولا كفرنسي ولا كاسبان يروح لعند خور باش يعاون الاقتصاد الوطني وين جات هذه دونك جات هذه في النظام التربوي الصيني بيسكي عندهم مليار اذا ما لي زون با دي لا برودكسيون ناسيونال لا الفون با افونسي اليوم الناس في الجزائر كل واحد يحب المصلحه ديالو على بالك بلي الانسان كي يشوف يكسر تروح انت تجمع الشروع تدير منتوج وطني ان برودوي ناسيونال تخدم اليد العامله الجزائريه الفون تو كاسي باسكو كاين واحد الاخر ابن جينيرال يروح يشريها من الخارج ان بور ان بور دونك والناس اليوم باغ اكزومبل الناس يلو با تو بروتيجي اليوم تقول باغ اكزومبل الشعب الجزائري عندنا مشكل يكون واحد يعوم بحرو اليوم نشوف الانسان لقيت الافير ديالو من 1979 بعد موت بومبيان وهو عنده انديس دي حركي في النظام الجزائري دونك يا با موبيليزاسيون افيك لوي دونك سيني با كو اصحاب المال دونك اليوم الناس كل واحد كيهضر وحده واحد يتكلم باغ اكزومبل بور لي تغيير يلقى وحده يلقى روحه وحده واحد يتكلم على الفساد يقول لك واش رانايا دونك لي سارقو كاع حتى رئيس عبد العزيز بوتفليقه ربما دونك جو مي سوفيان بيان يقول رانا دينا كاع دونك لي كوندوني با لا كول دي كونت Elle est partout, elle est le militaire président. Peut-être même M. Chekib Khalil sera le président. Donc, le Qiyam, ce n'est pas une mobilisation, ce n'est pas une conscience, parce que toujours, on dit que le Wa'i,
سيني با هذا البرجوازي اللي عنده ثروه اللي ما يدفعش الضرائب اللي يدير عقود بلا كيما شنو لا ميزون شير لي سون سي تو سا دونك الشعب الجزائري ايضا دونك كيما مرف كيما الى بيسي لي بار كيما نقول بالفرنسيه والشباب اليوم يشوف يقول لك راني دونك انا بابا فلاح ما قدرش نكمل هكذا دونك لازم ندير السيره يدخل في الصف ويقول ليسونسيال انت كي تقول كل حاجه كي تقول سي با باسكو فوزافي ريزون كيما قلت اصحاب الحق مي بارابور لي زيرو كوم لي شيف كو فوزافي دون لا بونك دونك سي تو سا كي جوي ان رول بوتيتابون كلمه عليها على الخلل في المجتمع. نعم شكرا الأخ دحمان. إذن الإخوة والأخوات نحن على المباشر، الموضوع تاعنا دائما هو حول المصالح في الجزائر والتغيير. نحن الآن نناقش دائما هذه النقطة المتعلقة بالمصالح وتحديدا في المصالح هذه يعني الآنية للمرات الإنسان هو أنه يؤثرها على المصالح الخاصة. مرات تلقى إنسان يؤثر هذه المصلحة الآنية على الحق، يعني هو راه على باله باللي مثلا فلان راه على الحق، ولكن هو مادام راه عنده مصلحة هو راه راح يؤثر هذه المصلحة نتاعو ولا المصلحة نتاع الحزب نتاعو ولا المصلحة نتاع العائلة نتاعو، المهم يؤثر هذيك المصلحة اللي راه رايح هو يحقق هذيك المنفعة اللي راه رايح يحققها على هذاك صاحب الحق، اللي حتى إذا كان راه مظلوم، حتى إذا كان راه رايح يسجن، حتى إذا كان راه رايح يعدم، هو يسكت ما يتكلمش لأنه راه رايح يحقق مصلحة، راه رايح يحقق منفعة مع الطرف هذاك اللي راه هو معاه، وفيما بعد راه رايح تضيع المصالح نتاع الناس. بينما الإنسان اللي راه عنده مبدأ هو لا صاحب المبدأ هذاك لو كان راسه يتقطع هو يبقى مع المبدأ هذاك ويبقى مع صاحب الحق، حتى إذا كان راه عنده مضرة، قال مثلا مع باباه مع أخوه مع ابن عمه مع ابن المنطقة نتاعه مع جده مع مانيش عارف كذا، هو راه رايح يمشي مع الحق، وهذا هو صاحب المبدأ. صاحب المبدأ هو لا تؤثر فيه العائلة، لا تؤثر فيه المنافع، لا تؤثر فيه الماديات، لا تؤثر فيه المصالح، هو عنده مبدأ يمشي معاه، يمشي مع الحق، وين ما شاف الحق يروح معاه. إذا كان الحق مع صاحب الفقير الزوالي يمشي معاه، إذا كان الحق مع الغني يمشي معاه، لكن فيه ناس هو يمشي مع صاحب الجاه وصاحب السلطان ليس لأنه راهو على الحق. مرات تلقى صاحب السلطان راهو يكون على الحق، مش عيب هذا، هو انه لما الانسان يكون راهو رئيس والله يكون وزير هذا مش عيب، ولكن يكون على الحق. لكن اذا كان هذا الوزير والله صاحب الجاه والسلطان هو راهو على باطل، بينما الفقير الزوالي راهو هو الحق، هو يمشي مع ذاك صاحب الجاه لانه راهو على الضلال، وراه يحقق معاه هو منفعة إما لشخصه ولا للعائلة نتاعو ولا للحزب نتاعو ولا للقناة نتاعو ولا للصحيفة نتاعو. كاينين الناس تلقاه صاحب صحيفة تتصل به مثلا في موضوع معين، مقال ولا قال مثلا كتاب ولا كذا، مادام هو راهو المصلحة نتاعو راها راح تتمس وعلى باله بك باللي راهو راك على الحق، لا وما يمشيش معاك مادام هو راح تجيب هذيك المصلحة تجيب له مضرة، راه رايح هو يحقق على مصلحة، يحقق على صفحة نتاع إشهار، هو يمشي مع هذاك النظام الظالم الطاغي الجائر المتجبر. وبينما راه واحد عنده حق ما يمشيش معاه، وهذه تتعلق بالمبدأ أيضا، صاحب المبدأ هو يمشي مع الحق، ومنين ما دار الحق يدور معاه. لو كان يكون الحق مع الكافر يمشي معاه، مع اليهودي يمشي معاه، مع المسيحي يمشي معاه، مع الملحد يمشي معاه، مع الشيوعي يمشي معاه،
ما يهموش هو صاحب الحق هذاك واش يكون الخلفية نتاعو واش تكون، هو يمشي مع الحق، عنده مبدأ يمشي به، بينما صاحب المصلحة ما عندوش هذاك المبدأ، ما عندوش الضمير اللي يحاسبه واللي يراقبه، ما عندوش هذاك الضمير اللي أنبه، هو تطغى عليه المنفعة الذاتية، تطغى عليه الأنا، تطغى عليه الانتهازية، ويصير هو يمشي في هذيك الطريقة هذيك. وحتى إذا ضعت المصالح نتاع الناس ما يهموش، مادام راه رايح هو يحقق مصلحة خاصة ما يهموش. لذلك راك بتشوفوا مثلا الناس تلقى واحد راه يمشي مع واحد يتبع فيه دون أنه نسميه الأسماء، ماهوش يمشي معاه لأنه راه عنده حق ولا عنده مشروع ولا عنده كذا، يمشي معاه لأنه راه رايح يحقق من خلاله مصلحة. هذه هي، هذا باختصار. الآن نمشيو للنقطة اللي بعدها. الأخ عيسى وكل الإخوة اللي راكم معنا في هذه الغرفة، الواش يعود هذا التغليب هذا نتاع المصالح الخاصة، يعني على جل باش نحدو الخلل وين راه؟ ولدي أنا كي نروح ونولي ونشوف باللي المواطن عنده جزء كبير من المسؤولية، المواطن عادية وبطبيعة الحال السيستام وقبيل واحد منكم قال تلمون الناس توالف بهذا النمط المعيشي، تدخل في نظام هذا، تدخل في هذا السيستام هذا نتاع كل واحد وعيش هواه ودور بالرسول، وكما قلت قبيل ما مهموش الوسيلة، الهمو الهدف انه يدير دراهم. يعني هذا يروح للخلل في المواطن. بعد المواطن اللي ما يحبش ينفض الغبار على روحه هو بالذات، ولا يخدم حي ولا يخدم هذيك دار وين راه يسكن ولا مع جيرانه، ما تستناش منه حاجه اخرى باه يديرها، ما كانش اسم المواطن عاد كسول. بعد كذا انا برك جاوبوني، برك بالك انا غلط، بالك انا مت اسكو من انا يظهر لي من الثمانينات ما تغرس الشجره في الجزائر. كنا بكري يديروا لنا حمله التطوع تاع نروحوا نغرسوا الشجر، تشفي عليها نور الدين. نعم اسكو صرات اسيدي، ما نروحوش من 92 اليوم اسكو داروها. لا لا يعملوا ما كاين عمل وكاين فساد. ما كانتش على نطاق بكري راهي. تقصد التطوع؟ التطوع للتسجير. تطوع حاجة أخرى. إي بصح التطوع هذاك التطوع فيه سيمة أنك تبين باللي راك وطني، باللي راك راح تخدم البلاد، أنت كي تغرس شجرة من عند ربي رابحها. يا أخي بكري يقولوا ناس بكري قالك ربي يخلف على الشجرة وما يخلفش على قصاصها. اسمع، واحد كي يغرس الشجرة هذيك تعطينا أول شيء منفعة لينا لا كوطن، ثاني شيء تعطينا هذيك روح التضامن، نروحوا مع بعضنا ونغرسوا شجرة كما كانت تويزة بكري. هذه قتلت في الجزائر، وحتى إذا راهم يديروا فيها ماهيش على مستوى وطني شاسع. السد الأخضر من اللي رعبوا مدير مازال ضروري السد الأخضر، وهذا شاركوا فيه جماعة الخدمة الوطنية، مع أني أنا شخصيا إذا نقولوا عندنا جيش عصري وجيش متقدم وجيش بروفيسيونال كما يقولوا مهني، ما بقاتش الخدمة الوطنية تعيش. الخدمة الوطنية إذا بغي ديرها دير على 45 يوم 3 شهور تدرب الناس على السلاح وتربح وقص، تبقاش تحرث أنت على مصلحة الجيش في الخدمة الوطنية أنك توكلوا وتشربوا وتعذبوا وتدربوا وتعذبوا بعد والكف باطل وتهينوا وتقول له يقدم في الواجب الوطني، ويزيد يحطوا عساس على القيادات العليا وهما الاولين اللي يموتوا. انا هذا في نطاق المصلحه. بصح كان شارك هذاك الوقت الخدمه الوطنيه شاركت في جانب واسع في حمد السد الاخضر. وين هو شكون اللي راه يهضر على السد الاخضر؟ تنسى الاراضي الزراعيه قام يبنيوا عليها. هذاك شي مكان واحد يخمم في مصلحه البلاد ويخمم في مصلحتها الوطنيه لينا كل، انه ما يحطمش هذيك الاراضي الزراعيه حنا دوكم يبنيو فيها. انا شت بالتنا خلعت هذه الخطره هذه في سبتمبر كي راحت، بالتنا خلاص ما بقاتش فيها قطعه تبنى،
وصلوا للجبال وكل، مع أنها كانت أراضي شاسعة وزراعية فيها تبنيت وكل، ما بقاش وين تحط، ما تلقاش أرض زراعية. هذه نهضرك على الولاية باتنا، وخلي المناطق الأخرين المتيجة، وخلي 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 كسما عندنا ما خموش. هذيك الخطرة قلت مازالت لنا الزراعة والسياحة. الزراعة صح مازالت كاينة في الجزائر، بصح لازم نحافظوا على الأراضي الزراعية. ناس تبني برك، تبني طلع لنا في البوطون برك، في ابني برك ابني برك ابني برك، سكنوا برك. دوك مشكل الناس، مشكلهم كيفاه يسكن وكيفاه يجيب الدراهم باه يعيش الخدمة. يدرك هذه هي في هذه النقطة هذه الأخ عيسى، هو أنك مرات مثلا تلقى إنسان عنده مثلا هكتارات نتاع التراب، هذيك الهكتارات نتاع التراب هي راها تدخل مثلا في النعمة، دخل في النعمة، دخل في أشياء هكذا متعلقة بالزراعة والفلاحة. يجيه واحد يسومه، يجيه واحد يسومه يعطي له مثلا مبلغ، هذاك الشخص هذاك هو راه رايح يبني قال مثلا باطيمات ثم، ولا راه رايح يدير مركز تجاري، يعطيه مبلغ مالي، هذاك الشخص هو يؤثر المصلحة الخاصة نتاعو، ياخذ هو هذاك المبلغ، قال مثلا يعطي له ما على باليش انا 40 مليار 50 مليار، يبيع حمله ويأثر هو المصلحة الخاصة نتاعو على المصلحة العامة اللي راها رايحة. هي قال مثلا هذيك المنطقة راه الناس تاكل منها، قال مثلا جيب القمح ولا جيب الدلاع ولا بطاطا ولا مهمش، المهم راه تجيب هي منفعة للمصلحة العامة. هو يؤثر المصلحة نتاعو الخاصة، هو يبيعها وراه رايح هو يدير بالمليارات هذيك مليارات واحدة أخرى. هي نوربين على بالك، احنا على بالك واحد المشكل في الجزائر، على بالك كما تقول المصلحة الخاصة هذه، على بالك عاد الناس ميم اللي عندهم الأراضي، اللي عنده الأراضي على بالك الأرض واش ما عندها انتماء باللي راك هذه الأرض هذه تدافع عليها. هذه الارض هذه خلوها لك جدودك، وعلاه جدودنا ما باعوهاش ولا نبيعها؟ علاه جدي انا حافظ عليها وقاتل عليها ومات عليها وما باعش منها ميطرة، نجي انا الغدوه نبيعها؟ هذا لانه عدم الانتماء راح من الناس. عاد الله يسهل، با يعطيني دراهم، انا دراهم نعيش. الارض هذه بعد ما بالوش باللي هي انتماء بعد ليه هو بعد. واللي يشريها راح نقول كلمة كولون، بصح الكولون بكري. أنا يحكيها لي واحد المجاهد ظهر ومات ربي يرحمه، كاينة واحد الدائرة في بيتنا اسمها دائرة الشمرة. من دائرة الشمرة لدائرة قيس هذه كلها أراضي، وكانت تدير الشعير خيط لورج. الشعير هذا كانوا يديوه لفرنسا من الجزائر بالقناطر المقنطرة، ويديروا به وش اسمه، يديروا به البيرة حشاكم. ذركا ما كان والو، الانتاج ما كانش، علاه الكولون كان يدير الشعير وذركا في وقت الاستقلال ما كانش هذا الشعير ولا القمح؟ علاه؟ يا هل ترى المواطن الفلاح هو اللي عاد ما يخدمش، ولادته عادوا ما يخدموش؟ يا هل ترى كاين مخطط لضرب هذا الناس واحد ما يخدم؟ كاين ما كانش تخطيط ثاني؟ هذا كي نرجعوا للنظام، مسؤوليه النظام ومسؤوليه المسؤولين. كيجي واحد خدام ويدير مخطط زراعي، حتى الثورة الزراعية أنا في بالي لو كان لقات رجال هذاك الوقت كانت تنجح، بصح فشلوها، لأنه هذاك الآخر كان يدير الفلاحين يتجمعوا مع بعضهم ويخدموا وما يحتاجوش، كانت عندهم تقريبا شهرية، بصح هذاك الوقت الناس عولت على الشهرية ونسات الإنتاج. كان بكري واحد الشعار يقولوا الإنتاج والإنتاجية، وباش نخدم في الخلل. شوف لا يا ربي خوش نقول، الجزائريين لازم يخدموا، لازم تخدم البلاد سيتو، تخدم بلادك الوطنية، ماشي في 1 2 3 ولا شعارات، انك تخدم البلاد. تعاليك هضره 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 هذيك 1 2 3 في فلانجيري، وخرج هز الدرابوات وهذيك كلها نتاع ناس كسلاء، قولها قد قد اخدم بين الخدمه نتاعك، خدمة الخدمة الخدمة، سينو خدم البلاد تعطيك، ما تخدمش البلاد ما تعطيك والو سيتو. والمحافظة عليها، نحافظ على البلاد
وما نخدمهاش تما كي شغل ما درت والو، دار نهضروا نحافظوا على البلاد وحنا ما نخدموا والو، ما ننتجوا والو، ما نديروا والو غير الهضره. في الجزائر ما كانش عندنا دوله مستهلكه 100%، ما كانش انتاج وطني، ما شفتوش انا، ما كانش. وحتى ويكون انتاج وطني المواد الخام تجيك من الخارج، سما ما درت والو. لا بياس دو شونج تجيك من الخارج، سما ما كان والو. وزيد ما عندناش، ما نعرفوش احنا، ما زلنا ما نعرفوش وش هي ميزانيه الجيش، ميزانيه اي وزاره، ما نعرفوهمش. كاين حوايج ما نعرفوهمش. وزاره الخارجيه ما على بالناش كيف راهي تصرف، وزاره الدفاع ما بالناش، مع انه الناس كل على بالها، الخارج البر على باله باللي الجيش تاعنا واش عنده القدرات تاعو، حنا ما عندناش. حتى نستناو، كنا بكري نستناو احتفالات 5 جويليا او اول نوفمبر، لا سورتو 5 جويليا، نشوفوا سلاحنا هذاك اللي نفخوا به، بصح دوك عندنا ما نشوفوا والو، الله اعلم. هو يقول لك شرينا وشرينا وشرينا، بصح ما شفنا والو. دوك حنا ما عندناش شفافيه لا في الارقام، ولا المدخول تاعنا، ولا المخرج تاعنا. بصح الشيء اللي نشوفوه في الارض ان عندنا كنا مستهلكين، اللي جينا ناكلو ونشربو ورقد، وغدو يد النهار بيطريق، ما على بالوش باللي غدو ولاتو ما يلقاو والو. واذا بقينا نبنيو في الاراضي الزراعيه راحت، بقات الزراعه. منا على 10 سنين، انا حكى لي واحد مسؤول اسمه، قال لي منا على 10 سنين ما عادش عندنا البراجات ينشفوا، تبقى اذا بقات هاد يبقاو عندنا غير شويه مياه جوفيه، والمياه الجوفيه نقص بكثير. هذا المياه اللي شويه كش ما يعاوننا ربي يا صاحبي، نضامنوا ويتحدوا ويخدموا البلاد. حتى اللي يجي غير حتى مبارك ليا ليا، حتى هاي تبقى لك بعدك ديها معك. هذا ما عندي الاخ نوردي. نعم، شكرا الاخ عيسى. تفضل الاخ نوري على جل باش نحدوا الخلل وين راه. نعم شكرا. هو فيما يخص سؤالي الان، الى ماذا يعود تغليب المصالح الخاصه على المصالح العامه؟ هذا حسب رايي والله اعلم يدخل في نظام او تحت نطاق تعارض المصالح او تضارب المصالح. هذا بمعنى ان هذه الحاله التي تسمى بتعارض المصالح تحدث عندما يتأثر فيها الموظف أثناء أدائه لوظيفته بمصلحته الشخصية أو بمصلحة تهمه. يعني قد تكون يعني مصلحة مادية أو معنوية، أو كذلك تهم أحد أقاربه أو أصدقائه أو أصحاب الرأي السياسي الذي ينتمي إليه أو ما شابه ذلك. إذن هذا الأمر المسيطر، هذه الحالة، هي في الواقع لها عوامل كيف تحدث. بطبيعة الحال العامل الأول هو المصلحة الشخصية المباشرة، يعني الموظف اللي راه هو يعمل في الوظيفة في ذلك المكان، هو يعني الذي يعتبر الذي يعني عنده مصالح خاصة به. هو مثلا نجيبه مثال، إنسان اللي يكون يشتغل في إدارة من الإدارات نتاع المؤسسات العمومية، فلما الدولة لما تنشر مثلا أمور يعني للشعب الوطني حتى أنه يستغلها في يعني أمور مثل ما تشوفوا رونساج واستغلال الأراضي الفلاحية أو أمور كثيرة، فتجد الموظف في تلك المؤسسة هو الذي يريد أن يعني يسيطر أو يستفيد بالدرجة الأولى من هذا من هذا من هذا الأمر. وبالتالي هنا تدخل المصلحة الشخصية مباشرة. ثانيا تدخل كذلك المحاباة التي تنتج عن طريق القرابة أو الصداقة أو الأصل أو العرق أو الدين أو الرأي السياسي أو ما شابه ذلك. فتجد مثلا كذلك يعني يفرز الناس ويعطي يعني هذه الصفقات لهذا الصنف من هذه الناس الذين هم من القرابة أو الصدقة وما شابه ذلك. ثالثا كذلك هناك أمر آخر اللي هو العداوة والكراهية، قد يدفع بعض الموظفين إلى تضييق الخناق أو تعطيل مصالح أشخاص هؤلاء، لأنه ربما عنده عداوة سابقة معه، أو حتى أنه يشوفوا مثلا ذلك المواطن
قدم ملف لا بأس به قد يستفيد منه المواطن والوطن بصفة عامة، فهو يحسده لأنه يقول لك أنا كيفاش هذا، يا أنا نشتغل هنا وهذا يجي غير مواطن عادي يجي يستفيد من هذا المشروع ويولي مشهور ويولي على باله به، وهو ما قادرش يدير ذاك المشروع لأنه إنسان في حد ذاته عنده أفكار محدودة، عنده عمل يقوم فيه في في في, في البيرو نتاعو في المكتب نتاعو والسلام عليكم. والإنسان المواطن هذاك ربما عنده أفكار، ما عنده تصورات، عنده إرادة تفوقه، هو يحسده ما يبغيش باش ينجح، وبالتالي هنا تخلق هذه الأمور اللي هي تدخل في نطاق تضييق الخناق وما شابه ذلك، ويخلق له مشكل أو يرمي له الملف نتاعو في نزبالة، أو كذلك يحدث أنه يسرق له الملف نتاعو، يسرق له المشروع نتاعو. نعم الأخ الكريم اللي دخلت معنا الآن، صبر شوية طفي الميكروفون دوك يكمل الأخ ومن بعد نعطيك الكلمة. طفي الميكروفون، تفضل الأخ نوري. نعم، قلنا أنه في كثير من الأحيان أنه الإنسان المواطن العادي قد يقدم مشروع عنده فكرة لا بأس بها في ميدان من الميادين، في الفلاحة، في الصناعة، في الصناعة، وربما يجي واحد يشتغل في ذلك المكان، لما يشوف الملف نتاعو يعني يقول يسقوله، يدي الملف هذاك ويعطيه جواب يقول له الملف نتاعك غير مقبول، وهو يغير فقط الاسم ويديره على اسم من الأقارب نتاعو ويقوم بذلك المشروع هذا. هذا الشيء موجود وبكثرة في الجزائر، سواء كان في لونساج أو في ميدان الفلاحة أو في مدايك، وفيهم ناس كثير اللي قدموا مشاريع بطبيعة الحال لو اعتنوا بها كانت يعني تؤدي بالجزائر إلى أمور أحسن مما نراه. ولكن لهذه الجهلة، هذه الحساد، هذه الناس اللي عندهم كراهية، هذه المتعفنين في هذا التوظيف، هم اللي يعتبروا السبب في هذا الميدان هذا. إذن كذلك نزيد نضيف مثلا كما كنا نقوله من خلال التعريف نتاع المصالح سابقا، قلنا أن المصالح هي مجموعة من المنافع التي تتمثل في شكل خيوط. علاش عطينا هذا المثال نتاع الخيوط؟ لأن الموظف الذي يشتغل في البنك، مؤسسة البنك مثلا، عنده خيوط مباشرة مع الموظف الذي يشتغل في الضرائب مثلا، أو في الولاية، أو في إدارة من إدارات الولاية، أو في الوزارة. فهذه الخيوط التي تربطهم هي التي تكون تلك الشبكة اللي كنا نحكي عليها. هذه الشبكة يرسموا بها منظومة، يسموا بها منظومة أو بيئة جديدة محددة يمشون عليه، ويبقى المواطن مقصي، ما عندوش دور، ما يقدرش يدخل بيناتهم. وبالتالي هذا هو المشكل اللي واقع في الجزائر الآن، أنه كيفاش يعني تقدم المصالح يعني الخاصة، والمصالح الخاصة اللي تتفرع وتبقى فلان عنده زميل فلان ومن العائلة نتاع فلان، وعاود هذاك صديق اللي يخدم مثلا في الإدارة الفلانية نفس الشيء، وعنده زملاء وأصدقائه، وتتشبك وتخلق هذه البيئة، ويصبح عندنا دولة في وسط دولة. هذا هو المشكل حسب ما رهانا، والله أعلم، وترك الفرصة لإخواني. نعم شكرا الأخ نوري. الأخ اللي دخلت معنا الآن قلت لي من محمد من تيرت، مرحبا بك. ألو، تحياتي إليك يا أخي شبابة. الله يبارك فيك. وتحياتي إلى ضيوفك الكرام. الله يبارك فيك. معك الحاج أحمد من تيرت. مرحبا بك يا أخويا. أهلا أخويا. أخي كريم. والله غير لبس، عرفتك المرة اللي فاتت. ها عرفتي الخطر اللي فات، بس على الخطرة طولت عليك شوية. المهم شوف أخي شباب، ما ندوش الوقت كما يقولوا، خير الكلام ما قل ودل. نعم. راكم تحكوا عن المصالح. نعم صحيح. أخي شباب، المصالح في هذا الوقت اللي رانا فيه تتعدد. نعم. فيها مصالح اقتصادية، فيها مصالح شخصية، مصالح اجتماعية. نعم. لكن للأسف الشعب الجزائري كما يقال الشعوب على ديون ملوكها. صحيح. أيوة أخويا، اليوم الشعب الجزائري أي واحد كما كان يتكلم الأخ نوري. نعم. أي واحد يدخل المكان مباشرة يخمم في المصالح نتاعه الشخصية. نعم. لماذا؟ لأنه عندما يدخل المكان نتاعه يلقى أولياء الأمر نتاعه. نعم. الفكرة اللي سكنوها له في رأسه يقولوا له ما دامك في هذا البلاصة أقضي صوالحك، راك نهار واحد آخر كي تروح هذا البلاصة من يدك راه يولي الشعب هذا السلام ما يقولها لكش. يعني شوف كيفاه يبدأوا. وهذه منين يا أخي أخبابا؟
هذه من نقص التربيه نقولها بكل صراحه، ومن نقص الثقافه، ونقص الوازع الديني. يعني اليوم الناس الصبحه تشوف يعني يساو ربي سبحانه وتعالى، واللي يشوف المعيشه الا ما عندك شد دراهم مستحيل باش تستمر في الحياه، ولو يشوفوا باللي طورو هو اللي يخلق ماشي ربي سبحانه وتعالى، ولو يشوفوا يعني طورو هذاك اللي مرسوم في الالف دينار هو اللي طول في العمر، هو اللي يدير كل شيء في هذه الدنيا. وللاسف يا اخي خبابة، ثاني نقص ثقافه الشعب الجزائري مثلا، هذا هو الشيء اللي خلى المصالح الخاصه تتغلب على المصالح العامه. يعني النقص تاع الوعي، نقص الوعي بطبيعه الحال، ونقص يعني نقص الوعي في كل في المجال في كما احنا نقولوا الوازع الديني، في روح المسؤوليه. هذا هو الشيء اللي خلى الناس يكونوا مدين. وهذه المساله الاخ محمد، هذه هي تسمى خاصة بالأفراد ولا في الأسرة ولا في الناس اللي في النظام ولا في المعارضين ولا تعني الناس كل؟ راني قلت لك أخي يا خباب في بداية التدخل تاعي قلت لك الشعوب على ديون ملوكها. يعني هذا الأنظمة يعني منها من النظام الجزائري يزرع هذه الفكرة حتى تدخل للبيت العائلي تاع أي فرد، حتى يعني أي شخص حتى في العائلة تاعو داخل يقولوا له كما احنا نقولوا بالعامية قضي صوالحك، ما دامك شديت حاجة كما هذه، ما دامك ترأست يعني منصب مدير عام أو وزير أو يعني رئيس مصلحة مالية، ماذا بك تقضي صوالحك كما يقولوا. هذا الشيء اللي يدخل به أي شخص للمسؤولية يدخل بهذه الفكرة. وعلى هذا تغلبت المصالح الشخصية يا أخي خبابة. هذا هو المشكل اللي راه صار لنا اليوم هنا في الجزائر. زيد على ذلك نقص التربية صراحة، يعني التربية وكما كنت نحكي لك الوعي ثاني. تربية في الأسرة ولا في المدرسة ولا في المسجد ولا وين؟ التربية صراحة يا أخي بابا تنطلق من الأسرة. والأسرة دوك أنت لما أنت كي تكون ما كانش مدرسة كيفاش راح أنت تكون الأسرة؟ راه كاين خلل يا أخي بابا في الصوت شوية. لا ربما من عندك، أنا نسمع فيك جيدا. ربما من عندك الأخ تأثيرت. راه شوية التدفق تاع الانترنت راه ناقص عندنا شوية. ممكن. أي التدفق تاع الانترنت راه ناقص عندنا شوية. في 2016 يا أخي خبابة كارثة. لأنه هذ الناس هما يؤثرون المصالح الخاصة. هذه حاجة من المصالح الخاصة. أسرق في الميزان باه تدي دراهم بزاف. يدي بزاف بصح ما يخدمش هو المصلحة العامة. هذه حاجة طبيعية، وراه يخدم المصالح نتاعو الشخصية أخي خبابة. وحتى للأسف قلت لك قضية التربية تبدأ من الأسرة، ومن بعد باه تمشي للمدرسة وللمسجد والانطلاق من الأسرة صراحة يا أخي خبابة. واليوم للاسف اغلبيه الشعب الجزائري راهو حتى ورانا يعني عندنا حوالي اكثر من 60 سنه للاستقلال، بصح مازال جهل، مازال يعني سياسه مطبقه لتشغيل الشعب الجزائري، لزرع الفتنه بينه، لزرع هذه الفكره تاع اقضي صوالحك وفوت، لانه الانظمه الديكتاتوريه مستحيل تخاف يعني ما تخرجهاش كما نقولوا بالعاميه باه تكون الشعوب مثقفه وتخدم المصلحه العامه. نعم. هذا شكل خطر على الانظمه الديكتاتوريه. نعم. وين راه المشكل يا قلت لي درك الاخ قلت لي باللي تسمع على جال باش احنا نحدوا الخلل، قلت لي باللي درك الاسره على القضيه نتاع التربيه. الاسره منين تتكون؟ تتكون من الفرد، والفرد درك مثلا بكري احنا في السبعينات، انا نتحدث على الجيل تاعنا، في السبعينات كنا ندرسوا في المدرسه. كانت المدرسه في المنطقه نتاعنا احنا هو انك البدايه قبل ما تروح للمدرسه كانت الناس تدرس في المسجد. المسجد يدرس القرآن يعني بدون تفسير وبدون كذا، ولكن فيه أشياء تغرس في الإنسان. يعني لما يدخل هو المدرسة تلقى مثلا الرصيد اللغوي نتاعو عنده الآلاف نتاع الكلمات موجودة، يدخل هو المدرسة يكون يكتب يكون يقرأ. من بعد في العائلة حتى إذا كان الأم ما تقراش، ولكن ما كانش تربي ابنها على الكذب، ما كانش تربيه على الفساد على كذا. وبالإضافة إلى أنه لما يدخل للمدرسة هو أنه يصير عنده ثقافة واحدة أخرى،
المدرسة راح تكون، وكانت هناك التربية الإسلامية، يربيوك قال مثلا هاو الكذب كيفاه، هاي السرقة كيفاه، هاي كذا هاي كذا، تتربى انت. بالإضافة لما تخرج انت للمجتمع تلقى مثلا صاحب الرشوة كانوا يتعدوا على الأصابع، وحتى هذاك الإنسان تلقاه منبوذ في المجتمع يعني. لكن الآن صارت قفازة، صارت فحولة، صارت الإنسان اللي هو يقضي صوالحه هذاك راهو إنسان بطل، بينما هذاك الإنسان صاحب الحق إذا كان راهو ضعيف، إذا كان راهو زوالي، راه تلقاه مسي يتهربوا منه الناس، يشوفوه أخويا بعد منه، هذاك راه تجيك مشاكل منه. شوف يا أخي خبابة، نعم، انت راك قلت لي بكري كنا نقراو في المدرسة القرآنية. نعم. اليوم في الوقت اللي رانا فيه بقات مدرسة قرآنية؟ اليوم المدرسة القرآنية راهم يشوفوها باللي راها تخرج بالإرهاب، ما كاش، بلعوهم. اليوم المسجد ما كاش الدور تاعو، اليوم المسجد راه يقول لك صلي الوقت تاعك وروح لداركم يعني. ها وزيد المنظومة التربوية اللي قريتوا فيها انتم يا أخي خبابة، نعم، هذه كيما يسموهاش المنظومة التربوية تاع بن بوزيد. نعم. ها المشكل وين راه؟ ما تنساش المنظومة التربوية تاع بن بوزيد راها أثرت وخرجت نجيل كارثي، خرجت نجيل الواي واي، خرجت نجيل تعجال، خرجت نجيل يعني عندهم شهادة حبر على ورق، ما راهش حامل الشهادة في راسه، حامل أنتم بكري، الوقت بكري السبعينيات حتى إلى نقدر نقول لك حتى البداية التسعينيات. بالمناسبة يا أخي خبابة، أنا ذكر الإخوة المستمعين المتداخلين اللي اليوم معك. نعم. أنا قلت لك الخطرة اللي فات ولا ربما راهم اليوم متداخلين جدد، نزيد نذكرهم. نعم. اللي أنا اللي راني نتكلم معاهم عندي مستوى تاسعة أساسي، راني محدود المستوى الدراسي. نعم. أسمعتني أخي خبابة. نعم. الدراسة اللي كنتوا توما بكري في وقتكم ما راهيش المنظومة تاع بن بوزيد. ها باه نتفاهموا. وبكري الشؤون الدينية مثلا، والله بكري الشؤون الدينية، والله مثال وزارة التربية، والله كان يشرف عليها النيت بالقاسم عليه رحمة الله، يعني إنسان متفقه في الدين في نفس الوقت يعرف شو معنى التربية، ما راهش بن بوزيد. صحيح. هالفرق اللي بيناتهم، بن بوزيد وبن غبريط، بن بوزيد وبن غبريط، والحي راها جاية قدام إذا ما تحركناش. كارثة يا أخي خبابة. والصراحة أنا اللوم على الشعب، لأنه الشعب راه كل شيء قدامه، كل شيء واضح، بصح الشعب راه داخل في اللعب، الشعب ورطوه خلاص يعني، جابوه في الفخة، الشعب شراوه وكاين اللي ورطوه بالدين يعني، كاين الناس كل واحد كيفاه كتفوه كيما نقولوا بالعامية. والدور يا أخي خبابة على النخبة، الدور على النخبة، نعطيك شوف، نحكي لك واحد الحادثة صرات أمامي هنا يا خبابة، صرات في المنطقة اللي راني ساكن فيها. نعم. يعني أحيانا كي تشوف واحد القضايا كارثية ما تلومش على الإنسان اللي ما يقراش، يعني كي تشوف إنسان يقرأ وثقف يمشي بعقلية المصالح الخاصة، هنا يا الإنسان اللي ما يقراش تقدر ما تلومش عليه. صدقني أخي خبابة، هذه حادثة شفتها أمامي في سنة أظن في سنة 2013 أو في سنة 2014. نعم. لا يعني ما نتفكرش السنة بالذات، ما بين 2013 و 2014. نعم. إصراء إضراب للتعليم. نعم. سلك التعليم داروا إضراب. لقيت زوج معلمين هنا يحكوا ببعضهم. شوف تخيل وش قالوا، هذه أنا حاضر يا أخي خبابة، مش يحكوا هذا. قالوا شوف، قال له حنايا ما نديرو اضراب ما والو، حنايا نخدمو عادي. قال له نخلو تاع البلدان الكبار، نخلو تاع وهران، خلو تاع خمسان، تاع قسنطينه، تاع الجزائر العاصمه، تاع النابه، تاع صفيف، قال له هذو هما اللي راهم دايرين اضراب. قال له لا جابوا نتيجه، رانا نروحو معاهم ندو فايده معاهم. يلكش باصره حاجه يا خويا، حنا ما راناش مقرفين، خليهم يباصوا حدهم. يعني شوف حتى الطبقة المثقفة خادعين بعضهم، كيف تحوس على إنسان مسكين ما يقراش ما يتحش في الفخ، ما يتحش في هذا البياج نتاع المصالح الشخصية، يقربوها له بكل سهولة. إذا كانت تصيب يعني واحد أستاذ أو دكتور جامعي أو برلماني أو حتى طبيب يمشي بهذه العقلية تاع المصالح الشخصية، أنا نظن ما نلوموش على الإنسان اللي كي حالي ما يقراش. هذه الكارثة اللي راها صار يا أخي خبابة. وزيد على ذلك نقص الوازع الديني بزاف بزاف بزاف. نسأل الله العافية. نعم، آمين إن شاء الله.
شكرا الاخ محمد. فقط اذا تحب تبقى معنا، نحن في نهايه تقريبا في نهايه البرنامج، طفي فقط الميكروفون. تفضل الاخ دحمن من اسبانيا. تجر طالب المصادع؟ نعم الان رانا في النقطه نتاع الخلل. هذا كل خلل دونك هذه المصانع سنورتين باسكو الاخ تحب تكشما تزيد بعض الافكار ولا تفضل الاخ دحمن. لا ليسونس بيسك الخلل بيسك حبه هذا هو المشكل. دونك الانسان عندما يتكلم المواطن البسيط اللي يحب سالس كذا انا سيدي كوشون بريمير كل نقول لك الوعي سي لا كونسيونس والنظام التربوي باسكو هذا اللي لعبوا الدور اليوم الشاب الجزائري. مش بالضروره الاخ دحمن يعني تتعلق بالمواطن، راك تشوف دوك مثلا احزاب مرات تلقى رئيس حزب دون هو انه نسميه الاسماء نتاعهم راهم شال قام مصلحة نتاعو مع واسمه بن فليس مثلا يمشي مع بن فليس يشوف فيه باللي راهو راح يكون هو الرئيس يمشي معه. من بعد قال بن فليس ما وصلش يعاود يرجع لبوتفليقة. سي سا قلت لك سنوردين عند واش حبيت نقول، قلت بلي المواطن البسيط نقدر نفهمه باسكو سي سا رانا عايشين في الخارج لاسباب واسباب. كل شوف الطبقة ولا ليليت النخبة ولا الناس المتأثرين في المجتمع انتهازيين. راك قلت هذا المثال الناس يكون يصبح مع بنفليس ولا هادشي مع بوتفليقة. نقول لك رئيس منظمة الشهداء يقول لك أنا أناشيات وأفتخر. دونك سي تو سا كي جو أن رول. دونك اليوم هذه النخبة دابور راكيتي تخلت على الميدان النضالي ولا كنت تشوف بار اكزومبل الانسان في شركه وطنيه، شركه وطنيه نقابه ممثله زعما اللي تمثل العمال باش تدافع عن مصالحهم، تلقى ايزون كري انسكت باش يدافعوا على المصالح الشخصيه باش يطرق باش تكون عنده بروموسيون في العمل. تروح بار اكزومبل النقابات اليوم بار اكزومبل النظام التربوي على بالك بلي الاساتذه صح زون لو دروا دو فير دو ريفونديكي لو دروا عندهم حقوق، ما كاينش باش الاستاذ اللي قاري في الاجيال ويدير اضراب سته اشهر بور موا سي ان كريم. دونك هذه هي المشكل. استاذ كي يديروا اضرابات من 2008 حتى 2013 هما يديروا في اضرابات واليوم يقول لك هناك جيل كارثي. دونك لو بار لا بار دو بروبليم ميم الاستاذ لازم يكون واعي. بار اكزومبل انسان بار اكزومبل اليوم الشرطه ايزون لو دروا دو فير لو سينديكا مي بور بروندر دي شوز كوم سا طالب المصالح الضيقه باسكو حتى في باسكو اليوم النقابه اللي تدافع على لي زانتيري دو سكت طبقة ضيقة دوك هاي طالب المصلحة الخاصة العامة. الأطباء اليوم المضاربين ديجا النظام الصحي راهو في كارثي ايماجين راهم يديروا في إضرابات وإضرابات. اليوم الجامعة على بالك السنوردين باريزوم عطوا جامعة تيزي وزو نعم لو كنت تحسب شحال الكورسوس بيداغوجيك اللي نقراه باغ اكزومبل كي كنا باغ اكزومبل في جامعة تيزي وزو في 8 اشهر نقرا 3 موا علاه سوا بار لي ستوديون سوا بار لي زونسينيون علاه باسكو ما كاش لونتونت كيفاش الوفاق ما كاش هذاك الحوار واحد يشد يقول لك راني عندي حق ولا اخر يقدر لك راني حق ونبقاو في التراطع ولا ونقول باسكو كي نتهموا باغ اكزومبل المواطن البسيط كي يشوف كل واحد يعوم بحارو كي يشوف النخبه باغ اكزومبل اليوم الجرائد تاع لا شوز لا بلوز امبورتون في توعيه الناس باش الدفاع عن المصالح تشوف جريده خطوها الوطني تدافع عن انسكت جو سي با كيفاش نقولها بالعربيه انسكت طائفه هذا سي سا البروبليم. نورمالمون جورناليست واحد باغ اكزومبل يقول انه نظر ضيق يدافع عن جهه معينه لا بريس جو رول امبورتون سي سا. هؤلاء الخلل تقول باغ اكزومبل اليوم بن غبريط
بالغبريط يا دي جون كي ناتاك توجور سي فري سي لا في الترافاي مي سو ني با كو باسكو الناس اللي ينتقدوها سو ني با انتقاد موضوعي اوبجيكتيف باسكو لي فرانكوفون ولي فرونسيزون باسكو لي دوافع ايديولوجية او ضيقة دونك المشكل ليس بالغبريط قلنا بلي قبل بالغبريط كاين بن بوزيد وهذاك الاخر تو سكي اون باسبور سيستيم ايديوكاتيف ils ont fait des catastrophes, ils ont fait des crimes. Donc, madame, le tabaka, parce que les gens qui trouvent le nukhba, ils ne sont pas, ils ont des dhamirs, ils ne sont pas prêts pour défendre rien. Un chab le bassin, il pense à la chèque, parce que les gens qui ont fait le choix pour qu'ils aient le droit. Donc, le كل الثورات في العالم باسكو الانسان تروح الثوره في روسيا وفي المانيا باسكو الشعب الالماني كي راح مع هتلر سي با باسكو دي كونفيك بار سا بوليتيك مي لا بيرت دو ليسبوار اليوم باسكو حقك باسكو سي سا البروبليم الشعب الجزائري باش يروح يدير سكن وعمل يخلص ويدافع عن مصالح دونك الفيان درانجور ما تقدرش تشري والناس سي سا الوعي دونك ليسونسيال الخلل الوعي في الجزائر هي تغيب الوعي والنظام الاسري نعم الو نعم ماني نسمع فيك باسكو حتى اليوم الاسره الجزائريه على بالك سنور دمبلي الام والاب لازم يعملوا سيني با كوم افون كان هناك مدرسه في الناس اليوم الانسان تروح مام تربيه الاجيال اليوم الانسان ما يكبرش مع لي بارون ديالو راه في لاكريش في المدرسه دونك يا با هنا قال لك المدارس القرانيه قول لك حتى اليوم الائمه راهم في خدمه النظام دونك جو سي با علاه يتكمل هذا الائمه راهم يدافعوا على النظام اليوم الائمه يتكلموا على الوحده الوطنيه سي كوم افون يا دي طريقه دونك هذا توتي مانيبيلي ان شاء الله نعم شكرا الاخ دحمن من اسبانيا تفضل الاخ محمد سعيد من بريطانيا مرحبا بك اخ محمد سعيد نحن نقترب من نهايه البرنامج انا الان في النقطه نتاع اين الخلل خلل فيما يتعلق بالموضوع تاعنا نتاع اليوم حول المصالح يعني وين راهو الخلل هل ترى الخلل في الانسان في الفرد في الاسره في المجتمع في المدرسه في النظام الخلل وين راه شكرا اخي نور الدين اولا قبل كل شيء تحياتي لكل المشاركين وضيوفك الكرام الله يسلمك واليك والى كل المستمعين في داخل الجزائر وخارجها كنت استمع للموضوع نعم رغم انني في عطله لكن الموضوع مهم جدا طبعا نعم كما عودتنا ف فيما يخص ندوة اليوم طبعا الخلل أنا أظن والله أعلم يكتمل في الكتلتين يعني كتلة صناع القرار في الجزائر سواء كانت من النظام الحاكم الآن أو من الأحزاب المعارضة والخلل كذلك يكمل في يعني في تدني أخلاق المجتمع الجزائري وإذا جمعنا الكتلتين فهو طبعا نتيجة لتراكم سوء الأوضاع في الجزائر والأزمات يعني منذ الاستقلال إلى يومنا هذا فطبعا عودة إلى النظام كما يقول الزعيم الهندي مهاتما غاندي قليلون حول الوطن وكثيرون حول السلطة وكذلك ذكرها طبعا الشهيد العربي بن مهدي رحمه الله نحن في ساحة القتال وهناك أشخاص في تونس يفكرون في الكراسي وإلى غير ذلك فهذه أمثلة تبقى خالدة لكن أعود إلى أحسن مثال في عصرنا هذا وقد ذكره بعد الإخوة على اسم أظن هو الأخ عيسى نحن في زمن الرداء أو للرداء أهلها
فطبعا هذه مقولة المجاهد مهري مهري رحمه الله. أنا أظن أخي نور الدين لما قال هذه المقولة الأخ مهري لا يقتصر فقط على الوضع السياسي، بل أظن والله أعلم على الوضع العام في الجزائر في تلك الفترة إلى يومنا هذا، يعني رداء في كل الميادين، في كل الميادين أخي نور الدين، على حسب ما قالها، لأنها كانت يعني عبارة تبقى راسخة تصف أوضاع الجزائر، أوضاع المجتمع الجزائري، أوضاع الطبقة السياسية، أوضاع انفكاك وانحطاط أخلاقيات، يعني الجزائر كشعب بشعبها ودولتها وإلى غير ذلك. يعني إذا رجعنا من الناحية السياسية، المجاهد عبد الحميد مهري رحمه الله يعني تطرق إلى شيء أعمق وأشمل بالرداء، لكلمة الرداء، يعني عندما يصف من الناحية السياسية، عندما ترى تتحالف يعني ثلاث أحزاب في مرجعية فكرية مختلفة حول برنامج اسمه برنامج مانيش عارف أنايا الرئيس، أو برنامج فخامته، أو شيخ القبيلة، أو إلى غير ذلك، هذه تعتبر يعني رداءة سياسية، وتتغلب عليها طبعا المصالح، مصالح شخصية، مصالح رؤساء هؤلاء الأحزاب، مصالح تكتلات إلى غير ذلك. هذه من ناحية. إذا رأينا مثلا في المؤسسة العسكرية مثلا جنرالات تنحاز و يعني تخلق جبهات في مؤسسة عسكرية، في مؤسسة تعتبر كما يقول لك العمود الفقري للجزائر شعب ودولة، فهذا طبعا عبارة عن مصالح كلها يعني مصالح شخصية لصناع القرار في هرم هذه المؤسسة. إذا رجعنا مثلا إلى الجزائر، تخلد يعني الآن المستعمر الذي حكم عليه بالعفن، يعني عودة هؤلاء الحركة وأولاد الخونة، ويعيشون في يعني ماضي مستعمر، يفرضون عقليتهم على الشعب الجزائري برمته، فلأجل ما؟ لأجل مصالح شخصية، سواء مصالح رجال الأعمال أو مصالح رجال السياسة اللي يبقون في السلطة وإلى غير ذلك. هذه من ناحية أخي نور الدين. من ناحية الشعب الجزائري، طبعا لقد ذكرها العديد من المفكرين الجزائريين، ومن أحسن ما قرأنا من هؤلاء المفكرين هو المفكر مالك بن نبي، عندما قال إن مجتمع ما بعد التحضر ليس مجتمعا يقيف مكانه، بل هو يتقهقر إلى الوراء بعد أن هجر ضرب حضارته وقطع صلته بها. فرحم الله مالك بن نبي في هذا الإطار، يعني كل ما دفع عليه ومن أجله وضحى من أجله مفكرنا وعلمائنا مثل الإمام الشيخ عبد الحميد بن بديس رحمه الله، البشير الإبراهيمي، كلهم دفعوا في وقت كنا تحت الاستعمار، وحافظ الشعب الجزائري على أصوله وعلى ثقافته، على رحمته، على كل مكونات يعني المنهج الإسلامي في الجزائر. أما الآن فما يعم في الجزائر هو الأنانية وحب النفس، حتى أن إذا ذهبنا إلى المساجد وإلى يعني الأماكن الدينية مثل يعني المدارس القرآنية تلقاها فارغة، ما كانش الإمام الآن يوم الجمعة أصبحت الآن خطبة تعم، وهذا بأمر ظنك أنك قرأت يعني القوانين الأخيرة أو نعم. الاقتراحات. نعم نعم، فيما يتعلق بهذه النقطة هذه نتاع المساجد، تقصد نتاع الدعاء هذه الولي الأمر. نعم. ف يعني لما يكون مرشد الديني أو إمام في المسجد يعمل بهذه الطريقة لتخدير عقول الشعب الجزائري، ليس لتوجيههم إلى الطريق الصحيح، ليس لإعادة البحث في ما وصلنا إليه وكيف نستطيع معالجته، فهذا طبعا من مصالح، لأنه إن لم يعمل بهذه الطريقة طبعا
مصالحه الشخصيه سوف تنتهي بعاجل ام اجلا. هذه من ناحيه. من ناحيه لا هما هم هو شوف اسمع، هو لو كان نعم. قالوا مثلا باللي بوتفليقه راه مريض وراه يلقف وراه يطلب منكم الدعاء وراه يطلب السماح من الشعب نتاعو لانه لم يوفق في قال مثلا المصالحه بين الجزائريين، وبالتالي نطلبوا منكم على جال باش تطلبوا ربي بحكم هو انه مصلين ربما فيهم توقات ربما فيهم ناس وارعين باش لعل الله بلك يخفف عليه ربي بلك لعل الله قال ربما تكون واسمه. ولكن لما يكون الامر بالدعاء للوحده الوطنيه والدعاء للجيش، الجيش ضد من؟ ضد شعب ولا لمن هذا اللي لم تدعيوا هذا الشعب هذا؟ كانه فيه جزائريين دون المستوى، كانه فيه خطر على البلاد، فيه الجزائر مهدده للانقسام، فيه ثوره على الابواب. رانا نسمع في بعض الاشاعات من انه فيه راه تحركات. لماذا لا تواجهوا هذه المساله باقتراحات؟ يعني كنا منذ سنوات ونحن ننادي بمؤتمر جامع لا اقصاء فيه. يعني رانا نشوفوا درك الان على الابواب هذوك راهين يديروا مجموعه مسميين رواحهم معارضة، كانوا يكسكسوا مع النظام، كان منهم اللي في البرلمان وكان كذا وكان كذا، وفي المقابل ناس كانوا البارحة مع بن فليس والآن راهم في هذا الندوة نتاع الجدار الوطني وما على باليش واسمه. تفضل. شكرا أخي نور الدين. نعم لقد ذكرت يعني طبعا ما فيه الكفاية في هذا الموضوع بالذات، وهذا خطر يهدد الجزائر وشعبها، خطر يهدد المصلحة العامة أو المصلحة العليا للجزائر. يعني أصبحت المصالح الخاصة نفسي في أي شيء، سواء في يعني المحافل السياسية، سواء في أوساط المجتمع، سواء حتى في الشعب البسيط. أصبح يقول لك يا أخويا تختم الراس وتفوت، أي تعال بيلك تدفع على هذه العباره الاخ نور الدين، يقول لك وسع بالك واش دخلك. نعم يعني هذه اصبحت الان نعيشها يعني واقع ملموس في الجزائر مع الاسف. انا لا اقول كل الشعب الجزائري، لكن اصبحت الميزان يعني موازين القوى تنقلب. طبعا الله سبحانه عز وجل هو نصير كما يقول الحق على الباطل، لكن من واجبنا يعني أنا أتطرق إلى الحلول، من واجبنا أن نعمل من أجل طبعا إعادة أولا وقبل كل شيء الوعي الشامل للمجتمع الجزائري، إعادة بناء أسرتنا كما كنا نتذكرها في شبابنا. كان الاحترام، كان القدر، كانت الرحمة، كانت كما ذكرها الإخوة من قبل، كلها يعني تعمل في إطار هذه الحلول. فطبعا لن يكون هناك تغيير في الجزائر ولن تكون هناك حلول إلا بعمل جماعي موحد من أجل الجزائر والجزائر فقط، من أجل المصالح المصلحة العامة، من مصلحة الوطن، مصلحة الأمة، والابتعاد عن المصالح الشخصية والعمالة للآخرين سواء في الداخل وفي الخارج. أخي نور الدين، الجزائر هي الآن، وقد ذكرتها أظن في حوار ليس من بعيد، سميته بين الجزائر بين الاستحمار والبلاها، إذا ما كنتش ربي. فأين نقع كشعب؟ أين يقع الشعب الجزائري الآن من هذه الكلمتين؟ هل هو يعيش الاستحمار أو يعيش في البلاها أو في الاثنين؟ يعني نرى الآن مصالح الدولة، مصالح الأجيال، مصالح أبنائنا في الجزائر طبعا، والأباء يقول لك معليش. نرى مثلا في المدارس، في المنظومة التربوية، يعود الأستاذ يتاجر بالمسؤولية تاعو. المسؤولية طبعا نعرفها أنها تكليف أخي نور الدين. إذا كان يستعمل هذا المسؤول، سواء الأستاذ، سواء الطبيب، سواء المحامي، سواء المهندس، سواء المرشد، الإمام، يستعمل
المسؤولية في إطار مصالحه الشخصية، فأين هو التغيير؟ كيف سنعمل من أجل هذا التغيير؟ كيف سنستطيع أن نتغلب ونقلب الميزان لإعادة بناء وطن، بناء أجيال تعمل من أجل مستقبل الأجيال الأخرى؟ لأن ما فعله شهدائنا الأبرار من أجلنا، نعم، كيف سوف نحمل مشعل هؤلاء الأبرار، هؤلاء الأسود الذين شوهوا كما يقول لك شخصياتهم وتضحيتهم بتماثيل الأصنام، يعني رجعونا نعيش في عهد قريش يعني بأبسط كلمة. لكن إذا رجعنا إلى الشعب الجزائري أصله، يعني أصل إنه شعب محترم، إنه شعب يعني رحوم عطوف، أين ذهبت كل هذه الخصال الحميدة؟ ولماذا؟ لماذا؟ أنا ببساطة يعني وبخلاصة أنها الأنانية وحب النفس. نعم. وطبعا نعم. نعم، شكرا الأخ محمد سعيد. قبل ما نعود نرجع لك الأخ عيسى باش ننهيو هذا البرنامج، ربما نزيد فيه بعض النقاط. تفضل الأخ عبد القادر، ومن بعد نزيد أنا بعض النقاط نعود نرجع لك الأخ عيسى. تفضل الأخ عبد القادر. شكرا أخويا نوردين، نحييك ونحيي الإخوة اللي راهم معك والإخوة المستمعين. أنا الحقيقة ما متأخر شوية، يعني حبيت غير نقول في الموضوع هذا بأن الشعب الجزائري ولا حنايا مرينا بواحد عدة مراحل، يعني مثلا مرحلة الثورة أن الشعب الجزائري والنخبة خاصة أعطت كل شيء من أجل الاستقلال والوطن والحرية، وما طلبت يعني حتى أنهم قدموا أنفسهم، النفس نتاع الإنسان ذاك الوقت قدمها رخيصة من أجل مصلحة الوطن، المصلحة العامة. وأما هذه الفترة تاع الثورة، وما ننسوش باللي هذه الفترة تاع الثورة كان تراكم لعمل تاريخي، عمل سياسي، عمل نضالي، عمل ثوري بعد دخول الاستعمار الجزائر إلى غير ذلك. فهذه تقديم المصلحة العامة ومصلحة الوطن على المصلحة الشخصية والذاتية كان هو عبارة عن تراكم، ومن بعد خرجت لنا هذه النتيجة كانت نتيجة طبيعية لنضالات، هذه النضالات كما قلت سياسية وتاريخية. من بعد الاستقلال صرا هذاك الشوك، بعد الاستقلال، وهي أن بعض النخب الجزائرية بعد ما دينا الاستقلال الحمد لله، يعني لو حتى ولو كان الاستقلال نسبي ولكنه استقلال، يعني صارت إذا حبيت نسميها بين قوسين ردة هذه النخب. فالشعب الجزائري بدأ يشوف باللي بعض النخب بدأت تهتم بالمصالح الشخصية نتاعها، وبدأت تستعمل يا إما في الشرعية هذيك الثورية ولا الشرعية التاريخية، ولا كانت تستعمل في الشعارات الوطنية، ولا كانت تستعمل في الشعارات الدينية إلى غير ذلك من أجل مصالح شخصية، يعني دارت الدائرة. في الفترة تاع الثورة الناس كانت تتقدم أنفسها من أجل مصلحة الوطن، بعد الاستقلال بدأت بعض النخب حبات هنا وليه دارت الدائرة، بدأوا يستعملوا الوطن من أجل مصالحهم الشخصية، وبدأت تتطور الأمور شيئا فشيئا، والشعب راه يتفرج والشعب راه يلاحظ، وحنا من الشعب وحنا بدينا نشوفه. والشباب ذاك الوقت رغم أنه كان تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، نتذكر مثلا في الفترات هذيك كانت الناس تعطي وقتها، تعطي أموالها، تعطي المصلحة العامة، ولكن بدأت تظهر هذيك يعني بدأت الأمور تدور، بدأوا يستعملوا في الشعارات وكذا وكذا من أجل مصالحهم الشخصية، حتى وصلنا إلى المأساة الوطنية في 92. 92 واش صرا ضرب
لهذاك لهذاك هذيك الفلسفه الكونسيبت هذاك تاع تقديم المصلحه الوطنيه على المصلحه الشخصيه. فالشعب ذاك الوقت وجيلنا خاصه انكمش على روحه، بدا الاستبداد، بدا الخوف، بدا الاخر، فانحصر الاهتمام وراح مباشره الى ان الشعب ولا الشاب الجزائري ولا بدا يهتم بروحه فقط، بدا ما يهتمش بالمصلحه الوطنيه. علاش؟ لان كاين استبداد، كاين قتل، كاين حقره، كاين بدا حتى الانسان ما يهتم ما يشوفش واش جاره، يعني الجار ما يهتمش بجاره، الاخ في البيت ما يهتمش بالاخ تاعو. يعني ضربت، وانا نشوف بلي الامر هذا كان ممنهج، فضربت هذيك الاراده ان تغليب المصلحه العامه على المصلحه الشخصيه. انحسر الشعب وانكمش على روحه وبدا يهتم الا بالمصلحه الشخصيه، ممكن خوفا خوفا، لان شفنا لما كان الشبيبه وكان الشعب يهتم بعضه ببعض ويهتم بالمصلحه الوطنيه، رفضوا ذلك وضربوه في العمق نتاعو. فانكمش الشعب الجزائري او الشبيبه انكمشت على روحها. واش راه حادث الان، يعني هو كذلك، هو تراكم لهذه العشريه تاع الماساه، وبعدها وزادت المنظومه التربويه، خلقت لنا هذا خلقت ولا يعني كبرت هذا الامر هذا. فالان في الجزائر مثلا لما ننزل الملاحظ اللي لاحظ من بعيد نشوفوا باللي خلاص نفسي، كل واحد يعني يستعمل المنصب تاعو ويستعمل المنصب تاعو الى الاغراض الشخصيه. فالديواني مثلا اللي يخدم في الديوان يستعمل البوست تاعو من اجل المصلحه الشخصيه، السياسي يستعمل المنصب تاعو من اجل المصلحه الشخصيه، الوزير تلقاه في النهار يخدم في الوزاره تاعو، العشيه تلقاه يستعمل النفوذ نتاعو في المصالح الشخصيه، وهكذا. اذا هذا هو الامر، كيفاش اذا اعطينا له يعني نظره بسيطه تاريخيه. درك الان خويا نور الدين، السؤال الحل كيفاش نرجعوا لهذاك الحل. درك نجيو ليه الاخ عبد القادر، درك نجيو ليه ندير مداخلنا فقط فيما يتعلق بالخلل ومن بعد نجيو للحل. شكرا الأخ عبد القادر من كندا. إذا نحاول نزيد نضيف ربما بعض النقاط مكملة للوش قالوه الإخوة. الشيء فيما يتعلق بهذه النقطة نتاع أين الخلل في الموضوع تاعنا المتعلق بالمصالح، هي تراكمات. الشيء اللي وصلنا له هذه لازم تديروها قاعدة في كل برنامج نكررها، هي تراكمات سلبية. والأمر فيما يتعلق بهذا المصالح متعلق بالسياسة مش بحاجة واحدة أخرى، متعلق بالسياسة. أذكر الآن الأخ عبد القادر وأشار قبيل الأخ دحمان في ما يتعلق بالمجاهدين، نعود ونرجع فقط للفترة نتاع الثورة. احنا ما عشناش الفترة نتاع الثورة، عشنا الفترة نتاع الاستقلال، ولحقنا بالإطراس، لحقنا بعض الأمور المتعلقة بالمجاهدين. يعني كاين اللي من الأهالي نتاعنا، كاين اللي من الأقارب نتاعنا، من العشرة نتاعنا، من المحيط نتاعنا، لحقنا بالأثار نتاع الاستعمار، يعني نتاع التدمير ونتاع الانفجارات، لحقنا بالديور هذيك الرايبة، لحقنا بالإطراس يعني نتاع الاستعمار، لحقنا بهم، لحقنا بالريحة هذيك نتاع الاستعمار لحقنا بها. يعني قال مثلا مكان هذا كانوا يعسوا فيه، قال المكان هذا عدموا فيه فلان، لحقنا بالجرة كما يقولوا نتاع الاستعمار. شي اللي حكوه لنا والدينا واللي لحقنا به وعشناه، حنا عشناه مشي قالوا لنا عشناه. الشي اللي كانوا عايشين فيه المجاهدين، وهذه راكم سمعتوها، يعني اغلبكم راكم سمعتوها، هو انه كانوا ياكلوا شتكسره مع بعضها، كانوا ياكلوا في مثرد واحد،
كانوا ياكلوا بملعقة واحدة، كانوا يتغطاو بغطاء واحد، ومع ذلك كانوا سعداء. لماذا؟ لأنه كانت هناك الأخوة، كان هناك التواصل بين أبناء العائلة الواحدة، كان هناك تواصل في المجتمع، رغم أنه كان الحيف ورغم أنه كانت الحجرة يعني من طرف الاستعمار، رغم أنه كان الفقر وكان الزول، ومع ذلك كانوا يشعروا باللحمة، كانوا عايشين اللحمة، كانوا عايشين الأخوة، كانوا عايشين التسامح في بعضهم. كانت ربما تصرى صراعات ما توصلش للمحاكم، يحلوها بيناتهم. لكن النهار اللي جاء هذا الاستقلال وصارت الناس كل واحد يخمم في روحه، بدأت الناس هذاك هو مجاهد، هاو دا قطعة نتاع تراب، وهاو دا الفيلا نتاع المعمر المستعمر الفلاني، صار فيه الخطف. وفيما بعد قال هذاك ما جاهدش، وهذاك ما درش 7 سنين، هذاك جاهد غير 5 برك، ما جاهش 7، وهذاك جاهد 6 سنين ما جاهش 7 سنين، هذاك ما يديش البطاقة نتاع المجاهد. وصار التصنيف نتاع الناس. وفيما بعد طغات المصالح هذيك الخاصة، بدأت لحقة الناس هو أنه تدفع الرشوة من أجل علاج الباش يحصل على البطاقة نتاع المجاهد، باش يدي السيارة وباش يدي تاع الاتيستاسيون هذيك يسميوها اتيستاسيون كومينال. صار الإنسان يدفع الرشوة. هذيك الوسمو الأسس اللي مهدت لهذا الوضع اللي الآن احنا رانا عايشين فيه. النهار اللي طغت المصالح الخاصة وابتعدت الناس عن المصلحة العامة، لأنه كانت الناس تحارب في مستعمر، ولات الناس تحارب في بعضها البعض، وصاروا يعني متضاربين في بعضهم. ويكفي هو أنه يشير إلى الاغتيالات اللي حدثت، يعني اغتيال كثير من القيادات. يكفي هو أنه نذكروا بعض منهم: عبان رمضان، كريم بالقاسم، خيضر، بوضياف، إلى غير ذلك من الاغتيالات اللي حدثت. النهار اللي وصلت الزعامة ومن بعد ولات فيه الموالات هذا تمشي معاه لأنك راك راح تحقق مصلحة، والآخر ما تمشيش معاه لأنك راك راح تحقق مضرة. ومن بعد يعني إذا كان لك في الأسرة، صارت الناس يعني الأسرة لما يصير الأب والأم هما يزوجوا بنتهم، قال مثلا لفلان عنده دراهم ويجيهم واحد زولي ما يمدولوش، والله قال مثلا يزوجوا بنهم يروحوا يجيبوا له واحدة قال مثلا مواليها عندهم دراهم وما يزوجوش ربما بواحدة لأنها زوالية. خلاص لما يتربى هذا الفرد هذا في الأسرة، من بعد هو يصير أستاذ، هو من بعده المدرسة تنضرب، الأسرة تنضرب، وهذه كلها متعلقة بهذه السياسة، هذه السياسات الخاطئة اللي حدثت بعد الاستقلال نتيجة تاع الصراعات والزعامات. فيما بعد شوفوا النتيجة اللي وصلنا لها. ربي راه يقولنا في القرآن: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اسمعوا الآية وشوفوا الواقع، هذا التنازع شوفوا النتيجة نتاعوش هي. شوفوا الآن في هذا الأسبوع راهم الآن مجموعة من الأحزاب راهم حابين يديروا ندوة فيها إقصاء الجهة واحدة أخرى، في المقابل جهة هذو تاع الموالات كيف راهين يديروا ندوة وفيها إقصاء للطرف الآخر. وإحنا نحوسوا على جزائر الجميع، جزائر التي تعيد اللحمة للأسرة، جزائر التي تعيد الكرامة للمواطن، جزائر التي تعيد القيم للمجتمع، هذه هي الجزائر اللي نحوس عليها. أما هذا الصراع والتسابق على الحكم راهو مدي البلاد للمحرقة. الخلل راهو في هذا السياسيين، خلل في السياسات المنتهجة، السياسات المختلفة، سواء تعلق الأمر بالمدرسة ولا بالمسجد
والله بالاقتصاد، والله بالسياحة، والله بالرياضة، والله بكل المجالات، في الإعلام، في كل المجالات. إذن الخلل في السياسات المنتهجة هي اللي وصلت الناس لهذه، هو أنه واحد يفكر في المصلحة نتاعه الخاصة بينما المصلحة العامة. لأنه رانا نشوفه فيهم، هاكم تشوفوا يعني مثلا في عمار غول، هذه ليست المرة الأولى ولا المرة الثانية، وزير السياحة كان في عدة وزارات، بعد ما دار الحزب نتاعه هذا صار يبرمج، قال له راهو رايح الولاية معينة، رايح المسيلة، يبرمج بعد اللقاء هذاك اللي راهو رايح يديره لقاء مع الأعيان، ولقاء مع انتو عزوي، ولقاء مع انت كذا، ترك وزير السياحة يا صاحبي. ولو هما يستغل في هذاك المنصب نتاعه على جال باش هو يحقق مصالح للحزب نتاعه. لما انت هذا المواطن يشوفك انت تخدم بهذه السيرة هذه، وش راهو رايح من بعد يدير المواطن؟ وهذه هي ليست متعلقة بهذا عمار غول ولا بالوزير والوزارة نتاعه، وإنما راهو ذرك هذا اللي راهو ذرك مدير في مدرسة، راهو يستغل في هذيك المدرسة جاه عرس يروح يديه كراسة نتاع المدرسة. واحد راهو في الجيش يستغل المنصب نتاعه والقراد نتاعه هذيك الرتبة نتاعه على جلب شوة. رانا شفنا مؤخرا واحد عقيد خارج من الجيش رايح يدير في عرس نتاع ابنه في 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 مركز سياحي تابع للجيش. يعني المواطن لما يشوفك انت هكذا واش راح تنتظر من المواطن؟ اذا كان راهو اللي راهو في قناة يستغل فيها، واللي راهو في منصب يستغل فيه، اللي راهو في الجامع يدي في الحصر تاعه، امام يستغل في الحصر تاع الجامع، واش راح تنتظروا؟ خلاص هذا المدير تاع المدرسة يستغل في المدرسة، والإمام تاع الجامع يستغل فيها، واللي راهو في الوزارة يستغل في الوزارة نتاعو، واللي راهو عنده رتبة في الجيش راهو يستغل فيها. خلاص إذن هذا الوسمو، هذا الكوارث اللي الآن ذكرها الناس تتحدث على المصلحة، مصلحة الناس تحوس على المصلحة. خلاص خلاص وش بقى؟ كل واحد يحوس على مصلحته، والإنسان اللي يحوس على المصلحة نتاع العامة انت راك متخلف، ترك عايش في القرون ما على باليش كذا. خلاص إذن هذه هي، هذا هو الشيء اللي وصلنا له. نعود نرجع لك الأخ عيسى، أعتقد وقيلة كانت الكلمة، مانيش عارف إلا كان. المهم الأخ سعيد إذا راك تسمع فينا، الأخ دحمان، أخ دحمان أعتقد كانت رايح نعطي له الكلمة ومانيش عارف خذيتها منه. المهم تفضل الأخ عيسى. أخ دحمان إذا كان خذيت منك الكلمة معذرة، ربما لأنه مانيش مسجل اليوم الورقة هذيك، إذا كان خذيت منك الكلمة والله ممكن نعود نرجعها لك في أي وقت. تفضل الأخ عيسى. عيسى الآن الحلول. الحلول أنا سبتي برك على بك منوتك 20 دقيقة، ما عدتشيني تدخل تاعك مسؤولي على كل حال. المهم الحلول لازم الشعب هذا يفيق، وزين لك واحد كنت تحكي على السياحة، ربك مفاجأة أخرى نقراها البارح ما فيها. المهم لقيتها على فيسبوك في جريدة. المهم راهم ذكا سمحوا لهم باه يخدموا باه يربيوا ويبيعوا الخنزير الحلوف حاشاكم. هذه الأخرى ذكا عاد كاين سجل تجاري للخنزيريات هكا مسميين هذا، باه السياحة باه الأجانب كيجيونا يلقاو طايب واجد تفصل. هذه في اطار السياحه. الحلول انا لازم الشعب بعد كمواطن واحد لازم يفيق، ولازم نلقاو حل اللي ناكل يساعد، اسمه في مصلحتنا ناكل، اسمه يساعد ناكل على الاقل، والله يرضي الطبقه الكبيره من الجميع من الجزائريين، مع انه ما يرضيش الناس كل، بس على الاقل يرضوا به الأغلبية يعني. وكان ما فهمتش غدوة ثاني كان قالك مظاهرة قالك غدوة راح يخرجوا مسيرة التشاكيل، الله عالم معفية ذوك حرب أجنحة معف حرب جوسيبا، مصلحة من في هذا الخرجة هذه لمن ما نعرف، يا الجماعة التوفيق يا الجماعة ضد بوتفليقة يا الجماعة أخرين ما نعرف لمن تبع هذه المصلحة لمن.
ودوك يخرجوا. صارت الكوارث في الجزائر، واحد ما خرج الجامع في نيجا يا سيدي، هذا سيدي دخلوه للقضاء وتكون علنية وخلاص، ونسمعوا كل شكون هو المتسبب. إذا كان عنده على الأقل يديروها علنية، يسمعها الناس، يسمع ويرى. هذا كي بزايد، هذه ما ظنيتش راح تكون في الجزائر، بصح لو كان إذا جاء الدين كما يقولوا هما يديروها علنية وخلاص، ويهنيوا الشعب. هذا اللي راه يظل دوكا، خرجوهم كل نساو المشاكل، كلنا كل شاكي بهذا. هو مشكلة الجزائر دوك، الجزائر فيها مشاكل كبيرة ولازم تتحل باتحاد الجزائريين بتضامنهم. المصلحة تكون تاع البلاد كل تاعنا، كل كنا ديما نقولوا قالوها قبلنا ومازال يقولوها ناس من بعدنا، رانا كل في باخرة واحدة. إذا غرقت رانا نروحوا كل ما فيها، لا إذا تقول أنا جزائري راك داخل في هذا الباطو، راك في البابور هذا. والبابور هذا بالناس اللي راه دوك، أنا ما نعرف مخطط رهيب، ما نعرف يخلقوا في المشاكل، ما نعرف. المهم التغيير ما نشوفه فيه ولو. هذه الدولة المدنية راح تولي الدولة المدنية في قالب بوليسي. سما دوكا الناس اللي ارتكبت جرائم ولا واش دار راح يسمحوا لها، راح انا يبان لي دوكا عاد راح يمسحوها في الموتى. احنا خاطئين وحنا كنا وطنيين، بصح اللي ماتوا هما اللي داوها معاهم، الجنرالات اللي ماتوا، احنا ما درنا والو. دوكا راح تسمعها من الحديث هذا من بعد راح يجي. سمع اي واحد حي دوكا راح يمسح في الجنرال اللي مات، قال انا خاطئ والله مسؤول مات وخلاص، مسحوا فيه هو الغلط، اخطراش مات. بصح اللي حيين كانوا وطنيين وما داروا والو وما غلطوش وخلاص، وسامحوهم ونبداو من جديد، وحنا حنا هما نقعدوا حنا وخلاص. هاد العباد هذا انا يبالي لازم الشعب الجزائري يفيق، ما يزيدش يامن والله يفيق من 98 وروح في الناس اللي حكموا الحكم، اللي دخلوا المسؤوليه من 98 الى 2016 وما نعرفوش راح يصرى من بعد، الله اعلم. هادو الناس الكل كانت عندهم مصلحه، مصالح ضيقه، الا من رحم ربي، حتى ما نجملوش الغاشي كل، بصح اكثريتهم هذه هي. انا شخصيا انا هذه النظره نشوف فيها، ما نثق حتى في واحد لحد الان، اللي ما لقيناش واحد عبر عن الوطنيه اللي يكون فيه ريحه الوطنيه كل جبدوه من الطريق. والفيديوهات كاينين والناس كل على بالها، سواء كان وزير او مسؤول كبير والله يقول حل الحاجه اللي راح تكون في الصالح العام والله، تبين وطنيته والله، حتى نقولوا الزايده شويه، قال كان يضرنا نحيو، يخرج من الطريق. سواء كان عسكري ولا مسؤول كبير ولا انسان وزير، والامثله كاينه ومعروفه يعرفوها الناس كل. انا اتمنى من الشعب كل انه يفيق، رانا في 2016 وبزايد من لايك وجام وتعليق، هذاك واحد ايه واحد لا، الحل راهو في يدينا احنا. احنا لازم نديروا حاجه كما داروها اللي قبلنا، هما داروا خلاو اسم في التاريخ. نعم. وربي يجيب الخير، وقال له دير الخير وتلقاه، ودير الشر ودير الخير وانساه، ودير الشر وتفكروا. نعم. يا ناس الشر تفكروا شوية. المهم وربي يغفر لنا ويغفر لكم وسلام. آمين. شكرا الأخ عيسى. قبل من مرر لك الكلمة الأخ نوري، بودي هو أن أذكر الإخوة اللي والأخوات اللي راهم يتابعوا فينا، نحن في نهاية هذا البرنامج والموضوع تاعنا هو حول المصالح في الجزائر والتغيير. ونعود نذكر ونقول الإخوة اللي راهم يتبعوا فينا من أنه الأسبوع القادم رايحين نخصوه حول هذه الندوة نتاع ما يسمى بالمعارضة والندوة نتاع الموالات، ورايح يكون معنا الأخ شوشان الأسبوع القادم إن شاء الله يوم السبت القادم. شحال يكون عندنا السبت القادم نكونوا 2 أفريل. إذن الموضوع تاعنا يكونوا هما داروا هذه الندوة نتاعهم، احنا راح نديروا برنامج وان نتحدثوا على هذه الندوتين، الندوة نتاع ما يسمى بالموالات والندوة نتاع ما يسمى بالمعارضة. رايحين نفتحوا لكم الخط وتعبروا على وجهة النظر نتاعكم، ربما كاين الناس اللي لم تتح لهم الفرصة، او ربما هم يشوا من هنا او من هناك، ورايحين نتناقشوا بموضوعية ونتحدث في هذه المسألة، وإن شاء الله نحاوله هو أنه
نتحدثوا على المصلحه العامه نتاع البلاد مش المصلحه نتاع الخاصه نتاعنا احنا. قال مثلا انا ما عيطوليش قال انا نتكلم ونهضر فيهم ولكن لما يعيطولي نروح وناكل ونسمغ معاهم وناكل مانيش عارف كذا. نتحدثوا على المصلحه العامه خاصه هو انه الجزائر من خلال هذا التنازع هذا ومن خلال هذا الموصل هذا اللي وصلنا ليه وين انه الاسره مشتته الجزائر راها قادمه على خطر كبير. خطر كبير راه راح يحرق البلاد اذا كان الاسره مشتته. اذا كان الاستاذ ما هو في مكانه والامام ما هو في مكانه والاعلامي ما هو في مكانه والعسكري ما هو في مكانه وراحين نجيب لكم الشناوه. نجيبوكم الشناوة غدو نديرو حكومة نتاع شناوة ونجيبو رئيس شنوي. هذه هي ديرو حكومة نتاع شناوة. الأخ نوري تفضل إذا عندك مقترحات فيما يتعلق بالموضوع تاعنا اليوم كيفاش على جال باش على الأقل نقلو من هذا المسألة هذه. نعم خاصة فيما يتعلق بالمصلحة العامة نتاع البلاد. يعني ربما نقلوا من هذه المصالح الخاصة وهذه المصالح الفئوية وهذه المصالح الآنية ونحاولوا هو أنه نقدموا هذه المصلحة نتاع العامة فوق كل الاعتبارات. الناس تتحدث فيها ولكن لما تكون في التنفيذ حاجة واحدة أخرى. نعم شكرا الأخ نورتي. أنا في رأيي والله أعلم أميل إلى الرأي الذي يقول أن المصالح العامة يحميها القانون، ومن خلال هذا المنطلق ممكن نطرح السؤال الآن. منذ الاستقلال يعني منذ 62 هل تمكنت الدولة الجزائرية من بناء جهاز قضائي كامل متناسق وفعال ومستقل تقوم عليه المؤسسات الدولة الأخرى؟ ما نراه على الساحة عندنا فعلا جهاز قضائي، جهاز يتمثل في الشكليات في البنايات، وهذا الجهاز هو قوي دائما فقط على الضعيف، وهذا خلل كبير طبعا. لأن أنت لما تريد أن تبني فعلا مؤسسات الدولة الحقيقية لازم تعطي الاهتمام الأكبر والأول للجهاز القضائي. وربما الإخوة المستمعين لما يسمعوا الجهاز القضائي هذا راه مجال واسع، هذا راه مجال ما يعرفوه غير الناس اللي عندهم اختصاص في الميدان من القضاة والمحاميين والشرطة القضائية وماذا. هو سلك وسلسلة مرتبطة ببعضها البعض، يكون خلل في فرع من الفروع ما يقدرش يكون بالدور نتاعو. أنا الآن علاش جبت هذا المثال؟ الآن مثلا الآن في الوقت هذا في الوقت الحالي هناك أخبار منتشرة على الساحة ويعرفها جميع المواطنين الجزائريين أن السكنات الاجتماعية التي توزع الآن كل أغلبيتها يعني باش ما نقولش كلها أو ربما نسبة مئوية كبيرة توزع عن طريق الرشوة. فيه ناس في مناطق معينة يدفعون 30 مليون باش ياخذ سكن اجتماعي اللي هي من حقه، في مكان أماكن أخرى يقدر يمد 40 مليون، في أماكن أخرى يمد 50 مليون، وفي أماكن اللي يمد حتى 100 و150 و200 لأن هذه الناس عندهم فيلات وعندهم شقق وهم ما تخصهمش السكنات الاجتماعية وإنما ياخذوها باش يعاودوا البزنس أو البيع نتاعها ويربحوا الأموال. وهذا الأمر هذا راه منتشر بكثرة. إذن سؤال مطروح، ما دام هاد الناس يعرفوا البسيط والعام يعني الجهاز القضائي ما على بالوش؟ من المستحيل باش ما يكون على بالوش. إذن علاش راه ساكت؟ هل هو متورط أو باغي باش يبقى هاد الشكل قائم، باغي يعذب هاد المواطن، باغي يخليه يجري، باغي يخليه ملهي بأمور باش عمره ما يوصل للأمر اللي قد مثلا يسعى إلى أمور أخرى؟ هنا السؤال هذا النقاش كذلك قام تروح. فبالتالي
نعطيكم مثال، مثلا في ألمانيا مثلا القانون الألماني لو إنسان يقدم دعوة تجاه يعني مؤسسة أو موظف أو مواطن ثم يسحب الدعوة، القانون وكيل الجمهورية يواصل الدعوة، ما كما نقولوا احنا ما يلغيش الدعوة هذيك فقط لأن المدعي سحبها. يقول لك من صلاحية المدعي أنه يزيد يتحقق من قضية على سحب الدعوة ويزيد يواصل. علاش؟ باش تبقى المصالح يحميها القانون. احنا في الجزائر كان الآن مكاتب في الشرطة وفي الدرك تصرى مشاكل وتصرى تعديات وتصرى أمور كثيرة، المواطنين يقدموا شكاوات بالألاف ومع ذلك ليس هناك حركة بسيطة. هناك خلل، كان مشكل كبير في هذه القضية. إلا ما تعدلوش جهاز القضاء وما تنظموش وما يوليش فعال، ما تخدموا لا سياحة ولا فلاحة ولا صناعة ولا محزنون، هو اللب هو القائم هو العمود، نساو كل شيء. هذه قاعدة مبنية في أجهزة الدولة. ما تقدرش تمشي للسياحة وتمشي من شعرف وين وجهاز العدالة مفركت ومشتت وفساد وتورط والناس ما عندهمش كفاءة ودخل بالمعرفة، وين رايح أنت؟ واش غادي تبني؟ تبني في الخرافات في الأوهام؟ إذن هذه من ناحية. إذن أنا أرى والله أعلم أن الحلول تكمن في هذا الميدان بالضبط. لا ننسى أن الموظف كذلك أو المسؤول أو الراعي مهما كانت مكانته وصفته يجب عليه أن يلتزم بالعمل المؤسسي من خلال يعني الأعمال اللي يقوم بها، ليس يكون عنده نزاهة، يكون عنده شعور بالمسؤولية، يكون عنده ضمير حي. وكذلك لازم يكون هناك مثلا لما تسرى أمور في, 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 في المؤسسة في الوظائف وتسرى مثلا تعارض، تسرى أمور اللي هي فيها يدخل شك، لازم الفصل فيها، لازم تطرق عليها، ما لازمش تغلق عليها عينيك وتقول ما عليش وتخليها تفوت، لأن راك تعتبر مساهم بهذه الطريقة. كذلك هناك الجانب المؤسسي يعني اللي يقوم عليه المدير والفرع اللي يقوم على يعني اللي يراقب كيفاش راهم، لازم يعتنيوا بالموظف الملتزم، الموظف اللي عنده الكفاءة، الموظف هذاك اللي اللائق، لازم يعتنيوا به ويعطيوه يعني الصدارة في القائمة الأولى، ولازم يشوفوا الموظف الآخر يراقبوهم. كيفاش انت مدير في المؤسسة او كذا وتو على بالك بلي كلشي طالع كل واحد يلعب كما يلعب والدنيا ماشية نورمال عندك كلشي ماشي عادي؟ هذا راه الحيره مخربقه، الحيره راه مخلطه، راه مشربكه كاع في بعضها. رانا عايشين في ماشي في دوله حقيقه. عندنا مؤسسات، عندنا بنايات، ولكن الوظيفه نتاع هذه المؤسسات بلطجيه، ما تكزيستيش، ما كانش غير معارف ومحسوبيه ورشوه وقرابه ومحبات وما شابه ذلك. إذن انا ارى في رايي ان الحلول تكمن في يعني في بناء جهاز عدالة بالمعنى الحقيقي، بناس أكفاء، بشرطة قضائية أكفاء، بوكلاء جمهورية أكفاء، ماشي وكيل جمهورية يسمع باللي فلان اختلس المليارات أو فلان مليارات هو ما لبلوش، لأن هذه دخلة في القانون، وإحنا نعرفوا باللي الرشوة واستغلال مناصب في القانون الجزائري يعاقب عليه. فلماذا هذا القانون هذا؟ لماذا هاد الوكلاء الجمهورية يدوا بالملايين يخشوا عليها ودين المكاتب والمناصب وموركين ونايمين وكأنه الأمر لا يعنيهم؟ رئيس النوم مش عارف فلان والله واحد يجي هو اللي غادي يفري المكتب. هذا هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، شكرا للأخ نوري. تفضل الأخ نتاع تيارت. ألو. نعم تفضل. الأخ خبابة. نعم تفضل، لك شما تدير اقتراحات. الأمراض في هذا الدنيا نوعان. نعم. أمراض ظرفية وأمراض مزمنة. للأسف الشعب الجزائري إحنا أصابنا مرض مزمن. هذه قضية المصالح الخاصة كما إحنا نقوله بالعامية واعرة بهتقلحها على الشعب. يعني لازم تجنيد قوي لتثقيف هذا الشعب وتوعيته. مثلا كيما كان يتكلم الاخ نوري بالمناسبه نحييه، كان يقول لك كاينين مواطنين يرفع دعوى قضائيه في المحكمه ثم يسحبها. الحاجه اللي تجي في عقل المواطن انه عندما يرفع دعوى قضائيه ضد اي واحد ويجيه يقول له شوف، يقول له انا نعطيك القهوه نتاعك واسحب الدعوى القضائيه هذه. هذا المواطن واش يحط في راسه؟
يقول لك مادام هذا الانسان قال لي نعطيك قهوتك، يعني اللي هي الرشوه سموها بالاسم تاعها الحقيقي، يقول لك كيما مستعد باه يعطيني انا رشوه ونتنازل على القضيه، هذا ثاني عنده استعداد تام باه يمد رشوه للقاضي والقاضي يستلمها وراح يخرجني نولي انا ظالم. اما لي هذه الاموال نديها انا ونتنازل على القضيه خير من اللي يديها القاضي، لانه اليوم ما عندناش عداله في الجزائر يا اخي نوري. المشكل اليوم شوف في الجزائر عندنا محاكم، انا في شحال يعني من مرات نكون في حوار مع اصدقاء ليا ونقول لهم والله اتمنى انهم ما يقولوش وزاره العدل في الجزائر، يقولوا وزاره المحاكم، لانه العداله موجوده في فرنسا، موجوده في اسرائيل، موجوده في بريطانيا، موجوده في الدول الاوروبيه. يوم اللي تكون كاينه عداله في الجزائر ثم سموها وزاره العدل، اما الان فهي وزاره للمحاكم، يعني تشرف على ادارات يسموهم محاكم يضطهدوا بهم الشعب يعني ويحقوا بها مصالحهم الشخصيه متى وكما اراد. الاخ نتاع تيار تسمح لي برك على جال باش ما باش باش الناس اللي راهم يتبعوا فينا يقول لك هذه هي سياسه نتاع تطبيع مع اسرائيل، الناس اللي راهم يتبعوا في الثغرات نو اسمح لي برك، انت تقصد في القضيه هذه نتاع العداله في اسرائيل يعني الاسرائيليين بيناتهم، ولا تقصد الاسرائيل مع فلسطين؟ لا الاسرائيليين بيناتهم. ايوه باش ما نخليو لهمش هذه الثغره هذه يتنشطوا منها. شوف اخي نور الدين، حتى كي نقول لك باللي مثلا العداله في الولايات المتحده الامريكيه او في المانيا، حتى عندهم الداخل برك ما تكونش عندهم عداله مع الشعوب الاخرى. ايوه تقصد العداله في الدول الغربيه هذه بيناتهم بينات الدول فيما بيناتهم. فيما بيناتهم على بالي نعم، الناس اليوم الحمد لله كاين ناس مثقفين يعرفوا واش راني نقصد. نعم فهمني اخي كريم، ولكن كاين فيه المرضى ثاني، خلينا هذوك الناس الشياطين ولا اللي عندهم مرض نفسي ولا عندهم الى قلت انا كاين عداله في اسرائيل وسمعوني ورايحين يعلقوا عليا، يعلقوا على التطبيع اللي راه صار ما بين الجزائر واسرائيل تحت الطابله. اليوم ما راناش عميان، ما راناش اغبياء. اليوم بوتفليقة شافوا العالم كيف تسلم على يهود باراك، اليوم يعني علاقة شافوا القايد صالح كيف مريح مع جنرالات إسرائيل. اليوم اللهم إلا كان إنسان يعني كيف احنا نقولوا ما عندوش البصيرة، هذه اللي ما نحكوش عليها راك فاهمني. اليوم قلت لك يا أخي بابا لازم إذن قلت لي باللي المرض هذا مزمن، مرض مزمن يا أخي بابا، وبه نداووه يلزمنا سنوات وسنوات وسنوات، لانه خلاص المرض هذا سكن في الاجسام تاعنا. ربما حتى انا نتكلم عليك معاك عليها نكون منافقين، ربما حتى انا نتكلم معاك نكون بالك عندي مصالح شخصيه، لانه المجتمع اغلبيته 90% حتى او اكثر من 90% اليوم الصبح يمشي بهذه العقليه. ما نقدرش نقول لك مستحيل، بصح نقول لك من الصعب باه تقلع هذه الفكره من راس الشعب الجزائري، لاني كما قلت لك في بدايه التدخل تاعي الشعوب على ديون ملوكها، خاصه هذه الشعوب اللي ما راهيش مثقبه يقدروا يسيطروا عليها بوسائل الاعدام، ولا اقول وسائل الاعلام، وسائل الاعدام نتاعهم اللي راهم يتحكموا فيها بالمحاكم بشراء الذمم كما يقولوا عندهم الوسائل، وهما حتى يعني الانظمه الدكتاتوريه راني قلتها لك اخي بابا ونعاودها لك، ما تخرجهمش بها الشعوب تكون مثقفه. شوف على بالك يقول كاين واحد القاعده تقول باللي زوج اشياء يعني الانسان الى فطن زوج من الناس يخافوا منه، وهو الحاكم الديكتاتوري والسراق، هذو زوج يخافوا من الانسان الى فطن. اما على هذا الشيء الانظمه الديكتاتوريه راها تزرع في هذه الامراض، انا نسميها امراض في الشعوب، يعني حتى ما نقولش النظام الجزائري فقط، كل الانظمه الديكتاتوريه تزرع في هذا التجهيل، في هذا يعني قضيه المصالح الشخصيه، في هذا يعني الفتنه ما بين. شوف والله يا اخي خبابه، ما دام احنا ما بدلناش العقليه تاعنا، ما دام انا في تيارت مثلا نقلع العقليه تاعي، ما نبقاش نقول هذا من سطيف ما نداويش وهذا من وهران ما نداويش، نداوي ولد بلادي، والله ما نتسقمو يا اخي خبابه. ما دام ما قلعناش هذه العقليه، وما دام ما تربيناش نقولها بصريح العباره، وما دام ما يكونش عندنا وازع ديني وإيمان بربي سبحانه وتعالى وخوف من ربي سبحانه وتعالى كبير، والله العظيم نبقى في بلاصتنا حتى ما نقولكش نرجعوا للوراء، والكارثة
نسأل الله العافية يا أخي خبابة، والله شيء ما يفرحش يا أخي خبابة. أنا راني نمشي في الشارع، أنا راني من الشعب البسيط، أنا راني نسكن في أدغال الجزائر، والله تشوف أشياء كارثية، قضايا كارثية، يعني تشوف حتى الشعب في... حتى الشعب برا كيف يتعامل مع بعضه البعض، ما يستعرفش اليوم بالقليل، اليوم يستعرفوا باللي عنده دراهم، يا ربي يكون ظالم عنده دراهم وعنده العصا. اليوم شوف أخي خبابة، اليوم اليوم مثلا تدخل في البلدية، أنت مواطن وأنا مواطن، كي يصرى لك مشكل مثلا مع لاجونت بيرو، مادام هذاك عون 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 المكتب حقرك أنت، إذا يعني دير تجاية في الحقرة. هنا في هذه الحالة الشعب ما يجيش مع هذاك المواطن اللي محقور، يجوا مع عون المكتب لاجونت بيرو، يجوا معاه علاه، كل واحد يقول لك أنا نجي معاه باه يقضي لي صوالحي. ما على بالهمش باللي كيما يقول لك المثال، إذا حسن صاحبك بلتها، ما دام ضربوا الأخ خبابة راها جاية دارت ما فيهاش، الشعب لازم يغير الذهنية نتاعو، وهذه اللي نجم نقولها لك يا أخي خبابة. نعم شكرا، بارك الله فيك الأخ نتاع تيرت، شكرا. الأخ سعيد ومن بعد نجي لك عبد القادر. تفضل الأخ سعيد. ألو ألو أخ سعيد هل تسمعوني؟ شغل الميكروفون ربما راك مطفى. نعم أخي المذهب. نعم نحن في نهاية البرنامج، ما عندك اقتراحات فيما يتعلق بالموضوع تاعنا نتاع اليوم؟ نعم أخي نور الدين، أنا أول وقبل كل شيء يعني إذا كان ممكن لابد في الموضوع هذا بالذات لابد أن نشخص كيف تكون أو كيف أو نرتب الحلول. وأنا في اقتراحي والله أعلم ممكن نظريتي قابلة للخطأ وقابلة للصواب في نفس الوقت، أنا أرتب الحلول على ثلاث مراحل أخي نور الدين. المرحلة الأولى وهي حل أو حلول ذات المدى القريب، ومن بين الحلول التي أقترحها هو أولا وقبل كل شيء عزل هذا النظام الفاسد أو هذا النظام الموجود في الجزائر، إنه فعلا عبر بكل وفي شتى المجالات أنه نظام مشلول، نظام غير قادر على تسيير أمور الشعب، نظام غير يعني موجود في الساحة السياسية سواء الداخلية أو الدولية، هذه من ناحية. الحل الثاني هو طبعا إيقاف النزيف التي تعاني منه الجزائر الآن والكل يتحدث عنه، والذي يتمثل في تقسيم أو في وحدة ترابنا المستهدفة أكثر من أي وقت مضى، يعني التاريخ يعيد نفسه كما حصل في السودان. فتقسيم الجزائر الآن أصبحت مستهدفة، يعني تراب الجزائر ووحدتها. ومن ثم تأتي المرحلة الثانية من الاستعمار الجديد، ألا وهو استغلال ثرواتها سواء التي ما زالت تحت الأرض من بترول وغاز وذهب وفوسفات ومناجم وإلى غير ذلك ومياه، أو على سطح الأرض. الجزائر غنية سواء في جوف الأرض أو على سطح الأرض من طاقات متجددة، من آثار تاريخية ومعالم وحتى الموارد البشرية، وهذا دليل قاطع على ما حصل في العراق. العراق يعتبر الدولة الوحيدة العربية التي لا توجد فيها الأمية، انظر ماذا فعلوا بها وبعلمائها ومفكرها وصناع قرارها وإلى غير ذلك، سرقوهم. وهذا طبعا التاريخ يعيد نفسه أخي نورتين، انظر ماذا فعلت. أحسن مثال لابد علي أن أذكره، ماذا فعلوا بألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، سرقوا كل أو تقريب أغلبية علمائها، لا أقول كل لكن أغلبية علمائها، تقسمتهم الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، أليس كذلك؟ ألمانيا خربت إلى 73% بعد الحرب العالمية الثانية، لكن الذين تبقوا ها هو كما يقول لك لب 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 الموضوع، الذين تبقوا من العلماء الألمان في ألمانيا المخربة آنذاك عملوا على المصلحة العامة،
عملوا على بناء ألمانيا الجديدة للأجيال القديمة، عملوا على وحدة الشعب الألماني وقد تحقق حلمهم، عملوا بدون جيش حيث الآن أصبحت تصبح حيث الآن ألمانيا هي طبعا قوة تهيمن على الاقتصاد العالمي وتفرض وجودها، حتى أنها تهدد الاقتصاد الأمريكي أو الدول الأخرى التي لها جيوش. فلا بد علينا في الجزائر، لا بد علينا في الجزائر سواء وبالأخص الأحزاب السياسية، سواء هؤلاء السياسيين الذين يدعون المعارضة، لا بد علينا أن نتعلم الدروس والأمثلة من التاريخ، لا بد علينا أن نتعلم من التاريخ القديم مثل ما حصل في ألمانيا، لا بد علينا أن نتعلم مثل ما حصل في العراق، لا بد علينا أن نتعلم مثل ما يحصل الآن في مصر. فلا بد علينا الحفاظ على وحدة الجزائر. المرحلة الثانية وهي مرحلة ذات المدى المتوسط وتكون لمدة معينة من الوقت، ممكن 10-15 سنة، وهو بناء قواعد سياسية متينة لحكومة وشعب يعني يرشحه الأغلبية الساحقة الشعبية بطرق شفافية. تكون هذه القواعد أول وقبل كل شيء قاعدتها هو بناء دولة الحق والقانون، الحق والقانون، القانون فوق الجميع، القضاء وتطهير كل المؤسسات الجزائرية من الفساد ومن الدمار الذي يحدث الآن، هذه من ناحية. وبعدها دائما تبقى يعني المؤسسات الجزائرية واقفة برجال مخلصين، إعادة لهم الكرامة والعزة في العمل الذين يسهرون عليه في الخفاء الآن. فهناك الكثير من هؤلاء الجزائريين لابد أن نعطي لهم الاعتبار ويعلموا الأجيال القادمة كيف تكون التضحية، كيف الدفاع عن المصالح العامة، كيف الدفاع عن مصالح الوطن وإلى غير ذلك. المرحلة الثالثة طبعا هي العمل من أجل بناء دولة تدوم إلى وتتحدى تحديات العصر، وبالأخص الجزائر. الجزائر هي أكبر دولة في إفريقيا وتسع دولة في العالم من حيث المساحة، لها كل المؤهلات. لا بد علينا أن نعمل في هذا الإطار، لا بد علينا أن نبتعد عن حب النفس، لا بد علينا أن نبتعد عن الأنانية، لا بد أن نعرف من أين أتينا وإلى أين نذهب، من أين أتينا، من شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالنفس والنفيس و أخرج الجزائر، رغم أن ما يقال الآن منذ التي سكنت في الجزائر 132 سنة أخرجوهم بمصلحة العامة بالتضحية وإلى غير ذلك. هذا ما أريد أن أقوله، وشكرا أخي نوردين. شكرا الأخ سعيد. تفضل الأخ عبد القادر باش نختم البرنامج. شكرا أخي نوردين، ونشكر الإخوة اللي معكم وخاصة محمد سعيد والأخ نوري بطبيعة الحال وجميع الإخوة. والله كما يعني إحنا من خلال إذاعة وطني اليوم، إحنا أولا لا نملك الحل، وإنما إحنا رانا بصدد أننا ننبه وندق ناقوس الخطر، ندق ناقوس الخطر من خلال إذاعة وطني، من خلال هذا المنبر الحر، ونوجه نداءنا لكل النخب الجزائرية، والنخب الجزائرية من سياسيها ومن إعلاميها ومن مثقفيها ومن الباحثين الأساتذة في الجامعات وتربويين إلى غير ذلك، بأن البلاد راهي في خطر. ونقول باللي الحل نملكه جميعا، الحل مع بعضنا البعض، نديروا اليد في اليد، نخرجوا شعبنا من هذا المأزق، من هذا العقلية المصلحية الخاصة الضيقة. وكما قلنا، مثل ما كان تقديم المصالح الشخصية على المصلحة العامة عبارة عن تراكم مراحل وتراكم سياسات وتراكم أخطاء وصلتنا إلى سياسة نفسي، وصلتنا إلى سياسة جماعتي، وصلتنا إلى سياسة نخبتي، حزبي،
الفئة نتاعي، الجهة نتاعي، إلى غير ذلك. فكذلك الوصول إلى تقديم المصلحة العامة ومصلحة البلاد على المصالح الشخصية لا يكون إلا عن طريق كذلك تراكم. لازم يكون تراكم، تراكم مجهودات، مجهودات تكون إيجابية، كذلك تراكم سياسات صائبة، كذلك تراكم نضالات. فهذا التراكم هو اللي راح يدينا إلى هذه القيمة الحضارية، لأن تقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية هي قيمة حضارية لابد لأي دولة باش تتقدم هذه الدولة. كذلك كما قال الإخوة من قبل، كذلك إعادة النظر في المنظومة التربوية. المنظومة التربوية يتخرج لنا إنسان مشلول، إنسان يحب روحه برك، إنسان كما يقولوا هنا سيلفيش، يحب روحه ويحب مصلحته فقط. هنا مثلا شفنا كيفاش الاطفال يربوهم، وعدنا اولادنا قراو هنايا، يعلموهم كيفاش يخدم في الجروب، يقدم اكثر ما يطلب. يعني كل ما تقدم كل ما تكون ناجح في المدرسه. احنا في الجزائر يا للاسف العكس، العكس، فكل واحد يبدا يسرق من 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 التلميذ اللي يعني يحب روحه فقط، يحب روحه. كذلك قضية توعية الجزائريين من خلال المنابر الإعلامية. نشوفوا مثلا في الجزائر، لما ننزل الجزائر نشوفوا مثلا كل واحد مهتم ببيته، يهتم بروحه، يهتم بالبيت نتاعه فقط، أما جاره والمحيط نتاعه ما على بالوش قاع بيهم، ما على بالوش لما أنه يهتم بالبيت نتاعه ويشري ويسقم الدار دياله إلى غير ذلك، وينسى المحيط ويرمي الوسخ في المحيط ويكسر الضوء خارج البيت نتاعو، ويكسر الطريق ويرمي الزبل وين كذا، ما على بالوش باللي راح تنعكس عليه سلبا. راح يجيه الذبان، راح يجيه الناموس، راح تكثر الجريمة في الحي، راح كذا، نظرا لأنه لم يهتم بالمصلحة العامة، لم يهتم بالمحيط نتاعو، لم يهتم بالجار نتاعو. هو يأكل في البيفتاك والجار نتاعو ما يلقاش خبزة تاع ما يلقاش الخبز، ولذلك الأبناء نتاع الجار تاعو بطبيعة الحال راح يسرقوا أولاده. وهكذا الاهتمام فقط بالمصالح الشخصية راح يؤدي إلى تمزق البلاد، إلى تمزق البلاد. فكذلك قضية كما قال الأخ نوري أركز عليه، وهي تفعيل العدالة والقضاء، لأن العدالة والقضاء هي التي تحاسب المسؤول هذاك اللي راح يستعمل المنصب في الشخص في المصلحة نتاعو، يخدم مصلحته. ونتذكر كلمة يعني من كلمة يعني كبيرة قالها بومدين هواري بومد رحمه الله في واحد الخطاب تاعه، قال للجماعة نتاع جبهة التحرير الوطني، قال لهم اللي يحب يدير البزنس يخرج من المصلحة العامة، يخرج من المناصب الدولية، من المناصب تاع الدولة. اللي يحب يخدم المصلحة العام يقعد وما يديرش البزنس، اللي يحب يدير البزنس يروح للبزنس. يعني كاين زوج حوايج ما يتلاقاوش، ما لازمش هاد المسؤولين، يعني مسؤول ان المسؤول يعني يستغل المنصب تاعو والنفوذ. وهذا كما قلت لازم يكون العداله والقضاء وتفعيل العمل تاعها. ف اخي نور الدين، يعني عندي امل، عندي امل، عندي امل في الشعب الجزائري وفي الاجيال تاعو، والأمل يغمرني خاصة لما نشوف هذا المنبر، هذا المنبر الحر، أننا يعني أو الأخ نور الدين مثلا كنموذج، وما ليش نشكر فيك، وإنما هذا يعني يعلمه العام والخاص أنك داير قناة وداير مجهود ومضحي بوقتك ومضحي بعائلتك من أجل المصلحة العليا، ماكش تخدم في نفسك. هذه لو كانت ها النخب الجزائرية، كل النخب الجزائرية تقدم وش راه يقدم الأخ نور الدين، يعني ممكن أننا ندفع يسرى التراكم هذا اللي نحكي عليه، تراكم نتاع المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. فعندي أمل في الشعب، وخاصة لما نتذكر قولة ابن باديس رحمه الله، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. يعني شعبنا كما يقولوا شعب ولاد، دائما ان شاء الله يخلق النخب هذه اللي راح تخرج الشعب والبلد من هذا الانسداد. فالعمل على بعث او ايجاد نخب ابتداء مني ومنك ومن الاخوه المستمعين
باش نكونوا نموذج لإعادة هذه القيمة الحضارية، وهي تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. دائما نفكروا كيفاش نخدموا البلاد، كيف نخدموا الشعب، بطبيعة الحال نخدموا نفوسنا كذلك، ولكن ما يكونش على حساب المصلحة العامة. كلمتي للإخوة اللي راهم رايحين يتلاقاو في التنسيقية في زيرالدا كذلك، وهي أنهم يفكروا هذا التفكير الراقي وهذا التفكير الحضاري، وهو أنهم يقدموا مصلحة الجزائر ومصلحة الشعب الجزائري على هذه المصالح الضيقة، مصالح الحزب التاعي، مصالح جماعتي، مصالح جهتي. وهذه التنسيقية أقول لكم أنكم لا تملكون الحل، كل الحل، الحل هو يملكه كل الجزائريين، كل النخب الجزائرية. ونفس الشيء بالنسبة للسلطة كذلك، أوجهوا نفس الخطاب نفس المساج، وهو تقديم مصلحة البلاد على هذه النظرة الضيقة، النظرة الضيقة قطع السلطة. أنني أنا نعرف كل شيء وانتم ما تعرفوش، قضية الإقصاء، أنتم ما كنتم وطنيين أكثر من الآخرين، أنتم لا تملكون الجزائر، أنتم خدام لهذا الجزائر، أنتم خدام لهذا الشعب الجزائري. فنجعل مصلحة البلاد فوق أي مصلحة، ونعمل جميعا اليد في اليد على إخراج البلاد من هذا الانسداد، هذا الانسداد السياسي، وهذا الانسداد مع المحيط ومع المشاكل الإقليمية اللي رانا عايشينها. لا قدر الله، لا قدر الله راح تفجر الوضع. فنديروا اليد في اليد، ننساو المصالح الضيقة، ونعمل إلى مصلحة الجزائر والجزائر وفقط. وبارك الله فيك أخي نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ اللي دخلت معنا الآن، نحن في نهاية هذا البرنامج، وكان الموضوع تاعنا هو حول المصالح في الجزائر والتغيير. إذا كنت تحب تدير مداخلة مرحبا بك. الاسم ومن راك تكلم فينا؟ ألو ألو، الأخ اللي دخلت معنا تفضل. الأخ نحن على المباشر. المهم نأسف. إذن الإخوة والأخوات، نحن في نهاية هذا البرنامج، نحاول أن ربما ندير مداخلة قصيرة ونخليكم ترتاحوا، ربما رانا طولنا عليكم من خلال هذا البرنامج. نتمنى هو أن رانا أفدناكم من خلال هذه المعلومات، وربما رانا فتحنا لكم بعض الزوايا حتى باش ربما توليوا اهتمام لهذا الموضوع، لأنه هذا المرض هذا اللي راهو ينخر في الجسم نتاع المجتمع، راه واحد ما راهو راح يسلم منه، راه إذا طردقت البلاد في ظل هذه المؤشرات الخطيرة، بحيث راكم تشوفوا في كل موضوع نناقشوه نلقوا باللي راها فيه كوارث. وبطبيعة الحال احنا ما راناش نخوفوا في الناس، احنا اذا راكم في الامن وفي الاستقرار وفي الهنا، واحنا رانا نزيدوا عليكم، ربي ان شاء الله يطول عماركم وربي يعطيكم كل ما نتمنوا، ونتمنوا احنا نكونوا غالطين. ولكن اذا وقع الفاس على الراس، تفكروا الكلام اللي كنا نقول لكم فيه منذ سنوات، والايام بيننا، احنا رانا حابين على جل باش ما تزيدش تعاود تكرر هذه الفتنة اللي وقعت في البلاد، لأنه إذا راها طردقت راها ربي غير يسلكها. عدة مواضيع رانا ناقشناها، وراكم شفتوا النتيجة اللي نلحقوا لها في كل موضوع. هذه المسألة نتاع المصالح الخاصة والمصالح الآنية، اللي يقول العكس يتفضل يعري على صدره ويجي يتفضل ويقنعنا. هذه المسألة ما راهيش موجودة قال مثلا عند فئة معينة، راها موجودة من الفوق لتحت، من الأساس نتاع البلدية للرئيس الجمهورية، موجودة في الأسرة، موجودة عند الفرد، موجودة في المجتمع، وموجودة في كل الفئات نتاع المجتمع. ودرك إذا كان هذا الإنسان هو اللي يفضل المصلحة الخاصة نتاعه والمصلحة الأنية على المصلحة نتاع العامة، كي تكون درك مثلا قال مثلا
مجموعة من الناس في مجتمع. لكن ذكر الأمر هذا راه عم، ما بقاش قال مثلا غير دوك نشوفوا الرشوة عمت، السرقة عمت، النهب عم، الفساد عم، الأخلاق إلا ما رحم ربي. رانا نشوفوا الفساد راه موجود في كل القطاعات. واش راهن تنتظروا النتيجة؟ واش هي راهن تنتظروا من أنه هذه البلاد تتطور في ظل هذا الفساد؟ راهن تنتظروا نهضة في ظل هذا التأثير تاع المصالح الخاصة والمصالح الأنية؟ راهن تنتظروا نهضة؟ شوفوا هذه المجتمعات اللي راها درك راها قفزت قفزات نوعية في المجال هذا نتاع التطور هذا، شوفوا لهذه المسألة. هل ترى درك مثلا مواطن في فرنسا تروح قال مثلا انت تدور به على جل باش انت تحقق مصلحة خاصة على مصلحة عامة، رايح يمشي معاك؟ هو اول واحد راه راح يخبر الشرطة عليك، ربما يضحك لك وربما يشرب معك قهوة، وفيما بعد تلقى روحك ليمينو تمام في يديك. بينما احنا اللي في البلاد رانا نشوفوا فيهم وراكم تسمعوا بوذنيكم وراكم تشوفوا بعينيكم. واحد راهو يخدم في مصلحة عامة، راهو يخدم في التلفزيون. هاني نشوف انا في واحد شخص ربما راهو الان يسمع فينا في اليوتيوب، داير قناة يخدم في التلفزة، والبرامج هذيك كأنها نتاعو ملك نتاع باباه، عوض هو أنه يكون صفحة نتاع الفيسبوك نتاع القناة الرسمية نتاع التلفزيون إذا كان نشرت برامج قال من أجل المنفعة العامة. والله هذيك سيدي على العين وعلى الراس، داير حساب يخدم في القناة، ربما يخدم في القسم نتاع الأرشيف ولا مانيش عارف وين يخدم، والقناة هذيك دايرها نتاعو ملكو، قناة عامة، قناة التلفزة كأنها ملك نتاعو، يجيب في الأشرطة هذيك النادرة ويستعمل فيها، يستعمل فيها نفسه مش يستعمل فيها للعامة. هذا هو شخص، وقس على ذلك في كل القطاعات. تلقى واحد راهو جنرال راهو يستغل في المنصب نتاعو، واحد راه مدير راهو يستغل في المنصب نتاعو، إمام راهو يستغل في المنصب نتاعو. وإذا كان عمت هذه الطامة هذه، النتيجة اللي راكم تنتظروا فيها وش هي؟ والله العظيم ما كان نتيجة غير الخراب. وهذا الكلام اللي نقولوا فيه مشي نتمناوه، هذه حقيقة راكم راحين توصلوا لها. يعني كيف من النتيجة نتاع العملية نتاع الحساب، واحد زايد واحد راح يساوي اثنين. دوك اذا انت حبيت تغير هذيك النتيجة غير العملية نتاع الحساب. اذا حبيت باش انت تلقى نتيجة نتاع خمسة، دير واحد زايد اثنين زايد كذا توصل لنتيجة نتاع خمسة. اذا كان انت راك على بالك درك مثلا بالفساد هذا، فساد راهو في كل القطاعات، راهو في الفلاحة، راهو في السياحة، راهو في الرياضة، راهو في الجيش، راهو في الإعلام، راهو في التربية. وصلت الناس يا عباد الله تروح للحج بالسرقة وبالرشوة، وصار السارق، صار النصاب، صار المحتال، صار اللي راهو يأكل في الرشوة، وصار الإنسان الفاسد صار قافز. رانا نشوف فيهم الناس أسوا التجارة نتاعهم بالمخدرات، أسوا التجارة نتاعهم بالمحرمات، ومع ذلك تلقى الناس راهم يتقربوا لهم. بينما إذا كان شافوا واحد راهو زوالي وراهو عنده أخلاق عوض هو أنه يعاونوه، لا هذاك يحقروه. وش رايحين تنتظروا؟ رايحين تنتظروا من أنه ربي راهو رايح يبارك لكم في هذا الفساد؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين. محتاجين الإصلاح في كل القطاعات، محتاجين الإصلاح في القطاع نتاع الدعوة، محتاجين الإصلاح في الرياضة، محتاجين الإصلاح في الجيش، محتاجين الإصلاح في الإعلام، محتاجين الإصلاح في المدرسة، محتاجين الإصلاح في الصحة، محتاجين الإصلاح في السياحة، محتاجين الإصلاح في العدالة، محتاجين الإصلاح
في كل القطاعات، في النقل في كل القطاعات. والإصلاح ما يقوموش به المفسدين، الناس اللي داروا الخراب في هذا المجتمع. وش راح تنتظر انت هذوك من الناس اللي كانوا يعذبوا كانوا يقتلوا؟ وش راح تنتظر انت من الناس اللي كانوا يسفوا في الأراضي بالهكتارات؟ وش راح تنتظر منهم؟ ربما إذا كان واحد منهم تاب واستغفر، التوبة راها الباب تاعها مفتوح كل يوم، وفيما بعد هما يعاودوا يرجعوا الشيء اللي سفوه والشيء اللي داوه ويعتذروا أمام الشعب من أنهم أخطأوا في حق الشعب، وبالتالي هما راهم رايحين يساهموا كيف ما رانا شفنا. شفنا بعض الناس اللي راهم كانوا يساهموا في الفساد، شفنا ناس قال مثلا واحد كان مغني كان يظنهر وطوله هو في الغناء الفاحش، فيما بعد اهداه ربي وتابع ليه، ربما فيما بعد حاول هو يكفر على السيئات نتاعه ولا هو يقوم بأشياء واحدة أخرى. هذه ما شيء مرغوب وشيء نشجعوه ونطلبوا من هذه الناس اللي أخطأوا في حق الشعب وساهموا في هذا الدمار كيف ما ساهموا في هذا الدمار، يساهموا من المواقع نتاعهم المختلفة بإتاحة الفرصة للناس اللي راهم حابين يصلحوا في هذه البلاد. ولما يكون عمل جماعي، يكون عمل جماعي من أجل النهضة بالمجتمع، فيما بعد احنا رانا رايحين نضيقوا الخناق على هذ المفسدين وعلى هذ الناس اللي راهم يؤثرون المصالح الخاصة. واحد لما يجي هو قال مثلا يؤثر مصلحة خاصة، قال مثلا قطعة نتاع تراب حب هو باش يدي فيها كمية من أجل علاج باش هو يدير طريق، وهذيك القطعة نتاع الأرض فيها مصلحة عامة، لما تنوض الناس فيما بعد في جهة واحد أخرى عارف باللي الناس راها راح تنوض. لكن إذا كان كل واحد راه هو يؤثر المصلحة الخاصة، كل واحد المهم اختار راسه وضرب، فيما بعد خلاص ضرك رانا نشوفوا باللي الناس ولات لا تولي اهتمام لهذه المسائل العامة، ولا كل واحد يضرب على الحزب نتاعو، كل واحد يضرب على الحركة نتاعو، كل واحد يضرب على الجهة نتاعو، وكأنه الحقيقة راه عنده، بينما الحقيقة راه موزعة. أنا عندي واسمه جزء من الحقيقة وانت عندك جزء من الحقيقة والآخر عنده جزء من الحقيقة. درك لما يكون هناك عمل جماعي هذيك الأجزاء كلها تتلم ونخدموا بها المعجزات. كل الوسم هذاك المنبع نتاع الماء، هذاك راهو كاين منبع وهذاك راهو كاين منبع وهذاك راهو كاين منبع، ونلموا هذيك المنابع هذيك نتاع الماء ونديروا بها واد، نديروا بها بحر. دوك لما تجتمع هذه الطاقات، تجتمع هذه الاشياء اللي راح تفيد المجتمع، فيما بعد راح ننقذوا المجتمع نتاعنا، ننقذوا رواحنا، ننقذوا العائلات نتاعنا، ننقذوا الاجيال. وش راح تنتظروا من هذه الاجيال اللي تربت في هذا الاحتقان، تربت في ظل هذا الفساد، تربت في ظل هذا المصالح الخاصة، تربت في ظل هذا الرشوة، وفي ظل هذا الفساد اللي راه يضرب في كل القطاعات. وش راح تنتظر؟ راكم تشوفوا الجرائم اللي الآن راكم تشوفوا فيها، صاروا ناس يغتصبوا في الأطفال ويقتلوا فيهم ويقطعوا فيهم، وهذه راها مؤشرات لحرب راها جاية. والله العظيم يا إذا ما تحركتوش والله العظيم غير تندموا حيث لا ينفع الندم. من بعد خلاص، من بعد سيطر وطار، مادام راها ما زالت الأمور، وإن كان راهو خلاص لم يعد الوقت كافي للإضاعة نتاعو، ولكن مع ذلك ما زالت عندنا الفرصة. مثل الإنسان هذاك اللي راهو مازال ما ماتش، راه مازال عنده الفرصة للتوبة، وربي راه يفرح بالتوبة نتاع العبد نتاعو. ما دام راه مازالت الفرصة مفتوحة، لعل الإنسان يتوب، لعل الإنسان يكفر على هذه الأشياء اللي راهو دارها. أما إذا كان راه بقى الاستمرار في هذا الغي وفي هذا الركوب نتاع الرؤوس، فيما بعد إذا كان راحت البلاد اقعدوا فيما بعد. شوفوا الآن
السورة مساكين شوفوهم كيفاش راهم هربين، كأنهم نشوف في الجحيم، نشوف أنا في يوم القيامة راهو قدامي ناس هاربة من الجحيم. وهذا راه مش بعيد علينا احنا الجزائريين، مش بعيد علينا، وقع اللي وقع. وهذا الشيء اللي وقع في هذه الفتنة هذه هو راه كان نتيجة تاع تراكمات سلبية، لأنه هذا الصراع اللي حدث ماهوش نتاع 92. كل إنسان دارس للتاريخ، كل إنسان دارس للحركة الوطنية، كل إنسان دارس للصراعات اللي وقعت في حزب الشعب وأثناء الثورة والاغتيالات اللي حدثت وهذه التصفيات اللي حدثت، كلها نتيجة اللي أدت للانفجار اللي حدث في 92. وإذا كان راهم الجزائريين في مرحلة ما راهم خايفين من الانجرار وراء بعض النداءات وراء كذا، ولكن شكون اللي يضمن لكم المستقبل؟ واحد ما راهو راه يضمن لكم، راه ما زالت فرصة على جل باش ننقذ ما يمكن إنقاذه. والحمد لله الآن راها كاين الوسائل وكاين الإمكانات، راها اللي خص هي الإرادة فقط، الإرادة الصادقة. لما تكون هناك إرادة صادقة والناس تدير صوب الأعين نتاعها إنقاذ البلاد، مش الإنقاذ نتاع الحزب نتاعو ولا الإنقاذ نتاع القناة نتاعو ولا الإذاعة نتاعو ولا التلفزة نتاعو ولا الحزب نتاعو ولا المجموعة نتاعو، إنقاذ البلاد. كل إنسان يفكر في المصلحة نتاع البلاد. راك في اللفلان، راك في الأرندي، راك في حمص، راك في مانيش عارف أنا، في أي حركة في أي حزب، دير المصلحة العامة فوق كل اعتبارات. ما تخممش انت قال انا هذاك انت راك مع بوتفليقة، لما يجي واحد انت ينتقد بوتفليقة تعتبره انت باللي خائن. ما لازمش تفكر هذا التفكير. او انت راك مع القايد صالح، لما يجي واحد ينتقد القايد صالح هذاك راه صار من اصحاب الجحيم. ما لازمش تفكر هذا، هذو اشخاص. دوك حنا لازم تطغى هذه المصلحة العامة، تولي قناعة راسخة، تولي مبدأ تمشي به الناس. نهار اللي الناس تولي تفكر بالتفكير نتاع المصلحة العامة، انا درك مثلا شخصيا اعوذ بالله من كلمة انا، لو كان جيت انا مثلا راني نفكر باش نتكلم وحدي، راه كاين اليوتيوب وكاين الفيسبوك وندير تسجيل ونتحدث وحدي، تبقاو تسمعوا غير فقط في الكلام نتاعي. لكن انا حبيت على جال باش تشاركوني ونشاركوا بعضنا البعض، لانه الافكار تاعي قادر ذوك الاخ نوري هو ياخذ مني فكره وانا ناخذ منه فكره، وسعيد وعبد القادر والاخ تاع تيارت وعيسى وزيد وعمر وهكذا. هذيك الافكار هذيك حنا من المستمع اللي راهو يستمع، راهو يستمع لمجموعه من الناس راهم يتحدثوا وراها تتكامل عنده هذيك الافكار، وراه رايح يخرج هو فيما بعد بخلاصه اللي فيما بعد راها رايحه تفيدو. درك حنا كيف كيف اذا كان حبينا باش نخرجوا البلاد، كيف كيف قادر درك هو راهو حزب انا ما نتفقش معاه ولكن عنده فكره مليحه، نهز انا الفكره المليحه هذيك من عنده، ونهز الفكره نتاع الحزب اللي راهو الانسان يدافع عليه تكون فكره مليحه. موش درك لما الانسان انا راهو معايا خلاص، ولما يكون هو راهو ينتقدني، لا، انا نتبع المصلحه نتاع البلاد. وانا شخصيا دائما نقولها واعوذ بالله من كلمه انا، قاسما بالله لو كان لقيت ناس راهم في المستوى وراهم يعمروا العينين، قاسما بالله ما نتكلم، والله غير مستعد غير غدوه نمسح هذه الحسابات اللي راها موجوده على الانترنت كلها، اذا كان هذه الحسابات هي راها دير مضره للبلاد والله اسمه، غير غدوه نمسحها ونخرج نهائيا من الانترنت. لكن للاسف الشديد هو انه ما لقيناش، لقينا راه فيه اقصاء، اقصاء. الاقصاء وقع في الثوره، والاقصاء وقع في الاستقلال، والاقصاء الان رانا نشوفوا فيه. يعني هذو جماعه سعداني واللي راه معاه
عندهم إقصاء، ما كانش قال مثلا راهو مبادرة وطنية اللي بحيث هو أنه لا إقصاء فيها وراها رايحة تحل الأزمة نهائيا، ما كانش. ولا حتى هذه المجموعة هذو اللي راهم يسميو روحهم هذو انتو التنسيقية وانت هكذا، شفناهم يعني أفكار مسروقة، مشروع مسروق شفناهم منذ سنوات ونحن ننادي بهذا المشروع هذا تاع المصالحة وانتاع جمع الطاقات هذه، ولكن ادوا أفكار وراكم شفتوا، شوفوا الأقصى يجيبوا في ناس ما عندهم حتى علاقة، لا عمرهم ولا نشطوا، خلقوا من 2011 ورواح من قبل والو، كاين منهم اللي كان في النظام، كاين منهم اللي كان يقمع في المسيرات، كاين منهم اللي كان يمنع في الأحزاب، كاين منهم اللي شارك في الندوة نتاع سنتيجيدو وانسحب، كان منهم اللي يمد في هذا النظام، والآن حابين يديروا رواحهم باللي مرجع لهذه الديمقراطية ومرجع لهذه التحولات. لما شافوا الشارع انفجر، حنا نحوسوا على حل جذري وحل نهائي، نحوسوا على التغيير نتاع السياسات، ماشي تغيير نتاع الأشخاص، تغيير السياسات، تغيير الذهنيات، هذا اللي نحوسوا عليه، وهذا لا يتم بالتسابق على السلطة وبالتسابق على المواقع، لأنه أنا على يقين هاني نقولها اليوم السبت 26 مارس 2016، راني تحدثتها في وقت سابق بالصوت وبالصورة، نعود نكررها لكم اليوم، تحدثتها بالصوت وبالصورة لما تحدثت على هذا الندوة اللي كانوا راحين يديروها الأولى قبل ما يعقدوها، قلت لكم من أنه راه يجي نهار وإن أنه هذا النظام راه يعدل الدستور وهو عدله، وراه يجي نهار وإن أنه النظام لما يعلن على الانتخابات التشريعية راكم تشوفوا، تشوفوا هذه الانقسامات اللي راح تحصل، راه يجي نهار وتشوفوها. حنا نحوسوا على جل باش ما تبقاش هذه الفرص ضائعة، حوسوا نستغلوا هذا الوقت من أجل خدمة البلاد، مشي من أجل الهروب إلى الأمام. ها وذرك غدوة راحين هادو ديروا ندوة، يروح معهم الإعلام وينقل لهم ويجيب لك فيما بعد هذو كل الوسمو وانت خير، فهمت؟ ها غدوة ذوك غدوة يجيب لك هذو كل جماعة يدير لك في اللاكوبول والقنوات تنقل والشخصيات هذوك عندهم شخصيات وهذوك عندهم شخصيات، والجزائر ماشية للهاوية لأنه كلهم هذ الناس اللي راهم حاضرين، واحد راهو يشوف في روحه نائب في البرلمان، وواحد راهو يشوف في روحه وزير، وواحد راهو يشوف في روحه رئيس، وواحد راهو يشوف في روحه رئيس حكومة، والمواطن المسكين الغلبان، المواطن الزوالي، المواطن اللي ما عندوش الأرض، المواطن اللي ما عندوش المسكن، المواطن اللي ما عندوش منصب نتاع شغل، المواطن اللي ما عندوش مستقبل راهو يتوجع، راه حكمته الزحمة، المواطن اللي مش قادر يتزوج، المواطن اللي ما عندوش الكرامة في هذا المجتمع، ما عندوش الفرصة في هذا المجتمع، راهو يتوجع وراهو يلعن فيهم في اثنين، راهو يحوس على ناس اللي ينقذوه من هذا التخلف، ينقذوه من هذا الحقرة، ينقذوه من هذا الظلم، لأنه هذا الناس اللي استفادوا هذو ما تنتظروا منهم والو. كاين الناس انا يتحدثوا معايا مرات يتصلوا بيا يقول لك انت علاش راك تعذب في روحك، الناس راها دايره هذاك انت تشغل الشباب وراها ضاربه المليارات، وحتى انا شفت بعض ناس خليتهم حفات عورات، راهم الان درك راهم كيما قارون وكيما فرعون، خليتهم حفات عورات. انا راني الان في 2016 ما عنديش سياره، راني في فرنسا مازالني نمشي على رجليه، ورانا كاريين تسلك، ساكن في باطيمة تسلك في الكران تاعك، وناس راه دات هكتارات، كاين ناس خليتهم رعاة راهم مدين هكتارات نتاع تراب والتراكتور والخدامة وراهو الأرباح نتاعو بالوسم، داوهم في ظل هذا وين كانت الناس تتقاتل وتموت هما كانوا يتسابقوا على الأراضي. لماذا؟ لأنهم يؤثرون المصالح الخاصة، ناس تموت، ناس تمشي للمعتقلات، ناس تعذب، ناس عايشة في اللجوء لعشرات السنين،
عشرات السنين كاين الانسان اللي راهو عنده 40 سنه ما روحش للبلاد، كاين اللي عنده 50 سنه ما روحش للبلاد، الاخر خلاص عنده 10 سنين ما روحش للبلاد، الاخر عنده 10 سنين ما روحش للبلاد، وناس راها كيما يقولوا تنتهز في الفرص، تدي في الهكتارات، تدي في المشاريع من اجل خدمه روحه ماشي من اجل خدمه البلاد. اذا كان حبيتوا على جال باش نخدموا البلاد اليد في اليد. اما هاد الناس اللي راهم يتسابقوا على البرلمان ويتسابقوا على الوزارات، هادو يخدموا في رواحهم، سواء الناس اللي راهم يدعموا في النظام نتاع بوتفليقه ولا الناس اللي راهم حابين ينحيوه ويجيو في مكانه، حابين حل جذري للازمه الجزائريه، حابين نهضه للبلاد، اطارات كوادر في الخارج راني نشوفوا فيهم مخترعين فلاسفه راهم عايشين في الخارج يتألموا يتعذبوا للبلاد، يبكيوا الدم على البلاد، وناس قاعدين يقسموا فيها. هذوك اخي نورتين قال لك ما انت حتى حق درك، اسمح لي. ربي يهدينا ويهديهم، المهم نكتفي بهذا القدر. المهم الاخوان نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم في موضوع يكون حول هذا الندوة وسنتحدث بموضوعية، ومرحبا بكم أرواح وشاركوا معنا. نلتقي إذن الأسبوع القادم، إلى ذلك من الحين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم وبارك الله فيكم. شكرا لك. شكرا لك. وعليكم السلام. شكرا أخي نوردي وبارك الله فيك. الجزائر حررها الجميع وأخطأ في حقها الجميع ويبنيها الجميع. حد مين؟ نعم من أجل مساعدة وطنية. حد مين؟ شيء أدو وطني.